100 يوم في السجن، الحلقة الأولى. ناس كتير كانت مستنية الفيديوهات دي، أنا كمان كان نفسي أقولها. بصراحة فيها حاجات تحزن قوي وفيها حاجات مسخرة. خلينا نتفق على كلمة قالها لي واحد من المساجين، قال لي المدارس اللي أنت رحتها برا مش هي دي المدارس الحقيقية، هنا في السجن هي المدرسة الحقيقية اللي أنت بتتعلم منها الحياة دي ماشية إزاي، لأن جوه السجن عالم تاني. كل زنزانة ليها رئيس جمهورية، ليها صاحب، ليها بتاع، ملهوش اي علاقة بادارة السجن او البوليس اللي ماسك السجن برا او ادارة السجون. انا لما اتحكم عليا انا كنت اوريدي خارج الدولة، انا كنت لما وقت الحكم عليا كان يوم عيد ميلادي 23/5/2015، مصر حكمت عليا بسنة سجن وسنة مراقبة وانا مش موجود في الدولة اصلا، انا كنت سايب الدولة من قبليها من 19/5. فطبعا انت من حقك قانونا ان انت تعيد الحكم او تعيد المحاكمه، لانه ده كان حكم غيابي، انت ما كنتش موجود في الدوله وانت مدان، فاللي هو انا من حقي قانونا ان احضر المحكمه، تمام؟ فبتعمل حاجه اسمها معارضه، المعارضه دي توقف الحكم اللي صدر في غيابك، ولما توصل مصر تعيد المحاكمه من اول وجديد، وهو ده اللي انا عملته. المحامي بتاعي قلت له انا جاي اعمل لي معارضه، فوقفنا الحكم اللي صدر ضدي في 2015، فنزلت في 2017، تمام؟ طبعا كان اسمي على قوائم الترقب والوصول، يعني كنت انا وحسين سالم على نفس على نفس القايمة، أنا كنت في أغنية وهو سرق مليارات ومصدر الغاز إسرائيل، وهو دخل مصر ما حصلوش حاجة لغاية ما توفى، وأنا اتسجنت بجد، يعني بلد غريبة يعني. المهم لحظة القبض عليا في مطار القاهرة، أنا كنت في أمريكا ومعايا ورقة المعارضة، خلاص بعتها لي المحامي وقفت الحكم، فالمفروض أدخل الدولة وبتتعاد المحاكمة تاني أول ما أوصل، وبيتحدد لي جلسة، المعارضة دي بتحدد جلسة، والجلسة دي أنا لازم أحضرها بقى، ولازم أحضرها بنفسي، ما ينفعش من ينوب عني وبتاع أو المحامي بتاعي، فلازم أجي بنفسي طالما عملت معارضة ووقفت الحكم ده اللي صدر ضدي وخلاص وقفت التنفيذ. فمعايا صورة المعارضة، تمام؟ وحجزت طيارة، كانت طيارة طبعا ما عنديش حاجة ميامي القاهرة، ما فيش حاجة الطيران المصري أو طيران العالم كله، ما فيش حاجة القاهرة ميامي على طول او فلوريدا القاهرة، ما فيش، لازم تروح نيويورك الاول او تروح اوروبا. ففي الوقت ده في 2017 كانت احسن تذكرة وطيران كويس طيران تركي، وكنت اول مرة في حياتي اركب عليه، كان طالع ميامي اسطنبول، والترانزيت نص ساعة، اللي هو تجري من مطار يعني من لحظة وصولك الطيارة اللي جاية بيك من امريكا على تركيا، تجري مطار جوه المطار من البوابة دي للبوابة دي الطيارة اللي طالعة على القاهرة، تمام؟ ما دخلتش الدولة. المهم رحت انا راكب الطيارة بتاعت اسطنبول من ميامي، وركبت طبعا 11 ساعة، وصلت اسطنبول الطيارة وصلت متأخرة 10 دقايق، فانا معايا 20 دقيقة الحق طيارة مصر، فجري يا جري من البوابة الوصول لبوابة المغادرة جوه المطار، انت بتخشش الدولة ولا بتعدي على جوازات ولا بتاع، انت هما بينقلوا الشنط، هم عارفين ان الطيارة دي اخرها، الشنطة دي اخرها مصر، وانت بتوصل بتجري من بوابة لبوابة جوه بره خارج دولة، يعني جوه المطار نفسه ما بتدخلش الدولة، وبتجري لغاية لما تاخد الطيارة التانية بتاعت اسطنبول القاهرة. وفعلا طبعا كان ايامها في مشاكل ما بين، وما زالت مشاكل ما بين تركيا ومصر، فكونك جاي على طيارة اسطنبول دي اصلا خيبة، يعني دي مصيبة اساسا بالنسبة للداخلية المصرية. المهم رحت جاي جاري بسرعة ما بين البوابتين لغاية ما وصلت الباب الطيارة اللي رايحة مصر، ورحت واقف، قلت لنفسي وائل انت لو دخلت جوه باب الطياره دي واتقفل عليك خلاص انت تعتبر بقيت في مصر، هل انت تقدر تعمل الخطوه دي ولا لا؟ رحت داخل قاعد رابط الحزام، الباب اتقفل رسمي كده، انت مش هيتفتح الباب ده غير في مطار القاهره، وانت يا باشا لبست، اللي هو في حد يخش السجن بمزاجه، في حد يرمي نفسه في التهلكه، في حد يسلم نفسه للسيسي، في حد، يا نهار اسود ده القضاء بايظ، ده انت ما عندكش واسطه، دي قضيه راي عام، ده البيت السجن سنتين، كل ده جه في بالك لحظه؟ رحت داخل انا اصلا نازل عشان عايز اشوف ابويا اساسا، يعني ابويا وحشني، فقال لك، فقلت مش مهم حكم يعني. المهم وصلت يا معلم، طبعا اسمي على قوائم الترقب والوصول، يعني بمجرد ما احط اسمي الباسبور وصول بيطلع له في القوائم على طول، ان ده مطلوب تنفيذ احكام. طبعا المعارضه اللي انا عاملها في اسم العجوزه ما وصلتش بتوع المطار الجوازات بتاعه المطار، لانه احنا عندنا الكمبيوتر فاكس، يعني لو عملت حاجه في الاسم لا لازم تدور بيها في مصر كلها تسجلها يعني، انما اوتوماتيك ما يروحش. المهم فانا يعني بالنسبه لضابط الجوازات
اللي انا داخل فيه الضابط المصري اللي انا بعمل عنده خدمه دخول، بصيت لقيت نفسي ما مطلوب بقى، فهو ما يعرفش حاجه خالص بقى عن الكلام ده يعني. ففي سجن في المطار عندنا، تمام. المهم انا دخلت عليه، فبيقول لي حضرتك اسمك موجود على قوائم الترقب والوصول، انت ايه وراك؟ قلت له انا بتاع سيب ايدي. صح تمام. لحظه واحده. قال له يا فندم بتاع سيب ايدي وصل. عمل كده والله، عمل كده. قال له يا فندم بتاع سيب ايدي وصل. معرفش بقى التاني قال له احجزه ولا معرفش قال له ايه. فقال لي لحظه واحده هيجي ضابط ياخد حضرتك. فحطوني في سجن المطار. سجن المطار سراير دورين نظيف جدا واسع، حجز، هو مش سجن، هو حجز جنب الجوازات بالظبط، حجز تمام. في حوالي 12 سرير فوق و12 سرير تحت، حوالي 24 سرير، كلهم فلسطينيين كانوا عايزين جايين من اوروبا عايزين يروحوا مصر او حاجه زي كده اتقبض عليهم. في ناس اللي هي بتبقى جايه لسه واصله حالا مصر، فهو ده بيبقى عليه احكام زي او ممنوع دخوله مصر على قوائم منع الدخول. في قوائم اسمها منع الدخول اصلا، بيبقى عمل مصيبه في مصر ومصر منعاه من دخول 5 سنين او حاجه زي كده. فاتحجزت في الحجز بتاع المطار او سجن المطار ده 4 ايام، ومع الاسف الاربع ايام دول ما اتحسبوش عليا. فاول يوم قلت له يا فندم انا عامل معارضه، انا واقف الحكم، مش من حقك تحبسني، انا عايز امشي تمام. فقال لي لا لا لا، اقعد بس لانه احنا مش عارفين وراك ايه. فقلت له انا بقولت لك اللي ورايا ايه، انا عليا الحكم بتاع الاغنيه الشهيره، فانا عايز ادخل، انا اوريدي المعارضه بتاعتي اهي، وانا كده كده همشي يعني انا كده كده هتحاكم. فقالوا لي استنى اتاريهم عايزين يقعدوني يوم او اتنين علشان يشيلوني من قوائم الترقب والوصول، يحطوني على قوائم منع السفر عشان يتاكد اني هحضر المحاكمه، لان انت طول معاك معارضه القضية شغالة، لو ما اتحطتش على قوائم منع السفر ممكن قبل ميعاد المعارضة اللي هي كمان اسبوعين وانا نازل لها مخصوص عادي تسلم على اهلك وتاخد بعضك وتمشي. فراحوا حاطيني على قوائم منع السفر. دي بقى كانت اكبر كارثة حصلت لي، لان انا حتى بعد ما خلصت السجن بتاعي اللي هو خلص على 3 شهور، بصيت لقيت نفسي مش عارف اشيل نفسي من منع السفر، وان الحل الوحيد اني اسيب مصر وارجع امريكا، بيتي بيتخرب، انك نازل عن الجنسية المصرية، فالموضوع صعب جدا. فطبعا ما تنزلتش. المهم هنجيلكوا في حته قوائم منع السفر دي. المهم في يوم يعدي يا اخويا والتاني، بصيت لقيت عربيه جايه لي ترحيله مخصوصه رايح مديريه الامن يعرفوا ايه اللي ورايا، انت لان هم في المطار كل اللي يعرفوه ان انت موجود على قوائم ترقب الوصول، حتى لو انت قلت لهم ده ما لا يغني عن شيء، انت لازم تروح مديريه الامن ويكشفوا يعرفوا ايه اللي وراك. فروحت مديريه الامن فعرفوا ان انا جيت، فجهزوا لي جلسه بتاعت محاكمة ورجعت السجن تاني. فتعرف ان جلسة المحاكمة بتاعتي اللي هتبدأ بقى نعيد المحاكمة من اوله والتاني، رجعت السجن المطار تاني، رجعوني المطار تاني، ترحيلة جابتني مديرية الامن متكلبش كلبشات وبتاع، قعدت اصور نفسي طبعا في الكلبشات وبتاع ومش عارف ايه، وكان معايا الموبايل وبصور نفسي وزنزانة بقى وعارف انت وعشان انستجرام بقى بالكلبشات وفي عربية الترحيلات بقى الحديد دي وبتاع فيلم هندي يعني. فرحت جاي، هما بيستخدوا كل ما ادخل الحجز ياخدوا مني التليفون، اجي طالع اخده وانا ماشي في حجز المطار يعني. كل ده في مطار القاهره بقى. فعدى يوم والتاني فجت لي العربيه، وبعدين جهزوا لي الجلسه، وبعدين سابوني يوم واتنين. رحت نادي الضابط بقى، قلت له انا عامل معارضه واوريدي متحدد لي جلسه، انت قابض عليا بتهمه ايه؟ انت حاططني في... قال لي بص اقسم برب العزه ده حصل من الاخر كده، انت هتطلع من هنا على الجلسه بتاعتك. قلت له نعم الكلام ده مش قانوني، انده لي بقى السفير الامريكي، لان انا من ساعه ما جيت بتعامل معاكم مصري، بتعامل معاكم كويس منتهى الذوق، سايب لكم نفسي، انما قانونا انت لا من حقك تقبض عليا لان انا واقف الحكم اللي ضدي، وانت اوريدي حطيتني على قوائم منع السفر، فانت مش من حقك تحطني هنا. اطلب لي بقى السفير الامريكي، وانا عارف ان السفاره الامريكيه ليها مكتب في المطار. الراجل سمع الكلام ده، الضابط طبعا حاطين ضابط ابن ناس اللي هو لطيف قوي اللي هو، فرح جاي قال له طلع عمل تليفون قال له يا فندم بيزعق وبتاع وعايز السفير وبتاع رئيسه بقى. قال له طب ما تضيع على ورقه ان انت اخليت سبيله بضمان انه بتاع ده، الكلام ده كله غير قانوني، بضمان انه يحضر المحاكمه بتاعته. راح فعلا كاتبين ورقه ان انا
هيخلى سبيلي من حجز المطار بشرط اني احضر جلسات المحاكمه بتاعتي. اقسم برب العزه ده حصل، وده غير قانوني بالمره اللي حصل ده. رحت ماضيله قام سلمني تليفون وبتاع. ففي حجز المطار بقى، دي لحظه القبض عليا، ففي حجز المطار بقى الاربع ايام اللي قعدتهم في سجن المطار دول، كان معايا فلسطينيين معهمش اكل، ما كانش فيه وجبات بتجيلنا، ما كانش فيه اي رعايه بتخش لنا، الناس تقعد تصرخ، الناس تقعد تعيط، ما حدش يسال فيهم، يهبدوا على الباب، ما فيش اي يعني، يخش الضابط يقول له عايز ايه، ما اقدرش اعمل لك حاجه، استنى الترحيله بتاعتك لما تيجي ترجعك فلسطين. فالمركب اللي بتيجي ترجعهم فلسطين او الاوتوبيس اللي بيجي كل 28 يوم، فالناس دي بتفضل محبوسه في مطار القاهره 28 يوم من غير اكل ولا شرب ولا اي حد يقدم لهم اي حاجه. ولو عايز انا كنت ببعت الساعي او الحارس يجيب لنا مثلا يعني جوه المطار، انت جوه المطار انت لسه ما دخلتش الدوله، ده جنب الجوازات، الكلام ده كله جنب الجوازات، فما فيش في الحته دي الا برجر كينج وكنتاكي وناس غاليه قوي، وكمان جوه المطار اغلى من بره، والتعامل بالدولار ده حقيقه. فكانت بهدله ما بعدها بهدله. وفعلا رحت جاي عملت اللي قدر ربنا قدرني عليه انا وناس تانية موجودين علشان نوكل الناس الموجوده الفلسطينيين والكلام ده كله. وانا خارج بقى اعطوني ارقام زوجاتهم في فلسطين اتواصل معاهم اطمنهم، لان اخبارهم مقطوعه بالنسبه لاهاليهم. اخر حاجه اعرفه ان هو مثلا كان في الدنمارك وجاي مصر، هيقعد في مصر فاتقبض عليه فاخباره اتقطعت، فاعطوني ارقام زوجاتهم عشان اتواصل معاهم واقول لهم انه في فلسطين، انه جوزك بخير وتمام، وانا بطمنك عليه، كنت محبوس معاه، وهو دلوقتي هيجي لكم في الترحيله اللي جايه، بيبقى اوتوبيس بيعدي ياخد الناس دي يرحلها على فلسطين طبعا بكلبشات وحراسه وبتاع، ويرحلها على فلسطين ما يخشوش الدوله بطريقه معينه، يا اما طياره يا اما، بس هي عامه ما كانت اوتوبيس، واوتوبيس ده بيجي كل 28 يوم، فمستنيين بقى 28 يوم محبوسين اكتر من 20 واحد فلسطينيين واردنيين وكلام كده وصومالي وحاجات كده، حاجات غريبه يعني. فاول مره بقى اعرف ان في سجن في مطار القاهره، اول مره اعرف ان الناس دي ما بتديش اكل، يعني احنا دايما في السجن بيقول لك مثلا ايه. المهم ان ده بقى من انضف الحجز اللي دخلت فيه، الحجوزات اللي اتحجزت فيها في الجمهوريه تما. حمام برايفت فيه دش بجد، ميه سخنه وميه ساقعه، تواليتات مش عربي، تواليتات قاعده اللي هو الفرنجي ده مش العربي، الهولز، لان كل السجون اللي كنت دخلتها كلها خرم في الارض، انما دي في التواليت بجد. فحمام المطار بقى، او سوري عفوا، اللي هو سجن المطار ده او حجز المطار ده، ده كان جامد جدا. وبالنسبه للراحه، سراير نظيف، حد بيخش بيعمل مب وبالشرشوبه دي بيعقم الارض كل يوم، ده قبل الكورونا، ده 2017 الكلام ده. وفعلا سابوني، وكان معادي اول محاكمه بعديها باسبوعين، فنزلت بقى رحت شفت ابويا وبوست ايده وصالحته وبتاع مش عارف ايه، ونزلت مصر بقى وكلمت اصحابي وقعدت معاهم لسه بقى بعديها باسبوعين. الحلقه الجايه هقول لكم اول جلسه ايه اللي حصل فيها، وازاي اختفى ملف القضيه شهرين من محكمة شرع السودان، محكمة شمال الجيزة، ما كناش لاقيين الملف بتاعي والقاضي مش عارف يحكم عليا. اشوفكم في الحلقة الجاية من 100 يوم في السجن. وائل الصديق. الحلقة الثانية من 100 يوم في السجن. في الحلقة الاولانية وصلنا لغاية ان هم سابوني من مطار القاهرة، وانا طلعت بعد كده علشان أبدأ المحاكمة، كان أول محاكمة ليا بعد أسبوعين، وفجأة اختفى ملف القضية. أنا بقيت أروح المحكمة علشان أتحاكم، يقولك تؤجل القضية أسبوعين، فأروح بعد أسبوعين جلسة ومحكمة أبص ألاقيها يقولك تؤجل القضية أسبوعين، اسبوعين ورا اسبوعين ورا اسبوعين، قعدنا 6 اسابيع لغايه ما جيت بقى في يوم قلت للقاضي انا عايز اخلص من القضيه دي، انا مش هطلع من هنا غير لما اشوفه ملف القضيه دي راح فين. ملف القضيه فعلا اختفى، وكان كان في حد كبير بيلعب من فوق مش عايزني، لانه عارف ان انا معايا دليل براءه جايبه من امريكا واحتمال اطلع براءه، فعايزين يفضلوا زلني باي طريقه. وفعلا ملف القضية اختفى. فقلت للقاضي، قلت له بص اعتبرني انا اللي خفيته بفلوس، دفعت رشوة عشان اخفيه، ولو جدع هاته. راح قايل بقى لسكرتير الجلسة مش هنقوم من هنا غير لما الملف ده يظهر. وفعلا غاب غيبته ساعة بقى، واتعرف الرول بتاع القضية فيه بتاع 3000 قضية، خلاني اخر واحد خالص.
القاضي خلاني لغايه ما جابوا له فعلا الملف. والله العظيم ده حصل وجابوا له فعلا الملف تمام. فالمحامي بتاعي قال مرافعه عظيمه، والقاضي قال لي عايز تقول حاجه؟ قلت له ياما كان السيسي اول مره يجي امريكا، اول مره يقابل ترامب ويجي امريكا بعد انتخاب ترامب، وكان اول مره يجي امريكا في وجود ترامب كان رئيس تمام. فانا قلت للقاضي ايه؟ قلت له سياده القاضي في شق سياسي في القضيه، انا بعمل نفسي محامي وبدافع عن نفسي وبتاع، ازاي يبقى رئيسنا اول مره النهارده لاول مره بيروح امريكا بيقابل الرئيس الامريكي الجديد، وانتوا تحكموا على مواطن امريكي عشان كان بيغني بالسجن؟ المنظر راح الراجل اتنرفز قوي وراح موطي صوته كده ومقرب، قال لي ما انت عارف ان انت ما ينفعش تكلمني كده. قلت له يا فندم انا عارف ان انا ما ينفعش اكلمك كده، بس الموضوع ان كانت فضيحه القضاء المصري لما حكمنا على سلمى الفوري اللي كانت معايا في نفس الاغنيه بجلاجل في الـ في الـ في العالم كله وفي جرايد العالم كله، وانا مقدم حضرتك صور قد ايه الجرايد كلها القضاء المصري يحكم على راقصه مصر بعد تصدير الرقص الشرقي للعالم كله بتحكم على راقصه رقاصه وكانت بترقص. يعني الموضوع في اهانه للقضاء الشامخ والقضاء ليه كده يعني؟ وكمان في شق سياسي اللي هو ما ينفعش يبقى رئيسنا النهارده لاول مره بيزور امريكا والقضاء بتاعنا يحكم على مواطن امريكي في مصر عشان كان بيغني بالسجن. الموضوع سخيف قوي قوي وشكل القضاء وحش قوي قدام العالم كله. قال لي طيب، ودخل غاب غيبه طويله جدا بتاع ساعتين، كلنا قاعدين طبعا مقفول عليا البتاع، وطلع الحاجب اللي هو اقل واحد في الجلسه دي كلها، وائل الصديقي، خش القفص. قلت له خش القفص بعد كل ده؟ المحامي قال لي مش قلت لك ما تتكلم؟ قلت له كام؟ قال لي 3 شهور. قلت له والمراقبه؟ قال لي لا، انا كان محكوم عليا بسنه سجن وسنه مراقبه، فاتشالت السنه السجن واتشالت السنه المراقبه وبقيت محكوم عليا ب3 شهور سجن وخلاص تمام. سلمى بقى خدت سنه سجن وخدت سنه مراقبه، وفي الاستئناف بقى 6 شهور سجن و6 شهور مراقبه. انت عارف يعني مراقبه؟ انت بتروح الاسم اللي انت تابع ليه تبات فيه كل يوم من 7 بالليل ل 7 الصبح 6 اشهر على كده او سنه على كده، زي بتوع الاداب بالظبط عشان يطمنوا ان انت ما تروحش تعمل دعاره بالليل ولا حاجه، واخد بالك ازاي؟ انما انا كنت بصور اغاني، انا كنت اغنيه، انا كنت بغني، انا ما انت مش منزلني من شقه دعاره حضرتك، وما اعرفش اصلا ايه علاقه مباحث الاداب بالكلام ده يعني. ونسيت اقول لك ان انا لما خدوني مديريه الامن في الحلقه اللي فاتت، لما خدوني من المطار لمديريه الامن كان لازم اتعرض على الجهه اللي طلباني. مين بقى الجهه اللي طلباني؟ كانت مباحث الاداب. فروحت قابلت بقى رئيس مباحث الاداب نفسه، اكتشفت ان في مباحث الاداب دي عامله قضيه للمرحوم نور الشريف هو وخالد ابو النجا وتقريبا المعارضين كلهم، ومن ايام مبارك اي حد بيعارض بيلبس اداب عشان ما حدش يقف لك، لانه في جريمتين ما حدش هيقف لك فيهم، الاداب والارهاب. فيجي يقول لك وائل الصديقي ده شكله ايه؟ فنان وبتاع ورقصاته وبتاع، لبسه اداب. نور الشريف لبسه اداب، لبسه نور رحمه الله عليه وخالد ابو النجا وحمدي الوزير، هما الثلاثه قضيه شذوذ. قضيه شذوذ. وطبعا الثلاثه طلعوا منها براءه. الثلاثه طلعوا من القضيه دي براءه. انما خلاص اصبحوا مسجلين اداب، وهو ده اللي حصل معايا، اصبحت مسجل اداب الا على اغنيه ولا عشان اقول رايه حاجات كده. المهم فلما رحت بقى رئيس مباحث الاداب الدور ال 13 في مجمع التحرير، فقلت له يا فندم ازاي ده يحصل وايه علاقه مباحث الاداب بالاغاني وبتاع؟ تحس ان الراجل كان متشافى فيا، كان اسمه اللواء اسامه حاج، كان بيتشافى فيا كانه بيني وبينه طار شخصي يعني. قلت له انتوا كاتبين محضر بسبب اغنيه سيب ايدي دي، انتوا كاتبين محضر 25 ورقه، عندي طبعا صوره منه، ورق القضيه عندي بتاعي عندي صوره منه، 25 ورقه هم نفس ال3 سطور متكررين تاني، ويحض على الفجور ويحض. انا ما عرفتش حاجه في مصر اصلا يا فندم، ليه كده؟ قال لي ما تخافش وراح سيبني وماشي، وكانه جاي يتفرج معايا او تحس ان هو عايز ياخد معايا صوره، بس عايز يصور معايا او حاجه زي كده. جابني حرفيا للمكتب بتاعه يتفرج عليا ومشوني فمباحث الاداب. فكان حاجه غريبه جدا اللي حصل ده. المهم اول ما قال لي بقى ادخل القفص، الحاجب طلع، ما رضاش بقى القاضي يطلع لي، بعت لي الحكم مع الحاجب. فالحاجب طلع قال وائل الصديق خش القفص. قلت له كام؟ قال لي 3 شهور. قلت له لله الامر من قبل ومن بعد، كنت قاعد معاكم على الصفحه ورحت كاتب 3 شهور اشوف وشكم بخير، انا اتحكم عليا 3 شهور سجن. كميه بقى ناس اللي ها 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 وعشان تبقى تسيب ايديها، انت متابعني ليه لما انت بتكرهني كده؟ المهم يعني
وطبعا في ناس كتير ربنا يصبرك وحاجات كده وبتاع ودعوا لي. وسلمت بقى صاحبي، كان معايا واحد صاحبي واقف جنبي، فسلمته كل اللي في جيبي بقى، اديت له الفلوس واديت له الموبايل واديت له، خلاص دخل السجن بقى، فتخش ابيض مفيش. وتحولت فعلا، قعدت بقى الزنزانه اللي هو القفص بقى المعفن بتاع المحكمه بقى، اللي هو سوري في كلمه، فيه بقى في الركن ده ريحه بيبي، والركن التاني ريحه ترجيع، والركن ده الدبان عافف على حاجه، يعني بصراحه نيله يعني. ونزلوني تحت بقى في زنزانه تانية في 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 المحكمه اللي اسمها بتاعه شمال الجيزه دي، اللي هي في شارع السودان، اللي هو زنزانه الترحيلات. فانت دي كنت فيها قاعد لوحدي، لغايه ما بداوا بقى الناس من المحاكم التانية او من الجلسات التانية يجوا، اللي محكوم عليهم او اللي كان عنده قضيه واستئناف وهيرجع، وكلنا لازم نكون تبع اسم واحد، فانا كنت تبع اسم العجوزه. فقعدنا نتجمع لغايه ما الاوضه دي اتملت بقى، وناس بدقون وناس لابسه ابيض وناس لابسه ازرق وحاجات كده. ورحت انا ايه لابس بدله، ورحت جاي واخد بعضي وايه ومستني معاهم، لغايه ما جاب بقى العربيه الجديده دي، كل الناس دي كلها رايحين اسم العجوزه. ووصلت اسم العجوزه فعلا، اول ما دخلت الاسم بقى لقيت اللي هو مش اول ما دخلت الاسم، انت في الاسم بيعمل لك فيش وتشبيه وبيستلمك وكلام كده وبيحطك في الحجز. فدخلت الحجز، الحجز بقى كل حجز زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، كل حجز وكل زنزانه في اي سجن عالم مختلف غير العالم اللي بره. فاول مره كانت خبره ليا بقى في حجز اللي هو بالانجليزي اسمه جيل، وفي بقى اللي هو السجن بقى اللي هو السجن ده اسمه بريزن، ده الفرق ما بين الحجز والسجن. ففي حجز اسم العجوزه بقى بتقعد فيه يوم او اتنين، وبعدين بتروح على حاجه اسمها التخزين. لانه بالقانون المصري انت لو محكوم عليك بسنه او اقل تقضيها في الحجز بتاع الاسم، ما تروحش سجون بقى زي لومان تورا بقى وسجن المزرعه وسجن المنيا وسجن العقرب. الناس اللي محكوم عليها بالقانون المصري بسنه او اقل تقضي المده بتاعتها في الحجز. فانت عندك عشرات الالاف من الناس اللي محجوز عليها باقل من سنه، والناس دي كلها ما ينفعش تقعد في حجز، مفيش مكان. فالداخليه عامله حاجه اسمها سجون التخزين. فسجن او الاسم بتاع العجوزه كان تخزينه، يخزنوا فيه الناس لغايه ما الكام شهر بتوعه اللي هم اقل من سنه يعدوا، كان في سجن اوسيم. اوسيم دي منطقه بعد امبابه كده بشويه ناحيه الفلاحين كده، حواليها اراضي زراعيه وبتاع، وفي السجن هناك بتاع سجن اوسيم. فقعدت في الـ في الـ في, الـ في الحجز ده يومين، تمام، اللي هو بتاع اسم العجوزه. عايز اقول لك ان الليله في الحجز كانت بتكلفني من 500 ل 700 جنيه في الليله علشان انام فارد جسمي، ويبقى لي مكان جنب الباب واطلب شاي وقهوه واللي انا عايزه جنب الباب، بس جوه الحجز، وما اقعدش في الاوض، لان الحجز ده كان حجز يعني مدخل الحجز واحد في اسم العجوزه، وبعدين في اوضه على اليمين واوضه في الوش، والاوضه اللي على الشمال ده حجز الحريم. الحريم اللي محجوزه بقى سرقه خناق ضرب دعاره بتاع حريم، تمام. فكان مدخل الحجز كل واحد، ففعل ساعه الزياره كنا نبعد كده يعني نعمل لهم مساحه كده ايه يمشوا فيها عشان يجوا ياخدوا الزياره. فكانت الزياره الساعه 8 كل يوم، يجي حد من اهلك يدي لك اكل لمده يوم، ويجي لك تاني يوم يزورك وبتاع. فكان كل الناس دي بيجي لها زيارات، فكان لازم نعمل الحريم بتاع عشان تيجي تستلم اكلها وتمشي، تيجي من على الباب، وفي طبعا امين شرطه واقف عمال يقبض 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 من كل واحد مدخل اكل، ويفتشوا الاكل ويبهدلوه قبل ما يدخلوه لك كمان. المهم الفلوس دي كنت بدفعها لمين؟ كنت بدفعها لرئيس جمهوريه الزنزانه، اللي هو عامه ما بيبقى المسؤول قدام المامور او الضباط اللي بره، ان تفضل الزنزانه دي هاديه، لا فيها خناق ولا مشاكل ولا حريقه تولع ولا مصايب، مش عايزين وجع دماغ. فانت المسؤول قدامي عن انا كمأمور عن الزنزانة دي او عن الحجز ده. ده بيبقى عامة احد الشباب اللي هو محكوم عليهم مدة طويلة، تمام، ولازم يكون صايع لانك بتتحكم في مجرمين. فده كان فارض اتاوة، اللي عايز ينام قد كده يعني تنام، تفرد جسمك وتنام وبتاع. اللي عايز يقعد نومة اسمها توك توك، ان انت تقعد كده حضرتك اعزك الله وفي حضنك قاعد على التوته بتاعتك وفاتح رجلك، ويقعد واحد قدامك واحد يعمل زيه قدامه، فتبقى زي القطر. دي اسمها توك توك، دي نومه، دي النومه اللي ببلاش، وممكن تنام وانت واقف، ده ببلاش لو حابب تنام وانت واقف.
وفي سعر تاني للنومه اللي هي السيف، تسيف يعني تنام على سيفك. فانا بقى عشان انام بقى واقعد ويجي لي الزياره وافرد ويبقى ليا كورنر كامل، ده كان في الليله من 500 ل 700 جنيه، منها حمايه ومنها انت بتدفع له فمحدش يقدر يقرب لك، ومنها في نفس الوقت ايه سبوبه هم عاملينها طبعا بره في الاسم، الامناء الشرطه والكلام ده عارفين الحاجات دي بتحصل جوه، فبياخدوا برضو جزء وبياخدوا مش عارف ايه وحاجات كده عشان يغمضوا عينيهم. الدنيا مليطه وحاجه تقرف. الليله في الحجز من 500 700 جنيه وتدي له مثلا ايه 200 جنيه يقول لك ايه ده لا خش الاوضه، اقول له لا لا خلاص خد كمان 200، يقول لي لا بس كده ما ينفعش وبتاع، بيقلبني في فلوس بس غصب انت مضطر، فاهم ازاي؟ فكان مره واحد عجوز ما يقدرش يخش الاوضه ولا ايه، الاوضه بقى فيها 80 واحد 90 واحد واحنا بره 15، فكان في ضابط في اسم العجوزه مستقصدني، كل ما يجي يلاقيني قاعد بره وقاعد ومرتاح وفارد رجلي وبقرا كتاب او بتاع مش عارف ايه يقول لي قوم اتقلم على كده خش، ويدخلني الاوضه اللي فيها 90 واحد. فانا بص للنبطشي اللي هو ايه الواد اللي انا دافع له، يوم غمز لي اللي هو خش، فقوم داخل خمس دقايق الضابط يطلع يقوم فاتح الباب ومطلعني. بيقفوا بقى يكلموا الحريم، عارف انت ما بيننا وما بين سجن الحريم باب وفي بتاع. فكان معانا طفل صغير عنده 11 سنه وطفل تاني عنده 12 سنه. ال 11 سنه ده كان ممسوك انتماء لخليه ارهابيه ما اعرفش ازاي يعني. فالولد ده جاله تبول لا ارادي لانه في الزنزانه يعني. لانه اولا هو المفروض يبقى في الاحداث، فانا قلت لهم يا جماعه انتم ما وديتوهوش الاحداث ليه؟ قال لك ده احنا علشان خاطر لو وديناه الاحداث العيال اللي من سنه صيع قوي قوي هيبهدلوه، فهو مع الرجاله الكبار حياته هتبقى احسن. فالواد من كتر القهره اللي فيها طبعا الرجاله الكبار بقى اللي هو احنا اللي هم المجرمين الكبار في السن بقى اللي هو من اول 70 سنه و 60 سنه وبتاع ونازل لغايه هو ده كان اصغر واحد في الزنزانه، كلهم مشغلينه بقى ايه اللي هو الخدام يعني يروح بقى، لان هو طبعا صغير خالص 11 سنه ما بلقش، فيروح مثلا ياخد من الحريم فلوس ويطلع يجيب لهم شاي وبعدين يطلع مش عارف ايه بعدين يخلوه ينظف ايه وبعدين. فكانوا مشغلين الولد مطلعين عينه لغايه ما الولد جاله تبول لا ارادي، وكان معايا دكتور محبوس، فقلت له ما تيجي نعالجه يا دكتور، لانه لما بيلاقوه بيعمل على روحه يا عيني المساجين كانوا بيضربوه علشان خاطر ما يعملش كده. فقلت لهم بس يا جماعه ما حدش يضربه، الحاله دي حاله نفسيه وانا هعالجه. فقلت للدكتور عارف الدواء اللي هو بيدوه للاطفال ده؟ عشان قال لي فكتبنا ورقه اسم الدواء ده، الدكتور ده كتب لي، كان معايا مسجون وبرده قاعد بره بشوات يعني، دول اللي معاهم فلوس دول اسمهم في السجن بلغه السجن بكايته، فاحنا كنا بكايته اللي هم فكتب لي اسم الدواء فعطيته للراجل واقف على الباب، فراح اشترينا له الدواء وانا قعدت معاه. طبعا قعدت اهدي الولد لان هو بيضربوه، فانا قلت منعت الضرب عنه ما حدش يضربه تاني، انا هظبط الحكايه بتاعه التبول اللا ارادي دي. هم فاهمين ان هم لما يضربوه عشان التبول اللا ارادي هو هيبطل، طبعا بيعمل الكلام ده هو نايم، الولد بيصحى عاملها على روحه، فطبعا ومن الرعب اللي هو عايش فيه عايش مع مجرمين ومشغلين ومش عارف ايه، وامه بتيجي تعيط وبهدله ما بعدها بهدله تمام. فقعدت بقى مع الولد بقول على فكره وانا قدك كان عندي نفس الحاله وخدت الدواء ده واتعالجت، انت لازم تاخد الدواء دوت وتنام ما تخافش منهم خلاص ما عادش حد هيضربك تاني. والواد فعلا اطمن وخف الحمد لله رب العالمين. الله اعلم الواد ده مصيره ايه دلوقتي، الكلام ده كان 2017 الله اعلم بقالنا 3 سنين طبعا ربنا يكون فك اسره يعني طفل صغير. المهم فكانوا بقى تقعد بقى تسمع النبطشي بتاع مثلا الزنزانه بتاعت الرجاله بيكلم النبطشيه بتاعت زنزانه الحريم وكركر من بينهم باب والله ما بهزر، ويدوا بعض فلوس يدوا بعض شاي يدوا بعض مش عارف ايه وبتاع. فكانت الدنيا دمار دول في اليومين اللي انت قعدت فيهم على مطروح التخزين اللي هو كانت بدايته الحلقه اللي نزلت في يوم من الايام اسمها رئيس المباحث والبوكسر تمام. ففي حاجه اسمها امين امين، الامين ده اللي هو بتاع الترحيلات اللي هو امين شرطه بتاع الترحيلات تمام، ده الناس بتديله فلوس كتير جدا 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 عشان يرحلهم على السجون النظيفه. وانا ما كنتش عارف اصلا هل هو اللي بيختار السجون فعلا ولا ده بيجي له اعتماد من وزاره الداخليه ولا هو فعلا بيختار التخزين ده يتخزن فين وده يتخزن فين، لان كلنا المفروض نقعد في القسم ما نمشيش، المفروض نقضي ايامنا في القسم تمام. فقال لي لا ده انا هوديك مكان كويس وجميل، فخمنيه اللي فيه النصيب، بصيت لقيته وداني سجن اوسيم. وبدات لما وصلنا سجن اوسيم نزلنا ترحيلات، بدات بقى الحلقه بتاعه رئيس مباحث الرئيس المباحث والبوكسر لما قلعونا كلنا ملط وواقفين بالبوكسر وفتشونا
ودخل الرئيس المبعث بيقول لي مش عارف ايه واصبح بعد كده صديقي وبتاع كل ده. دي الحلقه دي نزلت خلاص اسمها رئيس المباحث والبوكسر، دي الحلقه الثالثه، ابقى شوفها، ابقوا شوفوها واتفرجوا عليها. والحلقه اللي جايه بقى هحكي لكم خلاص هو فتشونا وادونا هدومنا وخلصنا، ورئيس المباحث بقى لطيف معايا ووزعونا انت تروح زنزانه كام وانت تروح زنزانه كام. واول مره ادخل زنزانه سجن بقى، مش حجز، سجن بجد. الحلقه الجايه هحكي لكم اول ليله في الزنزانه في السجن بجد، في اوضه فيها 90 واحد وفيها خرم قد كده في الركن، هو ده التواليت، والميه مقطوعه لمده اسبوع. شكرا واشوفكم في الحلقه اللي جايه من 100 يوم في السجن. اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من 100 يوم في السجن. نسيت اقول لكم في الفيديو اللي فات انه كان في جوه السجن رولز، جوه الحجز رولز، يعني كان في نوع من انواع القواعد. اول قاعده، ما ينفعش تخبط على الباب اللي بره، على يعني انت جوه الزنزانه ما ينفعش تخبط على الباب بتاع السجن تطلب حد من العساكر او امناء الشرطه او البوليس بدون اذن النبطشي او رئيس الجمهوريه، ولو عملت كده بتاكل علقه مش طبيعيه. تمام؟ يعني كان في واحد متضايق وخايف وجاي له بانيك والحقوني وانا هيقتلوني وانا مش عارف ايه وبتاع، ده كان علقه في اسم العجوزه من النبطشيه رهيبه جدا. يعني ده اول رول، يعني لازم تستاذن رئيس الجمهوريه. الدنيا جوه منفصله تماما عن الدنيا بره، ومفيش حاجه اسمها اطلبوا لي البتاع مش عارف ايه. ولو انت بتصرخ وبتموت جوه محدش هيعمل لك حاجه من اللي بره، الا لما النبطشي يطلع يخبط على الباب بنفسه يقول مثلا عندنا حد تعبان تعالوا عايزين اسعاف بتاع حاجه كده يعني. فده كان مهم جدا، لان يعني الباب ده خط احمر، محدش يقدر يخبط على الباب ده يطلب البوليس اللي بره من غير ما يستاذن النبطشي او اللي ماسك الزنزانه. في كل الزنازين اللي دخلتها، كل زنزانه ليها نبطشي، حتى في سجن الاجانب. الرول الثاني انه في حاجه اسمها الشعره البيضاء. الشعره البيضاء ده اللي هو كبار السن، اللي هم مثلا 40 50 سنه وطالع لغايه 60 و70 سنه. فالشعره البيضاء دول او الرجاله الكبار في السن دول، الناس دي ليها احترامها جوه السجن، يعني ما بيتضربوش، ما بيشتغلوش، ما بيتبهدلوش. ليه؟ راجل كبير في السن، معظم اللي قاعدين شباب 16 17 18 20 حاجات كده، كبير قوي فيهم كان بيبقى 30 سنه. انما يعني الشعره البيضاء ده اللي هو راجل 40 50 60 70، ده ما له احترامه، ده ما بيقومش، ما بتاع يعني ناس بتساعده، هو كمان قاعد محترم نفسه، يعني ما بيهرجش مع العيال، ما بيتخانقش، ما بتاع، راجل قاعد رزين كده. وانا طبعا كنت تبع هذه الفئه الامنه غير ان انا كنت بدفع فلوس، كنت تبع هذه الفئه الامنه، لان كان عندي مثلا 37 سنة، بس كنت بستغل ان شكلي اكبر من سني الحقيقي، فقال يعني انا راجل كبير وقاعد باحترامي وبتاع، فما كانش اي حد يهزر معاك. من الحاجات اللي نفعتني برضو في السجن او حمتني في السجن، حب الناس والشهرة. يعني مثلا ايه، نبدأ بقى تفاصيل الحلقة الثالثة، اللي هو طبعا انتوا عارفين انه انا نزلت الفيديو بتاع رئيس المباحث والبوكسر، ودي كانت التشريفة لحظة استلامي في سجن اوسي. فقلت هحكي لكم على لحظه دخولي الزنزانه لاول مره، السجن بجد بقى مش الحجز بتاع الاسم، وطريقه تعامل المساجين معايا. فانت اول ما بتخش، انا كان معايا راجل طبعا مرعوب. ليه؟ لان انت اول مره في حياتك تخش سجن، وعارف اللي جوه دول مجرمين واخدين احكام المخدرات. طبعا ما كانش معانا سياسيين خالص يعني، انما كان اللي واخدين يا اما مخدرات يا اما قتل، يا اما اموال عامه مختلسين فلوس وبتاع وحاجات كده، يا اما مجرمين بجد يعني حاجه كده. ايه، في ناس فعلا شفتها حرفيا يعني لو طلعت بره المجتمع ده هيبوظ، فلازم الناس دي تفضل جوه السجن، لان فعلا مجرمين عال مجرمه فظيعه يعني. فلحظه دخول السجن وزعونا على الـ 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 العنابر او الزنازين، ورحت جاي بكل بساطه داخل. كان معايا راجل كبير في السن كده، مترحلين انا وهو من اسم العجوزه عشان نتخزن في سجن اوسيم، لانه مفيش مكان نقعد فيه في اسم العجوزه، فبتضطر تتخزن في سجن لغايه لما
مدتك تخلص وتطلع ترجع تاني اسم العجوزه ويفرجوا عنك من الاسم. وهو ده اللي حصل فعلا معايا. فانا كنت واخد 3 شهور حكم. فاول شهر اول 30 يوم دول قعدتهم مع السجن المصريين في سجن اوسيم، وفي شهرين تانيين في سجن الاجانب. فال 30 يوم الاولانيين دول عباره عن 90 من 85 كل يوم ل 90 واحد في الزنزانه دي، كله نايم على سيفه، لان مفيش اي مكان ان انت تنام. لو نمت على ظهرك ده ياخد مكان نفرين، فانت لازم تنام على سيفك. فتخيل ان الصف كله نايم على سيفه، تمام؟ فلو واحد اتقلب هيبقى بوزه في بوز اللي جنبه، فلازم الصف كله يتقلب. يعني لو واحد اتقلب تبص تلاقي الصف كله اتقلب. فكانت بهدلة بصراحة. وطبعا النوم على الارض. فانت لما كنت انا في سجن، لما كنت انا في اسم العجوزة، واحد صاحبي جالي جاب لي ملابس داخلية، شنطة بقى فيها ملابس داخلية 7-8 غيارات، ويجي كل اسبوع بقى يجيب لي جداد. كنا بنرمي، لان انت نايم على الارض، نايم على البرش. ففي السجن فرشين الشباب، فرشين ملاية، ملايات كده، دي اسمها الفرشة. فالفرشة دي عليها شلة 5-6 على الملاية الواحدة، كلهم نايمين زي السيف، زي السردين كده فوق بعض او جنب بعض، جنب بعض كده زي السردين متستفين كده، على كل واحد على سيفه وبتاع. فاول ما دخلت الزنزانه، كنت دخلت الزنزانه دي انا واثنين ثلاثه. فكان معايا مترحل راجل كده كبير في السن وبتاع، مش فاكر كانت تهمته ايه، بس كانت حاجه تافهه كده، مش عارف. كان جاي في كيس سكر، اتمسك مسك، كان في ازمه سكر، واللي كانوا بيمسكوه بكيس سكر ساعتها، فمش عارف كان واخد 6 اشهر عشان اتمسك بكيسين سكر، واتعمل له قضيه تموين، ما تفهمش حاجه كده عجيبه يعني. فالراجل يعني انا وهو داخلين مرعوبين، ليه داخلين بقى؟ مجرمين بجد، وعيال صيع وشبحطجيه بقى وبلطجيه وبتاع. فتوزعنا على الزنزانه، فدخلت الزنزانه دي انا وهو. فالنباطشي بقى اللي هو رئيس جمهوريه الزنزانه وبتاع، شاب لطيف وصغير كده وبتاع، فبيقول لي ايه، فاحنا دخلنا مش عارفين نقعد فين، الدنيا زحمه جدا، وكل فرشه او كل ملايه عليها شله، ومفيش مكان. وبعدين احنا معانا شنطه كبيره انا فيها هدومي وغياراتي وحاجه احط عليها راسي، مخده كده صغيره وملايه فريش هنام عليها، وازازه ميه وكرتونه سجاير، يعني فاهم، الدواء بتاعك، حاجات مهمه ما ينفعش. ففي ال 90 نفر اللي قاعدين دول في 90 شنطه، فال 90 شنطه دول ما ينفعش ان هم يعني يتحطوا معانا، لازم ما يتحطوش على الارض، لان الارض ده المكان اللي يا دوب الاوضه مكفيه، يا دوب الزنزانه مكفيه. فتبص بقى تلاقيهم بيعملوا ايه، استنوا اجيب لكم ولاعه اوريكم. فكانوا المساجين يجيبوا الولاعه الفاضيه، الولاعه الفاضيه تمام، يكسروا الحته دي اللي هي الحته الحديد دي، واخد بالك، الحته اللي هنا دي، فتبقى الولاعه ايه، عباره عن حته بلاستيك وبتاع. فالحته المكسوره دي بقى يقوموا حاطينها كده بزاوية على عالي كده في الحيطة، ويجيبوا ولاعة تانية ويولعوا بقى في الحتة دي اللي هي الحتة البلاستيك اللي تحت، فهي بتتحط يعني الحيطة كده، فبيحطوا الولاعة كده ويولعوا نار هنا في الحتة اللي تحت دي، مكان صبعي اللي تحت دي، يعني لو مسكت دي كده بيولعوا نار هنا في الحتة دي كده، تمام؟ فتفضل الولاعة كده، فالولاعة طبعا البلاستيك بيسيح، فتخش جوه الحيطة كده وسايحة، وتبقى وتنشف، فيكب عليها نقطتين مية فتنشف، فتبقى عاملة كده، تبقى الحيطة كده وتبقى عاملة كده. تصدق ان دي اسمها العصفوره، دي بتشيل شنطه فيها 20-25-30 كيلو، ازاي ما تفهمش. فده اختراع، لانه طبعا ما فيش حته تقدر تعلق شنطه، ما فيش دولاب، ما فيش سراير، الناس على الارض كلها عباره عن اوضه كبيره، والناس على الارض وكلهم مسيفين، يعني لدرجه ان انت ما تقدرش تنام على ظهرك، فلازم، فما فيش مكان. ففي حاجه اسمها العصفوره، العصفوره دي اللي هي ايه، الحيطان بقى كلها ولاعات غارزه فيها في الحيطه بالمنظر ده، طبعا حيطه اسمنت والولاعه بلاستيك، فبنحرق الولاعه من تحت، وهي محطوطه كده فتلزق وتسيبها تبرد شويه. المنظر ده تعلق عليه الشنطه بتاعتك او الكياس بتاعتك. فكانت بكل بساطه بتشيل وتنام تحتيها بقى، وتنام تحت الشنطه بتاعتك. وكانت بتبقى متينه جدا، ما تفهمش الاختراع ده. طبعا عندهم اختراعات رهيبه، يعني لما كانوا يعملوا شاي كانوا يستنوا الزيارات، الناس اللي الستات اللي بتيجي لجوازها وبتاع بالزيارات، الاكل والكلام ده كله، وياخدوا كيس البلاستيك، يفك كيس البلاستيك كده، يعملوا نسايل كده طويلة بس ما يتقطعش، وتفضل يبرم فيه يبرم فيه يبرم فيه لغاية ما يبقى عامل زي الحبل البلاستيك، تمام؟
ويولع فيه من اوله تمام، فيفضل يعني بيربطوا اكياس بلاستيك كتيره بيقعدوا يعملوا الحركه دي كتير جدا ساعتين، يلموا مثلا 100 كيس بلاستيك ده بجد ويبرموها فتبقى زي الحبل كده تمام، ويولع في اول الكيس فايه فالنار تمسك فيه، ويحط عليه ازازه بلاستيك، والله زي ما بكلمك كده ازازه بتاعه بيبسي او كوكاكولا اللي هي اللترين تمام، يقسمها بالنص ويحط فيها ميه من الحمام، والبلاستيك ده ازازه البلاستيك دي يولع تحتيها البلاستيك اللي هو بتاع الكياس ويمشيه كده، فتبقى عامله زي الفتيل، فتفضل ولعه كل ده عشان الميه تغلي علشان يشربوا شاي. فطبعا ريحه حريق البلاستيك وريحه الميه اللي بتغلي في البلاستيك، فبتبقى الدخنة جوه الزنزانه زي النيله، وانا واحد عندي اختناق وكانت ايام غبره لانه ممنوع دخول براد، مفيش كاتل، مفيش كهرباء، مفيش اي حاجه تقدر تعمل بيها شاي، وهم مصممين يشربوا شاي، الشاي اساسي عند الناس. فيجيب ازازه البيبسي يقسمها اتنين فتبقى زي براد كبير كده، ويفضل ماسكها بقماشه كده ولا بتاع، ويفضل يحرق بقى ايه تحتيها الفتيل المولع ده لغايه لما، ونار هاديه لغايه لما تغلي، وتبص تلاقي دخلت البلاستيك ملت الدنيا كلها، وفي الاخر الشاي المسرطن ابو بلاستيك سايح ده بيحط عليه شاي وسكر ويشربوه. فطبعا كانت ايام سودة، طبعا لا في سكينه جوه السجن عشان ما حدش يتخانق، ولا في كوبايه ولا في بتاع، فكانوا بتبص تلاقي الناس طبعا في كوبايه ورق بقى وحاجات كده دي كانت بتجيلنا علشان، فكانوا المسجون عيشه المسجون بيستخدم دي عشان يعملها علاقه، بيستخدم الولاعه، بيستخدم كيس بلاستيك عشان يقيد نار يولع نار وياخد، مفيش حله مفيش حاجه، فياخد ازازه بلاستيك تانية يعمل عليها الشاي، يعمل فيها شاي الميه تغلي بس او تسخن جامد، وطبعا والشاي فيها وعمال يقلب وشغلانه سودة عشان خاطر ويبيع بعد كده كوبايه شاي دي بالغالي لانه طلع عين امه عشان يعملها. فدي طريقه عمل الشاي برضو. المهم دخلت انا والراجل الكبير ده، بصيت لقيت ايه، كان يعني الزنزانه كانت في الدور الثاني، فالميه بتطلع، الميه بتطلع بموتور، انتوا عارفين مصر كلها الميه بتطلع بموتور، فجي مره الموتور ده اتحرق، فعشان تغير حاجه في السجن لازم موافقه اداره السجون ووزاره الداخليه، فعشان تيجي الموافقه قعدنا اسبوع من غير ميه. فكنا فعلا علشان نتوضى، ما كانش في حمى بقى، عشان نتوضى نصلي كنا بنتيمم، هي الحيطه كده تيجي عند الحيطه كده وتقول بسم الله الله اكبر وتمسح ايدك، بسم الله الله اكبر وتمسح وشك، بسم الله الله اكبر وتعمل كده، تخبط على الحيطه، تخبط على الحيطه وتعمل كده تتيمم، مفيش ميه، ونقف نصلي على كده. تصدقوا ان احنا 90 واحد وتقريبا نايمين في حضن بعض كلنا، تصدق ومفيش ميه، ما حدش استحمى لمده اسبوع، تصدق ان مفيش واحد اللي طلع له ريحه عرق ولا بقى ريحته وحشه ولا، لان احنا اصلا ما بناكلش، فمفيش حد عايز يعمل يعني مفيش اخراج ومفيش ما بناكلش، ما هو انت السجن ما بيجيبلكش اكل، مش زي مفيش زي ما بتشوفه في الافلام اللي هو بقى يحط السفره والمساجين ييكوا ومساجين تانية بتعمل عدس ومش عارف، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، هو كان الضابط الصبح بيفتح الباب ويرمي لك كيس كبير فيه 90 رغيف عيش واربع خمس علب اللي هم الجبنه المثلثات دي بتاعت الجيش المعفنه دي طعمها قرف قوي، وبس ادي 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 الوجبه. فكل واحد كل يوم رغيف عيش واحد وجبنه مثلث واحد، طبعا ما كناش بناكلهم لانه من ارض انواع العيش ومن ارض انواع الجبنه، لكن كان في غلابه بياكلوهم من كتر الجوع، فطبعا ده الحال يعني، انما ما فيش السجن ما بيديش اكل يعني، فاللي ما بيجيلهوش زيارات بيحاول يجيب للناس التانية، يعني اللي ما بيجيلوش زيارات بيعيش على معيشة حد تاني في السجن، ويا يدفع له فلوس يا يديله مقابل، يا مثلا يبقى الوجه الله. فالستات تجيب مثلا اكل 10 تنفار، فيقعدوا مثلا الفرشة مثلا عليها 6 تنفار دي، اتنين منهم جالهم زيارة، الاربعة التانيين ياكلوا معاهم، وبيبقى معروف وائل معيشته على مين او هو او مين عايش عليه، اسمها معيشة، اللي هو يعني ملزم يوكله ويشربه طالما بيجي لك اكل. والناس اللي بيجي لها اكل دي كل زياره يجي لها لازم تدفع يا تمن علبه كليوباترا يا تدي النباطشي علبه كليوباترا،
النبطش ياخد الفلوس دي يجيب بيها اكل الناس اللي ما جالهاش زيارات. ففي تكافل كده وفي حنيه ما بين الناس وما بعض، وفي موده وفي ضحك وفي صلاه مع بعض، وفي ازمه بتاعت ميه فبتعدي مثلا يعني على الناس، فبتلاقي الناس مع بعض متكفله ببعض وكده. انا كانت زيارتي عباره عن دايما كان صديقي يجيب لي كل يوم اثنين واحنا في سجن اوسيم، يجيب لي كرتونه سجاير مارلبور وتكفيني اسبوع، وازازه ميه قربت ميه كده تحطها فوقي وبس. انا كنت عايش على الميه والسجاير للامانه، فبدات اخس جامد، وده كان انا كنت مبسوط بالموضوع ده، ان انا كنت حابب بقى الواحد الكرش ينزل وبتاع مش عارف، كان جميل يعني. مع الصلاه فانت تقريبا كنت زي الصايمين اكتر من الميه والسجاير، وانا كوائل يعني انا ما اقدرش اعيش من غير ميه وسجاير، ده اهم حاجه في حياتي. مش عارف ليه كل ما اجي احكي لكم لحظه دخولي افتكر حاجه تانية تنسيني. المهم انا لحظه دخولي كان رئيس المباحث قال لي ايه داخل انت الزنزانه بقى، فقال لي ايه خد تعالى، ده لي بقى لوحدي في المكتب، فبيقول لي خد تعالى لما تخش الزنزانه ما تقول لهمش بقى اغنيه وسيب ايدي وبتاع، عشان منظرك قدام الناس جوه الناس كلها اللي مخدرات واللي قاتل واللي بتاع، وانت داخل لهم في اغنيه يعني جاي السجن في اغنيه طبعا او مسجون في اغنيه، فعشان ما تبقاش تريقة السجن قول لهم ان انت كاتب على نفسك شيك بدون رصيد وواخد فيه 3 اشهر، لان انت 3 اشهر وماشي تمام، فقول لهم ايه انا جاي اموال عامه وكنت كاتب على نفسي شيك جنحه شيك بدون رصيد ب50 ولا ب5000 جنيه ولا اي حاجه وبتاع، وقول لهم الحدوته دي، لانه اول ما تخش هيسالوك انت جاي في ايه، يعني ايه اللي جابك السجن او مسجون في ايه وبتاع. وفعلا دخلت انا والراجل اللي هو زميلي اللي كنا مترحلين مع بعض من سجن من اسم العجوزه، ومعانا كلبش واحد في ايده طبعا، فكوا كلبش ودخلنا الزنزانه. فراح النباتشي بقى خراستا اللي هو او ما شافني فاهم، اللي هو احنا اصلا داخلين مرعوبين، وده اللي هو قاعد في نص الاوضه بالظبط، عارف رئيس جمهوريه الاوضه وحواليه الثلاثه صحابه وبتاع، شاب صغير كده وجميل وبتاع، حاجه مثلا بتاعه 28 30 سنه. فاول ما دخلت انا والراجل اللي هو الكبير ده قعدنا في نص الاوضه مش عارفين نعمل ايه، يعني مش هننام فين، مش عارفين حاجه خالص. فهو اللي بيقسمك بقى يقول لك انت تنام فين وانت تنام فين وانت تنام فين وبتاع. فاول ما دخلت انا بقى وبتاع معايا الراجل اللي هو المترحل معايا راجل كبير في السن ده وبتاع، فاول حاجه بقى خراستا، عارف انت مش خد لا لا خراستا خد بالرا خراستا وبتاع. فقلت له ايوه حبيبي ده اؤمر، قال لي انا النباتشي بتاع الزنزانه دي وبتاع، انت اسمك ايه وبتاع؟ قلت له انا اسمي وائل. جاي في ايه يا وائل؟ قلت له انا 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 كنت كاتب على نفسي شيك بدون رصيد و ب 5000 جنيه وما كانش معايا تسديد، والناس ما صبرتش عليا، اذا ما قال لي بقى رئيس المباحث اقول عشان منظري قدام المجرمين والناس والرجاله وبتاع، وكنت كاتب على نفسي شيك بدون رصيد فخدت فيه 3 شهور سجن وبتاع مش عارف ايه. انت كذاب يا انت بتاع سيب ايدي، راح قايل لي كده. قلت له لما انت عارفني طب بتسال ليه؟ قال لي عايز اشوفك، انا بحبك اصلا على فكره، انا عندك على الصفحه. فكانت بص اللي هو ايه يعني، دي من الحاجات اللي لحقتني جوه الزنزانه، انت دخلت لقيت ناس عارفاك بتحبك اصلا جوه الزنزانه يعني. فطبعا ايه قلت له بصراحه انا بتاع سيب ايدي وجاي في سيب ايدي، ورئيس المباحث قال لي اقول كده وخلاص علشان خاطر منظري قدامكم وبتاع. فطبعا المساجين يعني اللي مسجونين من قبل 2015، انا كنت في 2017، ففي ناس مسجونه من زمان وعماله تترحل من سجن لسجن وينزل ويرجع بتاع مش عارف ايه، واخد 4-5 سنين او لسه على التحقيقات، فبقاله سنتين في تحقيقات مثلا، ففي ناس مسجونه من قبل 2015 او من قبل سيب ايدي فما تعرفوش. فلما سمعوا المحادثه دي وبتاع فقالوا له ايه سيب ايدي وبتاع، فكان في واحد مخبي تليفون تمام، فراح مطلع لهم التليفون ووراهم بقى سيب ايدي. فطبعا عايز اقول لك انا كنت التفاحه بتاعه الزنزانه بقى، اللي هو كل طول ما انت ماشي في الزنزانه فاهم ازاي، اتفضل يا فنان، اتفضل يا استاذ، اتفضل يا مخرج وبتاع، والناس فرجت قال لك وفيها ايه يعني، الرجاله قاعدين طبعا، انا بالنسبه لهم بقى خلاص بقت يعني ايه ده في سيلبرتي داخل وبتاع، في حد مشهور جه وبتاع، إيه الاغنيه فش حاجه
ده بيقول لك ده تلفزيون بتاع المصريين او تلفزيون المصري في حاجات اوسخ من كده بكتير، اشمعنى انت؟ فبدات اخد والبنت دي جبتها منين ونمت معاها يلا لا لا واسئله بقى، فاهم ازاي؟ تبص مسخره، مسخره السنين. فالزنزانه قلبت التهريج اللي هو بقى يعني ايه، انت بقيت في انترفيو، بقيت نجم والناس كلها ملفوف عليك، والراجل قال لي اللي نبطش بقى اللي هو بيكلم كده ده وبتاع مش عارف ايه، ده بقى قال لي انت مش هتنام غير جنب انا، انت لازم انت على فرشتي، انت في حمايتي، ولما تنام على الفرشه بتاعت الشله بتاعت النبطشي انت كده عديت، انت خلاص وصلت بقيت رئيس جمهوريه، ليك احترام في الزنزانه كلها يعني. فطبعا كانت مسخره السنين يعني. لما دخلت لقيت نفسي معروف، ودي من الحاجات اللي فادتني طبعا، كوني مواطن امريكي او معايا باسبور امريكي ده نفعني، كوني ان انا ما بتضربش بقى من البتاع. فكان في تمام اللي هم الضباط والكلام ده ما فيش تعذيب، انما والشهره نفعتني ما بين الشباب اللي جوه اللي هم المساجين اللي جوه وبتاع، مع طبعا ان انا بعامل الناس باحترام وكده، فطبعا طول ما انت محترم الناس كلها بتحترمك طبعا، مع بقى حته سيب ايدي والكلام ده كله، فالناس فعلا بدات يعني دخلت لقيت الفانز بتوعي في الزنزانه، فطبعا نفعني جدا ان انا يعني كنت قاعد مع حبه فانز لمده شهر. فقضيت بقى في السجن ده شهر لغايه ما حصلت حادثه مهمه جدا هحكي لكم عليها، كانت هي سبب في نقلي من سجن المصريين لسجن الاجانب. فهنكمل بقى في الحلقه اللي جايه ازاي انا عشت ال 30 يوم دول مع المساجين المصريين، 90 واحد في اوضه ومن غير ميه، وكانوا بيعاملوني ازاي، واشهر المواقف اللي عدت علينا في سجن المصريين او سجن اوسيم. اشوفكم في الحلقه اللي جايه. اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من 100 يوم في السجن، 100 day in prison. فاحنا كنت واخد طبعا انا قعدت ايام في سجن المطار اربعه، وبعدين قعدت ايام يومين او ثلاثه في سجن في اسم العجوزه. وفي حاجه بقى كنت عايز احكي لكم عليها اسمها تخشيبه الجيزه، هحكي لكم عليها في اخر الحلقه دي. قعدت فيها ايام برضو، والنهارده عايز اقول لكم بقى على ال 30 يوم اللي عشتهم في سجن المصريين، عشتهم ازاي. طبعا الوضع كان صعب جدا، وفي ال 30 يوم دول جالي 3 زيارات بس من واحد صاحبي سجاير وبتاع وميه، وكنت عايش مع المصريين لقيت كميه رجاله وكميه جدعان وناس محترمه وناس كبيره في السن، عدى علينا ضباط اشكال والوان. فكان يومنا بيبدا كالاتي، يجي الضابط الساعه 8 الصبح بالظبط، يستلم الشفت من الضابط بتاع بالليل، نبطشيه من الضابط بتاع بالليل، فلازم يعد المساجين عشان لو لقاهم ناقصين يبقى هرب في النبطشيه الثانيه، ما هربش. طبعا ما فيش حد بيهرب، احنا قاعدين في قبر كبير مقفول اساسا، والزنزانه الباب بتاعها قد كده، فانت مستحيل اصلا تخبط على باب الزنزانه اساسا. فطبعا كانت ايام صعبة جدا، وفي نفس الوقت كان بيبدأ يومنا بإن الضابط يجي يعدنا، ويا ويلو اللي ما يقومش يقف يعني ايه، انت اللي بتعد يعني، يوقفنا كده حوالين الحيطة وانت تقول يعني، يجي عليك الدور اللي جنبك قال واحد، تقوم انت قال اتنين تلاتة اربعة خمسة، فاللي كان يبقى نايم وما يقومش مرة واحد كان عامل فيها تعبان. احنا كان عندنا واحد تعبان بجد في سجن اوسيم لدرجة ان جت الاسعاف خدته، انما كان في واحد تاني بقى بيبلطج او عايز يعني يصيح، فمرضاش يقوم بقى، راح الظابط واكله حته علقه وهو نايم بالشلاليط وبالقلمه وبتاع، ومفيش ولا راجل من 90 راجل قدر يتدخل. لما كنا بقى في اسم العجوزه كان في راجل يعني ربنا يكفيكوا الشر، واخد تأبيدتين في قضيتين مخدرات، اول واحده واخد فيها تأبيده والثانيه فواخد فيها تأبيدتين، فنظام الاحكام ان انت بتاخد حكم وبعدين تبدا تخلص الحكم الثاني، فده عارف ان هو هيموت في السجن، واخد اوريدي تابيده في قضيه وواخد تابيده ثانيه في القضيه الثانيه. فده كان ما يكون يخش، كل ما يخش ضابط يشتمه، مش الضابط اللي يشتمه، الراجل العجوز ده اللي عنده حاجه و60 سنه لما يجي الضابط يفتش علينا وبتاع يشتم الضابط بامه واحقر الالفاظ. فده لانه راجل عنده حاجه و60 سنه، فهو شعره بيضاء، فهو ما بيتلمس ما بيتضربش لا من الضباط ولا من المساجين، وفي نفس الوقت
هو مستبيع، هو اوريدي واخد تأبتين، ففي الرايحه والجايه اي ضابط اي امين شرطه اي حد يخش الزنزان علينا في اسم العجوزه يقوم شتمه بامه، فالتاني يعمل نفسه ما سمعش، سواء كان ضابط امين شرطه بتاع، ويخش يشوف شغله اللي كان جاي يعمله ويمشي. ليه ما كانوش بيعملوا له قضايا مثلا او بياخدوه يضربوه؟ اولا ما كانش ينفع يضرب راجل كبير فهيموت في ايديهم. تاني حاجه هو واخد تأبتين، لو عمل له مثلا قضيه ان هو شتم ضابط ايه هيديله كام يعني، سنه زياده سنتين، هو اوريدي واخد تأبتين فما كانش هتفرق معاه، فبيشتم بقى زي ما هو عايز. اكتر مكان فيه حريه تعبير عن الراي في مصر في السجن، تشتم بقى الرئيس، تشتم المأمور، تشتم الضابط، ما هو انت اصلا مسجون، اصل هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك ايه؟ انت كراجل كبير ما يقدرش يمد ايده عليك، ليه؟ لو مت في ايده هيروح في داهيه، هيضيع مستقبله، فانت بتتكلم في ايه؟ محدش يقدر يمد ايده عليك، فحكايه الضرب دي انسان، تمام؟ انت اوريدي مسجون، هيعمل لك قضيه، انت مثلا واخد تأبيده، تمام؟ واخد مدى الحياه، انت واخد سجن مدى الحياه، فانت شتمت الضابط، دي مثلا فيها 3 سنين سجن، هيفرقوا معاك في ايه؟ انت اوريدي الراجل عنده 60 سنه واخد تأبيتين، فعارف ان هو هيموت في مكانه. فبكل بساطه مش فارقه معاه، فاللي داخل واللي خارج يشتمه ومحدش كان يقدر يعمل له حاجه، لا من المساجين ولا من الضباط، حاجات كده. فاكتر مكان فيه حريه تعبير عن الراي في مصر جوه السجن، تشتم بقى في الحكومه، تشتم في الضباط، تقول كذا فلان كذا علان براحتك، ما انت اوريدي مسجون، هعمل فيك ايه؟ انت اوريدي مسجون. فده اكتر مكان لقيت الناس بقى بتتكلم بحريه بقى. وبعدين بين المساجين وبعضها يعني قدام القاضي والنيابه يكذب انا بريء يا بيه والكلام ده كله، جوه بقى بيتفشخروا ان هم انا قتله فعلا، وانا انا فعلا تاجر مخدرات، وانا في الحشيش من وتسمع بقى الحقيقه من المسجون نفسه وهو بيفتخر بقد ايه هو مجرم وقد ايه جوه بقى. اول ما يجي بقى ساعه الجلسه تبص ينزل المحكمه قدام القاضي، يا باشا والله ما انا والله ده غلط في الاسم، وهو يعني هو معترف لك جوه السجن ان هو فعلا اللي عامل كده، سواء كان مخدرات او قاتل وبتاع، يجي في التحقيقات يعيط ويعمل افلام ان مش هو كده وبتاع. فطبعا في ادله بقى وحاجات كده وشهود، وده اللي بيفرق في القضيه. وفي ناس بتطلع براءه، بيبقوا فعلا ولاد كلب بتطلع براءه، وفي ناس غلابه وبتتسجن. انا مره شفت واحد واخد سنه سجن في جرام حشيش، ظابط لما جه يوزن له الميزان ما اشتغلش، جرام معاه جرام حشيش، جرام ده متحط جرام، عارفين جرام الذهب قد ايه؟ جرام حشيش لقاه في جيبه، والله ما بهزر، وراجل كبير في السن عنده حاجه 59 سنه او 60 سنه، وبناته كانت بتعيط عليه عياط، وراجل كبير وهو نفسه عمال جرام حشيش، تجار حشيش اللي مغرقين الدنيا مش بيتمسكوا. ومره لقيت واحد معاه جرام حشيش واحد هو اتمسك بيه، لدرجه ان الضابط عشان يوزنه يعمل له بيه قضيه، لما حط الجرام على الميزان، الميزان ما وزنش، طبعا بيوزنه بميزان ذهب اللي هو حساس قوي، تصدق ان يعني ما طلعش واحد، راح الضابط جايب ميزان تاني برضه ما طلعش واحد، الضابط مصمم يعمل له قضيه بالجرام، والله العظيم ثلاثة دي حقيقه، قام جايب له ميزان جديد طالع من العلبه وحطه عشان يكتب 1 جرام او 1 جرام، وراح جاي عامل له بيه قضيه، جرام اخذ فيه سنه سجن تعاطي. فشفنا حاجات غريبه، اللي كان ممسوك في كيس سكر، واللي كان ممسوك بجرام، البلد كلها غرقانه ترامادول وحشيش وستروكس وبتاع، وده ممسوك بجرام يعني وكبير في السن. فطبعا بيبقى في ناس حظها زي الزفت، لو شوف بناته بقى عرايس كده يعني عشرينات و25 وبتاع، وجايين وبيتشحتفوا على ابوهم وبيعطوا سنه، هيقضي معانا سنه في الايام السودة دي وبتاع، وكان صعبان عليا قوي، كان قاعد يقرا قران طول الوقت وبتاع، حاجه تقطع القلب. من الحاجات اللي كانت بتقطع القلب برضو لما كنا ننزل عشان جاي لنا زياره، وتلاقي يعني دي كانت اكتر حاجه بتكسر الرجاله بقى، العيل تبص تلاقي نازلين زياره، فطفل صغير مثلا عنده 6-7 سنين بيشد ابوه من البنطلون، يلا بابا بقى روح معانا، يلا بقى بابا، الولد خايف من شكل ابوه، لان احنا ما يعني ما عندناش بقى مكان حلاق او نحلق وبتاع، فبدات دقوننا تطلع وشعرنا يطول، فشكلنا بقى شبه المتشردين او الارهابيين بمعنى اصح. وتلاقي الطفل الصغير مثلا، دي بقى بكتني، دي بقى انا عيطت بسببها، لقيت طفل صغير عنده 9 سنين كده ماسك في بنطلون ابوه لحظه الزياره، بيقول له يلا بابا نروح معانا كفايه كده بابا، هو يعني الولد فاهم انه ابوه مثلا هنا في شغل او بتاع، مش مفاهمين انه ده سجن وكده. وطبعا الاب ماسك نفسه بالعافيه عشان ما يبكيش قدام ابنه، والابن يبكي والام تبكي والدنيا تبقى مانعها لحظه الزياره، ان هي بتبقى دقيقه يبوسهم وياخد الكيس واللي فيه الزياره ويطلع عشان غيره ينزل يزور، وطابور واقف بره يوم الاثنين، ده كان بيبقى حوسه.
فتبص بقى تلاقي الراجل ماسك نفسه قوي وبتاع، حاضر يا حبيبي هاجي البيت قريب، وطبطب على ابنه وباسه وخد الدموع طبعا والبتاع محبوسه. ده بقى كان بيطلع الزنزانه ينفجر من العياط. كان بينا بقى ايه وما بين بعض ما بين الرجاله في جوه السجن، لما حد بقى يحصل له موقف زي كده الرجاله تحترم تماما احساسه ده، تحترم الدموع دي جدا، مفيش هزار مفيش هبل بتاع. اللي قاعد جنبه بيطبطب يقول يعني ايه شد حيلك، ايام سجن الرجاله ايام وترجع لهم، ربنا يرجعك بيهم بالسلامه، وياخد بايه بخاطر الراجل الكبير في السن اللي بيبكي بسبب اللي كان بيحرق دم الرجاله وبيخليهم يبكوا. لا السجن ولا التعذيب ولا الضرب ولا الاهانه ولا النوم على الارض ولا الجوع ولا اي حاجه. عيله اللي بره اللي تعالى معانا بقى يا بابا، ويشده من بنطلونه وكفايه كده وانت وحشتني، الكلام ده بيقطع القلب. العيل بيذل الاهل بيذل الراجل. فطبعا دي كانت بتبقى اكتر حاجه بتوجع. انا شفت المنظر ده انا بكيت، ما بالك بقى الراجل اللي هو ده ابنه بجد يعني. والله العظيم شفتها بعيني بكيت. فطبعا الواحد عدى عليه مواقف انسانيه جامده جدا، حاجه صعبه صعبه بمعنى الكلمه يعني. وطبعا الراجل مثلا احنا مشكلتنا ان احنا ممكن تقعد في التحقيق 3 سنين تحقيق. انا شفت ناس من ايام الثوره، انا كنت مسجون الكلام ده 2017، انا شفت ناس من 2011 لسه في تحقيق من ايام الثوره، ما اعرفش كان على ذمه القضيه. تحقيق 7 سنين وتحقيق 6 سنين طبعا ده في حد ذاته. تعرف بعد التحقيق ده في الاخر ممكن يطلع براءه ويبقى السجن 6 سنين ظلم ويبقى السجن 6 سنين ظلم ويبقى مستقبله ضاع واتبهدل وبقى نيله سودة وحياته راحت وكبر في السجن واحلى سنين عمره راحت، وفي الاخر طلع براءه. والله. فطبعا مهزله مهزله مصر، القضاء منظومه القضاء بمنظومه النيابه بالتحقيقات بمصلحه السجون، كل ده عايز يتلم كده وترمى في الزباله. منظومه غير ادميه وغير حيوانيه ومالهاش اي علاقه، نيله سودة يعني. تمام. طبعا يقول لك كنا شايفين مره عادل امام، طبعا لما دايما لما بيصوروا السجن يصوروا سرير ومش عارف ايش الكلام ده يا جماعه، الناس مرميه على الارض، تخزين بخزن السيسي بيخزن في بشر. وبعدين لما دخلت النهارده على فكره السنه الاولى لرحيل محمد مرسي الله يرحمه، لما دخلت لقيت فيه تكييفات في الزنزانه، تكييف في الزنزانه فيها تكييف شغال وفي زنزانه ما فيهاش تكييفات. فقلت لهم يا جماعه انتوا ما عندكوش سراير تناموا عليها وعندكم تكييف؟ قالوا لي عارف مين اللي مركب التكييف ده؟ قلت لهم مين؟ حسني مبارك؟ قالوا لي مرسي. لانه في ناس ماتت في السجن من كتر الحر ومن كتر الزحمه، وهو كان واحد من المساجين دي في يوم من الايام راح مركب تكييفات في زنزانات التخزين وفي زنزانات الاقسام بتاعت مصر كلها. فدي حاجة تتحسب له، تتحسب لميزان حسنات، ان كل نسمة هواء بتخش على 90 نفر دول بتبقى عارف انت اللي هو روحك بتتردلك. ففي تكييف كان شغال وفي تكييفات، اللي كان العيال بقى بتخبي المخدرات والتليفونات في التكييف فكسروه فبدأ التكييف ما يشتغلش. طبعا ما فيش صيانة للكلام ده، فكان بيبقى في تكييفات ساعات تبقى شغالة وساعات لا. فالتكييف اللي باظ يخزنوا فيه التليفونات، السمارت فون يكلموا بيه اهاليهم بالليل ياجروه، لانه برضو الساعه كانت مش عارف ب 20 جنيه ولا ايه، وتاخد تكلم اهلك ساعه في التليفون اخواتك، ولو جه صوت ولا بتاع ولا حاول الضابط يدخل او حد بيفتح الباب التليفون ده لازم يستخبى. فكان في شغلانه اسمها سرداب. يعني ايه سرداب؟ كان في شاب، والشاب ده لا هو شاذ ولا هو بتاع، لا دي شغلته كده حرفيا. في شغلانه اسمها سرداب، التليفونات والمخدرات تستخبى فين يا معلم؟ بتتحط في كاندم او بتتحط في استك كده بلاستيك، حاجه كيس بلاستيك كده، وتتربط كويس جدا ويدخلها من فتحه الشرج بتاعته يخبيها في معدته. لان لو الظابط جه وحد قال له مثلا في تليفون، جه اخباريا ان في تليفون في الزنزانه دي، فبيطلع الظابط ينكت كل شنطه والتكييفات وبتاع ويفضي الزنزانه دي ويقلب الدنيا عشان يطلع التليفون. لدرجه انه مره اخذ النبطشي سلخ وضرب الواد، رجع علينا ظهره ومتشرح كده علشان يقول له التليفون اللي في الزنزانه دي فين، والواد ما قالش. فكان شغله اللي اسمه سرداب ده بيحطه، او هو نفسه بيقعد على الارض بيقلع البنطلون، والله بتكلم بجد، وهو بنفسه بيحط في فتحه الشرج بتاعته تليفون سمارت فون. انا شفت واحد حاطط وحياة رب الكعبه
2 تليفون سمارت فون وكيس قد كده مليان مخدرات بقى اللي هو بيبيعوها جوه السجن وبيشربوها اللي هو اللي هي الحبوب دي اللي هي ترامادول والاستروكس والبرشام والكلام ده كله. فبالليل بقى يشربوا العيال الصغيره بقى اللي هم ال 16 و17 بقى اللي جايين مخدرات وبتاع. انا كل اللي كنت مسكون معاهم كلهم تما من ارض اللواء. فكان في كميه شباب بقى بايظ من ارض اللواء اللي هم بتوع المخدرات والكلام ده كله، فكله بقى بالليل يبرشم وبتاع مش عارف ايه. الناس دي ما كانتش بتاكل بس اهم حاجه عندها تبرشم طبعا ربنا يحفظنا. فبيخبوا المخدرات فين بحيث مهما الضابط فتش ما يلاقيهاش في الخلفيه في المؤخره بتاعه الشخص ده اللي شغلته اسمه سرداب. انا عرفت النظام ده ازاي. كنت قاعد مره مع النبطشي في العيال بتهزر وبتاع، فواحد بيقول لهم ايه، والله يا جماعه احنا عايزين نعلم الاستاذ وائل يبقى سرداب. فقلت لهم ابقى سرداب ازاي، ايه سرداب ده وبتاع، فقالوا لي لا خلاص ما تشغلش بالك. فلما رحت بقى الفرشه بتاعتي سالت قلت لهم يا جدعان ايه سرداب دي، فواحد بقى شرح لي بيقول لك هو بيدخل التليفونات وبيدخل المخدرات في فتحه الشرج بتاعته ويسيبها ويفضل قاعد كده، ولما يحب يعوزها يمد ايده يجيب ده، ويعني شغلانه دي شغلانه، وده مش شاز ولا حاجه، لا ده هي دي شغلته اسمه سرداب والله ما بهزر. فلقيت شغلانات عجيبه في السجن فاهم ازاي. ده بقى بياخد فلوس كتير جدا عشان يخبي التليفونات دي وعلشان خاطر يخبي المخدرات دي ويطلعها بالليل بعد الزنزانه ما تقفل وتبدا الناس تكلم اهاليها وتبدا هتقولي طب انت دلوقتي سيحت عنهم، لا اطمنوا كل الناس اللي كنت معاها بخ خلاص اللي افرجوا عنه كلموني واتصلوا بيا ودخلوا لي على الصفحه وحاجات كده يعني، لانه ده كان تخزيني يعني. وكنا من سنتين او ثلاثه احنا في 2020 بس، فطبعا شفنا ايام عجيبه وحاجات غريبه بتحصل. فانا كنت قاعد يصحى ابدا يومي بالطابور ده اللي هو جوه الزنزانه يعدنا وتننا قاعدين. كان في بقى واحد مهم بقى، شخصيه مهمه معانا، ده كان بيخرج ساعه الطابور يجي يندهوا على اسمه يخرج يفضل قاعد بره مع المامور في الهواء وبتاع، وبعدين يرجع لنا الساعة 8 وقت المغرب معاه اكل ومعاه تورات ومعاه بيجي له بقى حد بقى غني جدا وما بتفهمش كان مجلس شعب ده ولا واصل ولا رجل اعمال ولا ايه. ده الوحيد اللي كان يخرج بقى طول النهار يلعب بره ويقعد مع المأمور ويستعمل حمام الضباط وياخد شاور وبتاع مش عارف ايه. ده باشا بقى، ده بقى كان اكبر باشا في البتاع. ولما يجي الساعة 8 جايب كمية اكل وتورات وحلويات للبتاع كلها كل يوم على كده، ما كانش يقضي معانا ولا يوم، كان يجي على النوم بس ويفتحوا له تاني يوم الصبح ويخرج ويرجع وكده لغايه ما واحنا قاعدين مره جاله ترحيله عنده محكمه، ومن المحكمه كان على ذمه مش عارف كان عامل استئناف ولا ايه وطلع براءه من الاستئناف ما رجعش تاني. فده كان في ناس، كان فيها ناس اغنياء، الناس الاغنياء قوي دول كان بيخرجوا الصبح يخرجوا يعني يجي الضابط ياخده من الزنزانه ويرجعوا الساعة 8 قبل الشفت بتاعه او النبطشية بتاعته ما تخلص. فشفنا دي برضو، طب ليه الراجل ده بيخرج، طب ليه الراجل ده بينزل يتكلم مع الضباط، طب هو ممكن يكون هو اللي بيقول ان فوق في تليفونات، فالراجل يطلع يضرب النبطشي او يضرب اللي معاه تليفون ويفتشنا ويبهدلنا وبتاع. فكانت الدنيا ملخبطة في بعض ومش عارفين ايه اللي حصل. من المواقف برضو العجيبة جدا ان هو التواليت في يعني من الروتين اليومي بتاعي ان التواليت عبارة عن دايرة كده في الكورنر بتاع الخرم في الارض مش يعني، وجنبه حنفية ده بقى الناس 90 واحد يستحموا منها والحفرة دي 90 واحد يعملوا فيها وبهدلة طبعا. وحواليها ايه يعني الشباب جوه قافلين بحبل كده وحاطين عليه فطين عشان اللي يخش يقعد او يستعمل حمام او ده الحمام يبقى ايه مستور. فانا قعدت اول 13 يوم مش عارف استعمل البتاع ده، رحت طالب النبطشي لما جه الضابط يفتش علينا قلت انا عايز المأمور لو سمحت، فقال لي في خير، قلت له اصل انا عايز اطلب السفاره الامريكيه. فرحت نازل بقى، راح قال لي طب تعالى، راح منزلني للمأمور، فبصيت لقيت المأمور لطيف جدا جدا في سجن اوسيم وبيقول لي ايه يا وائل عايز السفاره الامريكيه ليه؟ ما كانش بيتريق كان بيتكلم بجد. ولطيف جدا، انت ناقصك ايه؟ ايه اللي انت محتاج السفاره الامريكيه تعمله لك وانا اعمله لك؟ قلت له يا فندم انا مش قادر اخش الحمام ده، انا ما بعرفش استعمل الخرم اللي فوق او الحمام العربي والكلام ده كله، فانا هطلب السفاره الامريكيه تنقلني سجن يكون فيه حمام فرنجي زي بتاع مثلا اللي هي سجن المطار او اسم العجوزه، وانا مش هعرف استعمل. انا بقيت 13 يوم
ما دخلتش الحمام، ولانك ما بتاكلش اصلا غير ميه وسجاير، فانت ما فيش اي حاجه اصلا تطلعها. ففعلا قال لي هو ده كل اللي انت عايزه، حمام بس كده يا سيدي، خلوه يستعمل حمام الضباط. قلت له حضرتك كان بيجي؟ قال لي اه. وبعد كده اي ضابط نبطش يجي لي اقول له المامور قال لي انزل استعمل حمام الضباط اللي هو حمام فرنجي. والله العظيم ما بهزر، وده حصل معايا. فكنت انا المسجون الوحيد في التسعين نفر، المساجين كانت بتغل مني كده، مش كل يوم يعني، يعني اقول كل يومين او يوم ويوم يجي الضابط يفتش علينا، فاقول له استاذن حركة ادخل الحمام بس. كنتش باكل اصلا تمام. وكوني اطلع من الزنزانه واقعد في حمام مقفول عليا لوحدي، وقعده بتاع الضباط حمام ونضيف، وقعده تواليت وبتاع مش عارف ايه، دي كانت بالنسبه لي فسحه ان انت هتسيب الزنزانه وبتاع. فكانوا المساجين خايفين ان انا انزل اقول على اللي بشوفه بيحصل في الزنزانه، فبقى انا اللي هو ايه يعني اللي بسيح لهم. وانا طبعا كنت بنزل بلا انا اطلع اقول لهم، اقول للضباط على ايه ولا ايه يا عم، تولع الزنزانه باللي فيها، انا مش في دماغي اصلا، انا عايز انزل اخش الحمام واقعد مع نفسي شويه. طبعا حاطين حديد على حمام الضباط برضو عشان ما حدش يقول له عايز الحمام زي الافلام ويهرب وبتاع، ولو اتاخرت مثلا خمس دقايق او سهيت او مثلا اللي هو يخبط عليا الامين الشرطه يتاكد ان انا في الحمام، فرد عليه فيقول انا بتاكد بطمن عليك. هو طبعا هيتاكد ان انا ما هربتش يعني، بس ههرب ازاي وانتم حاطين اصلا حديد على الشباك، وانا اصلا عندي 3 شهور عدى منهم شهر وفاضل لي شهرين وامشي اصلا والحكم يخلص والقضيه تخلص، فمش محتاج اهرب اساسا. وبعدين انا مستمتع جدا ان انا قاعد في حضن المصريين وفي حضن الرجاله وفي حضن الشباب وفي حضن القعده بتاعه الهزار والضحك اللي انا مثلا مفتقدها يمكن من ثانوي، ما انا مسافر مهاجر من زمان جدا من وانا عيل. فاللمه بتاعت المصريين واللمه بتاعت الرجاله والضحك والصلاه سوا والقعده واللقمه مع الرجاله وتعدي على دقيقه ما فيش ميه مره، فكلنا في وضع واحد، الدقيقه دي بتقرب الناس من بعض، غير ان انتوا اصلا متنفرين فانتوا اصلا متلزقين في بعض. فطبعا عملت صداقات كتير جدا، علمت ناس انجليزي، قعدنا نغني ساعات، شربت معاهم الشاي اللي مسرطن، عملت حاجات كتير يعني. كانت كنت سعيد جدا، كنت بشكر ربنا ان انا مسجون في مصر، لان انا لو كنت متحوط اللمه دي بحد مثلا ببلد غريب او بتاع، ما كنتش هبقى زي ما انا مع المصريين وضحك وهق وكركل، وتبص تلاقي اتنين ضربوا بعض، وبعدين واحد عمل زي ما تقول حفله سمر بقى، وبداوا يغنوا ويرقصوا اغاني عجيبه وتقعد تسمع. فانا كنت كمخرج قاعد بقى اصور كل ده بعناية واسجله في دماغي واشوف بقى حياه المساجين. انا كان نفسي لو دخلت السجن في القضيه دي ادخل 3 شهور، وربنا فعلا عطاني 3 شهور اللي انا كنت، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان انا لو كنت خدت 3 شهور ويوم كنت مت اساسا يعني. فقعدت ال 30 يوم بالمنظر دوت في الزنزانه مع المصريين، ده في سجن المصريين في سجن اوسيم، لغايه ما حصلت حادثه هي كانت السبب في اني اترحل من سجن اوسيم او سجن المصريين لسجن الاجانب في القناطر اللي ما فيهوش ولا مصري، كله اجانب. ايه ده، هو احنا عندنا سجن في مصر للاجانب؟ ايوه عندنا سجن في مصر. بصوا يا جماعه، القناطر ده مجمع سجون، في سجن النساء وسجن السياسي وسجن الاجانب، فانا انضف سجنين في مصر اللي هو سجن الاجانب، ده كان مسجون فيه انس الفقي وزير الاعلام السابق، والسجن طور المزرعه اللي كان فيه حسني مبارك بقى وصفوت شريف والناس دول بقى. دي بقى مش سجون، دي منتجعات سعادتك يعني. سجن الاجانب ده كان ناقص له بسين ونبقى في الهيلتون، وده هقول لكم عليه في الحلقه اللي جايه، وهقول لكم ايه اللي حصل خلاني اتنقل من سجن لسجن، وعديت على ايه في النص. كانوا 30 يوم عجيبه جدا، وفي نفس الوقت شفت حاجات وشفت وظائف وشغلانات عجيبه عمري ما كنت اتخيلها ولا اسمع عنها في الدنيا دي. شفت طريقة حياة وتعليم، وازاي الشعر البيضاء او الراجل الكبير ده له احترامه، ازاي الصغير يخدم على الكبير ويرعيه، ازاي ظباط مالهمش اي علاقة باللي جوه الزنزانة، والزنزانة دي بلد لوحدها ومقفول عليها ما فيش حد يقدر يهوب منها. شفت حاجات غريبة جدا وقاسية جدا، زي مثلا الموضوع بتاع الزيارات والاطفال والابهات والرجالة اللي بتبكي والكلام ده. ربنا يفك اسرهم جميعا وسجنهم ويطلعهم بالسلامة ويردهم لاهلهم. طبعا كانت معظم الموضوع بالنسبة لي فيه نوع من انواع الكوميديا السوداء، اللي هو واحد جاي عشان قاتل خمسة، واحد قاعد جنبه جاي عشان كان بيغني والاغنية فيها رقاصة، فالدولة قررت تسجنه. فطبعا كانت اللي هو يالا سخرية القدر وبتاع.
بس. فدي كانت الحلقه الرابعه، والحلقه الجايه هقول لكم ايه اللي حصل خلاني ينقلوني في 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 ترحيله خاصه على سجن الاجانب، وفي نفس الوقت هقول لكم بقى الفرق ما بين سجن المصريين وسجن الاجانب. اشوفكم في الحلقه اللي جايه، الحلقه الخامسه، ووائل الصديقي. سلام. اهلا بيكم في الحلقه الخامسه من 100 يوم في السجن. الايام، كل اللي انا قلته في السلسله دي يا جماعه حصل فعلا، وانا شاهد عليه. كان نفسي اعمله فيلم، وان شاء الله هعمله فيلم كامل في يوم من الايام لما ربنا يقدرني. الحلقه الخامسه، كنت حكيت لكم في الحلقه الرابعه عن وظيفه السرداب، اللي هو الشخص اللي بيخبي كل حاجه في مؤخرته ده، وده شغلانه، ده شغلانه في السجن ومهمه جدا، وبياخد عليها اجر كبير كمان. فمره من المرات واحد من الشباب دول كان بيربط، مثلا تعرف كميه المخدرات الموجوده في السجون كتير جدا، فطبعا بيبقى عامل كيس بلاستيك كده ربطه جامد قوي، وفي مثلا 200 300 حبايه رامادول، 200 300 حبايه ستروكس، 200 300 مخدرات. ففجاه اخويا مره واحنا قاعدين، واحد من العيال دول بدانا لقيناه وشه بيصفر وبدا يغمى عليه وقطع النفس. اتاري المخدرات اللي حاططها في مؤخرته دي في معدته، الكيس اتفتح وبدات تدوب تدوب تدوب، فجاله اوفر دوز. تعرف يعني ايه 200 حبايه رامادول ينفجروا في بطنك؟ بتموت في الحال. والزنزانه كلها عملتها على روحها، بص معانا قتيل، وكلنا عارفين مات ليه، ومحدش فينا يقدر يتكلم، لدرجه ان نبطشي قال بصوا يا جماعه احنا هنقول ان هو كان قاعد في وسطينا، والله العظيم ده حصل بجد، وفجاه اغمى عليه لوحده وتوفى، ما نعرفش ايه اللي حصل. راجل قطع النفس، مش هزار، وشه اصفر، مخدرات انفجرت. حلو الكلام. لولا ستر ربنا كان معانا محجوز دكتور في قضيه، ما اعرفش كانت اموال عامه ولا ايه، طبيب، راح شايله، شلنا الراجل ده وجرينا بيه على الحمام اللي هو الخرم الصغير ده وبتاع مش عارف ايه وبتاع، وقعد يحط ايده في بقه عشان يرجع، ودخل ايده، الدكتور دخل ايده في الشرج بتاعه وطلع الكيس، لقى الكيس مفتوح فعلا والحبوب، وقعدوا يعملوا وشه بميه ويعملوا له اسعافات ويديله تنفس صناعي، لغايه ما الراجل بدا يفوق فعلا، كان هيموت مننا حرفيا. ودي في حد ذاتها كانت الزنزانه مش هتتقدر، كانت الزنزانه دي هتتفرم، هتتفرم لو الراجل ده مات بسبب ان معاه مخدرات حاططها في الشرج بتاعه مخبيها، والناس التانية عارفين، وكنا ممكن كلنا ناخد مثلا شروع في قتل، او كلنا، لان محدش بلغ، فكلنا نروح في 60 داهية بسبب واحد مات بالطريقة دي. فطبعا حاجة في منتهى الخطورة اللي هم بيعملوه في السجن ده، وتبص تلاقيه ايه. المهم ان هو بقى نفس الشخص ده، والله العظيم لما فاق قعدنا 6 ساعات كلنا بنموت، وبره مش حاسين بحاجه في السجن اوسيم ده، كميه مخدرات. المهم بقى راح جاي ايه، نبص يعني بعد ما الدكتور فوقه وبتاعه، والله العظيم اول ما فاق وبتاعه بقى كويس كده وفردت فيه الروح وبدا يتكلم وبتاع، والله العظيم قام رابط كيس ثاني جديد كويس وراح حاطه ثاني في المؤخره بتاعته برضه، يعني مفيش فايده. فطبعا ممكن يعرض حياته للخطر عشان حبه مخدرات ولا حبه رامادول، طبعا عبط وهبل ما بعده هبل وبتاع. ففي يوم من الايام فجاه الساعه 2 بالليل حسينا بحركه جامده في السجن، ولقينا المأمور الساعه 2 بالليل، ولقينا المأمور موجود. فاللي سمعناه طبعا جوه لا بيخش لنا جرايد ولا بيخش لنا بتاع، فاللي سمعناه من الشاويش او اللي هو امين الشرطه انه في كمين شرطه اتضرب في اوسيم، وجالهم تفتيش كمين شرطه اتضرب في اوسيم، يعني حادث ارهابي، حد هجم على كمين شرطه وقتل ضابط وقتل مش عارف ايه في ارهاب يعني في اوسيم، ده اللي احنا سمعناه، والحقيقه ايه الله اعلم. فجالنا تفتيش من مساعد اول وزير الداخليه على السجن تقريبا الساعه 1 بالليل، اصل المأمور ده عمره ما يجي الساعه 1 بالليل الا للشديد القوي. ورئيس المباحث ما ينفعش يجي، رئيس مباحث السجن ما ينفعش يجي الساعه، الراجل شغلته الصبح بيقفل مكتبه ويروح يعني موظف يعني. فطبعا بصيت لقيت فجأة جالي ترحيلة لوحدي. فاللي سمعته ايه بقى من امين الترحيلات، انه في كمين اتضرب في اوسيم، فجالهم تفتيش، فتقريبا شاف الباسبور الامريكي ولا معرفش ايه، فقال له انت عندك اجانب هنا ولا لا؟ قال له ده الراجل بتاع سيب ايدي، قال له يطلع له ترحيلة فورا على سجن الاجانب، احنا مش ناقصين مصايب، لو السجن اتضرب وكلهم ماتوا
مش مهم بس كلهم مصريين، انما الامريكي ده لو مات ده انا هتشال فيها، فما يطلع له ترحيله دلوقتي وخلصونا منه ويروح سجن الاجانب. انا بقى قعدت قبليها مثلا ب 15 يوم، اللي هو انت عارف السجن الدقيقه فيه بساعه، اللي هو انت قاعد، والله ما بهزر، تقعد قاعد كده تمام. فبعد اسبوع من القعده دي تمام، تبص في النتيجه، تبص تلاقي ان عدى يومين بس مش اسبوع ولا حاجه، انت حاسس ان انت اليوم ب 100 سنه في السجن، فاليوم ما بيعديش تمام. فانا جالي اكتئاب وجالي اللي هو الحبسه وحشه قوي، متضايق جدا جدا جدا. فالتزمت، انا قلت بص والله، قلت والله العظيم انا مش هدعي ربنا، والله قلت ما هدعي ربنا، انا قلت ربنا عارف اللي انا عايزه اكتر ما انا اعرف اقوله، ربنا حاسس بالعباد. قد ايه انا اتظلمت، قد ايه انا ما اذيتش حد. انا كنت بغني الاغنيه، ما اتعرضتش اصلا في مصر، الاغنيه نزلت على اليوتيوب بس، كاتب عليها للكبار فقط، عملت شغلي كمخرج كويس، وانا لا بتاع دعاره ولا لي علاقه. وبعدين حتى البنت اللي قاعد يقولك عندها 13 قضيه اداب، اللي هي بتاعت سلمى الفولي والكلام ده كله، يعني هو قال لك ولا تقربوا الصلاه وسكت، كان المفروض يكمل الايه، كان المفروض يقول هي عندها 13 قضيه اداب وطلعت منهم كلهم براءه، لانه سلمى اصلا كانت ريكلام. سلمى اصلا من البنات الفتاحه، عارف الفتاحه اللي هي بتقعد في الكازينو، صاحب الكازينو بيأجرها عشان تشغل الزباين، فيجي يقعد معاها فتطلب اغلى حاجات في المنيو وتتعشى وتاكل وتشرب، وبعدين تستأذنه اللي هي يعني داخله الحمام وتاخد 10% من ثمن الفاتوره وتروح، يعني لو ثمن القعده 10000 جنيه لازم الزبون يدفعها، هي ليها 1000 جنيه تقبضهم وتروح، دي شغلتها ريكلام فتاح، حلو الكلام. فهي كل ما كان يخش ظابط مش لاقي مثلا حاجه يعملها في الاداب، يقوم لمم البنات دي كلها من جامعه الدول وتنه طالع بيها، ودي في حد ذاتها دول يعني هما بينقوا البنات الغلابه قوي يشتغلوا الشغلانه اللي هي بتاعت ريكلام دي. فهي طبعا جايه من الصعيد وبتاع. المهم ان كل قضايا الاداب اللي اتعملت لها كان بيفرج عنها تاني يوم من سرايا النيابه، فاحنا لا احنا اصلا بتوع دعاره، ولا انا اصلا كنت اعرف اصلا عنها كل ده، وقريته زي الناس كلها في الجرايد اصلا يعني. فلما عرفت اصلا هي معاها شهادات براءه، واخده براءه في كل القضايا دي، وعمرها ما اتسجنت غير في سيب ايدي، يعني شوف كل يوم ظابط يعدي عليها يقول لها انت تاني اركبي ويعمل لها قضيه، فطبعا ويكتب بقى انها اتقبض عليها في اوضه نوم ونازله بالملايه، فيجي تاني يوم طبعا قدام النيابه، تاني يوم بتبات ليله في الاسم وترحل على النيابه تاني يوم، فيفرج عنها بضمان محل اقامتها، يفرج عنها بضمان البطاقه الشخصيه، يفرج عنها بضمان اي حاجه. ليه؟ تتقبض عليكي فين؟ اتقبض عليها في كافيتيريا كذا كذا. طبعا الكلام ده غير الحقيقه اللي كاتبه، الكلام ده غير اللي مكتوب في، ولابسه ومتشيكه وبتاع وبايته في الاسم، واضح ان هي ما كانتش نازله بملايه ولا نيله يعني، فاهم؟ فكلام غير مطابق للمحضر. فبص تلاقي ايه، النيابه يفرج عنها بس بيتسجل في ملفها قضيه، بتبقى براءه ما راحتش حتى محكمه، لكن بيتسجل في ملفها ان هي سوابق اداب. فاللي طلع حاول يشهر بسلمى الفولي ويقول دي مسجله اداب، مسجله اداب بس هي واخده براءه في كل، وانا شفت شهادات البراءه بنفسي، وتطلع الداخليه تكدبني لو انا كداب، وتورينا كده ان هي خدت اي حكم غير سيب ايدي طبعا. بس فهي فعلا يعني، فاحنا اصلا لا بتقعد عاره ولا الكلام ده كله، ولا مش عارف اصلا الهبد بقى والتخيلات بتاعه المذيعين والتخيلات بتاعه الصحفيين والتخيلات بتاعه الناس والكلام ده كله، وانا مش بدافع عنها، انا بقول بقى دلوقتي الحقيقه. الست دي مسجله اداب؟ مسجله اداب لانها كانت بتشتغل ريكلام، والريكلام كوني اجيب ريكلام او انا ما اعرفش اصلا انها ريكلام، انا واحد صاحبي جابها لي اللي هو ظهر معانا في الكليب ده ثانيتين، ده نفسه اخد 3 شهور سجن و3 شهور مراقبه، اللي هو جه مسكني في نص الكليب من هنا، ده بيقول الحته اللي هي كان فيها لا 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 سيبوه، لا لا كمان في حد مسك، ده كان بيصوت في المحكمه بيقول لهم انا لا غنيت ولا رقصت ولا عملت حاجه، انا طلعت 3 ثواني امسكه من كتفه، انا اتسجن ليه؟ اخذ 3 شهور سجن و3 شهور مراقبه، وحسني مبارك طلع براءه الله يرحمه بقى، ده القضاء بتاعنا. فاحنا كنا في مصيبه سودة، واخد بالك ازاي؟ بس فحصل الضرب بتاع الكمين ده، فقال لهم مساعد اول الوزير لما جه يفتش علينا نخلص منه، ابعتوا سجن الاجانب مش ناقصين قرف، لا يموت عندنا تبقى مصيبه. وفعلا بصيت لقيت ترحيله مخصوص جايه لي علشان وائل تعالى انت رحت على حاجه اسمها اللي هو السجن العجوزه، قعدت فيه ليلتين على ما جالي اعتماد بسجن الاجانب، ودخلت فعلا اترحلت على سجن الاجانب. اول ما وصلت سجن الاجانب ده حرفيا كاني روحت البيت، الزنزانه فيها سته، فيها حمام مبني بشاور بميه ساقعه وسخنه، فيها تلفزيون، فيها بلاي ستيشن، كلهم روس، رئيس مباحث لطيف جدا،
شاويشيه وجماعه اللي هم ماسكين السجن يعني، غلابه في القليوبيه قوي، حاجه كده يعني تحس ان انت روحت فعلا، كنت في قبر. فانا طلعت ازاي بقى؟ انا ايه اللي انا طلعني؟ انا قلت مش هدعي، ربنا عارف انا عايز ايه، انا هلتزم الصلاه على رسول الله. وبدات اقول الجزء الثاني من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، الاف المرات وانا بشاور على الزنزانه الحديد دي. اقسم برب العزه ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي اللي فتحت الباب الحديد اللي قد كده وخرجتني منه، وكان مثلا مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني لما اتضرب كمين فجه المساعد لا شاف الباسبور قام قال لك يتنقل، واتنقلت عشان اخرج من الزنزانه اللي هو سجن المصريين او سجن الاوسيم وسجن الموت، سجن اللي هو بص احنا كنا بنموت حرفيا، يعني منتهى اللا أدمية. أقسم بالله لو حطيت 90 كلب من غير أكل وديت لهم رغيف عيش حاف والله لا يموتوا، ما بالك بشر بطل. فطبعا اتبهدلت بهدلة مش طبيعية، فهكلمكم في الحلقة اللي جاية اللي هي الحلقة السادسة عن دخولي سجن الأجانب والفرق الفظيع ما بين السجنين، والحرفيا كان ناقص بسين ونبقى في الشيراتون، ونبقى كانوا بيفتحوا لنا من 7 الصبح ل 4 نطلع نتمشى، وعندنا ملاعب وعندنا كنيسه وعندنا مسجد وعندنا صلاه جمعه، واحنا في سجن المصير ما كناش بنشوف الشمس ولا عارفين الساعه بره كام ولا الدنيا ايه. فطبعا هشوف اقول اشوفكم الحلقه اللي جايه واحكي لكم عن دخولي سجن الاجانب. قعدت فيه شهرين، فاول شهر كان في سجن المصريين كانوا اسود ايام، اسود 30 يوم في حياتي، وال 60 يوم التانيين كانوا حرفيا حاجه عجيبه جدا جدا، عشان تعرفوا ان السجون في مصر مستويات. فكان من حظي ان انا معايا جنسيه امريكيه فحطوني في سجن الاجانب. اشوفكم في الحلقه اللي جايه واحكي لكم ازاي استقبلوني في سجن الاجانب في سجن القناطر، وايه اللي حصل لي في السكه، والفرق ما بين سجن الاجانب وسجن المصريين في بلد المصريين. شكرا، واشوفكم في الحلقه اللي جايه من 100 يوم في السجن. وائل الصديق. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه السادسه من 100 يوم في السجن، وانا اسف على التاخير علشان كنت لسه بكمل العزال بتاعي، والحمد لله خلصت الترحيله مع ام ايمن. انتوا عارفين، انتوا اخر مره كنا اتكلمنا في الحلقه الخامسه عن ان حصل حادث ارهابي او ما اعرفش ايه اللي حصل في اوسيم خلاهم ينقلوني من السجن المصريين لسجن الاجانب، فطلعت ترحيله خاصه عباره عن بوكس ضابط وامين شرطه، وكان معايا واحده من اسم العجوزه اسمها ام ايمن، هي كمان مترحله، ربنا يكفي السامعين الشر. كانت واخده تابيده من احد تجار المخدرات في ارض اللواء، وكانت واخده تابيده وكنا مترحلين، انا على سجن الاجانب في القناطر وهي على سجن النساء برضو في القناطر، لان زي ما قلت لكم قبل كده انه مجمع سجون القناطر ده في مجمع كبير للسجون، في سجن النساء وسجن الاجانب وسجن السياسي وحاجات كتير. فطلعت فعلا بيت يومين في اسم العجوزه، وبعدين اترحلت على انا وام ايمن في بوكس ما بين العجوزه وما بين القناطر، حاجه بتاعه ساعه ونص بالبوكس، وكانوا لازم يطلعوا لي بطاقه، كانوا عايزين يعملوا لي رقم قومي باي تمن. ف من غير ما اعرف لقيت البوكس وقف في الدقي، في مش عارف اسمه الشهر العقاري ولا المدني ده اللي هو اللي بيطلعوا فيه الارقام القوميه، وطوابير بقى وناس واقفه كتير وحكايه، يعني الناس بتعرف اللي بيطلع رقم قومي ده بالطوابير يعني واقفه بالمئات واقفين، وانا بقى بالكلبشات، ودخل معايا الضابط، الضابط نزلني وقف قدام الاسم، دخل الاول ظبط الكلام الظاهر قال لهم انا معايا مسجون ولازم نطلع له بطاقه، ما كانش فيه اي اثبات ان انا مصري، فعارفين من خلال كمبيوترات الداخليه ان انا مصري، بس ما فيش عايزين يطبعوا بطاقه ولازم بصمات، معهمش الفيش والتشبيه بتاعي. فعارف الفيلم بتاع عريس في جهه امنيه وعايزين يطلعوا له بطاقه باي وقت باي طريقه، وفعلا دخلت طبعا انا ما بقفش في طابور، انا مسجون ومعايا ظابط يعني اللي هو متكلبش وبتاع، وبعدين دقني كبيره كده وشعري طلع، والله شعري اللي ما بيطلعش طلع في السجن يعني. فيعني الصوره انا اول ما وصلت سجن القناطر صوروني صوره، اتمنى الداخليه تنشر الصوره دي، شكلي فظيع فعلا فيها.
المهم فنفسي كان نفسي احتفظ بيها يعني. عفريت، عارفين الاشكيف بتاع شريهان بتاع زمان. المهم فشكلي عجيب قوي، فطالع من البوكس تمام، وقفوا قدام السجل المدني ده ولا وريفر، ورحت واقف قدام البوكس وراح واقف البوكس قدام السجل المدني، ورحنا داخلين وبتاع مش عارف، والناس كلها بتشبه بقى، اللي قاعدين كلهم اولا متغاظين ان في واحد جاي دخل بس علشان مسجون وكلبشات. فجاء حظي في واحده ست اللي هي بتبصمني، فما اعرفش ليه دخلت لقيتها خايفه يعني، يا ست مش عارفه انا مسجون في ايه. المهم انا جاي ظابط وكلبشات وحراسه وبتاع ومترحل، وعايزين يطلعوا له رقم قومي ضروري. ايه حكايه الرقم القومي ده وكانوا عايزين يطلعوه ليه؟ انا مش عارف، انا مخبي الرقم القومي بتاعي عشان مش عايز اثبت ان انا مصري علشان ما اتعاملش مصري، ومع ذلك اتعاملت مصري تمام. فهم مصممين قبل ما يرحلوني سجن القناطر او سجن الاجانب يطلعوا لي الرقم القومي ده. وبعدين رحت داخل فعلا، فالست يا عيني انت عارف انا متكلبش، الكلبشات في ايدي فعلا، وبياخدوا بصماتي تعرف، بتقعد بتصورك الاول رقم قومي، بتصورك وبعدين بتاكد يعني بتعيد عليك البيانات، وبعدين بتاخد بصماتك الفيش والتشبيه بتاعك، وبعدين بتبصمك وبتديك الرقم بيتطبع كده وبتاع وتديهولك. فكان في واحد مكانه فقالوا له لا استنى انت، كان مستني بقى من امبارح هو فاهم في الطوابير بتاعت السجل المدني. رحت انا داخل قاعد على طول وبتاع، وقاعد عامل كده للست. الست لقيتها مرعوبة والله العظيم، لقيتها يعني الست ايديها بتترعش وهي قاعدة، للظاهر اول مرة تتعرض ان هي مسجون وكلبشات وظابط، معرفش الظابط دخل قال لهم ايه. فالست حست ان انا مثلا باكل بشر او حاجة زي كده، فتفهمش ايه اللي حصل. تبص تلاقي الولية مرعوبة اللي هي بتاعت السجل المدني. المهم فانا حبيت ازود الرعب ده بصراحة يعني هي صعبت عليا، فانا قلت طب اكمل عليها بقى تمام. فهي ست ايه عملت شغلها وبتاع وصورتني ومش عارف ايه، وبعدين بقى جايه تمسك ايدي، انا ساكت ما قلتش ولا كلمه، قاعد اعمل لها كده، جايه بقى تمسك صوابع عشان تبصمني، عارف انت بتاخد الصبع بتقعد تعمله كده وكده 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 وبتاع بايديها علشان تاخد كل البصمات يعني بصمه صبع بكل الطريقه بكل في كل الجوانب يعني. فجت تمسك صبعي، رحت واخد شهاده صبعي منها وقايل لها ايه، اخيرا مصر هيبقى معاها الفيش والتشبيه بتاعي. الولية شخت على رقها والله حرفيا الولية فعلا ترعبت اللي هو عارف انا تقمست، عارف هانيبال، عارف كان في فيلم اللي هو صمت الحملان او سايلنس اوف ذا لامبس، اللي هو عارف كان دكتور ليكتر ده اللي هو بياكل بشر فعلا، وبيتكلم بهدوء رهيب وبتاع، وبيركز في عينين اللي بيخش جواك عارف معرفش ليه الشخصيه دي لبستني انتوني هوبكنز. فطبعا فيلم واخد اوسكار يعني، مش عارف ليه شخصيه لبستني، فرحت عامل كده في السجل المدني. فالولايه اترعبت، المهم خدنا البطاقه مسخره. وبعدين الايه الضابط اختفى فمين معاه في الترحيله؟ ام ايمن. ام ايمن افيش انا وهي في الايه في البوكس قاعدين ورا، ومعايا ايه امين شرطه. فام ايمن واخد بالك ازاي، دي ست زي السكر، اولا موزه جدا يعني، ست ملفوفه كده ولابسه اسود متجسد على جسمها، فموز عارف انت اللي هو عود البطل فاهم ازاي، ومش كبيره في السن، حاجه بتاعت 38 40 حاجه كده تمام. فقلت لها ان انت قاعدين بقى في البوكس بنحكي وبتاع، فقلت لها تعرفي ان انا معجب بيكي ام ايمن اكبر تاجره مخدرات في ارض اللواء، كنت بترحل معاها على على سجن القناطر، وده الكلام ده حصل في البوكس بتاع الداخليه في الترحيله بجد. انت اموره على فكره، انت حلوه، وانا قلت لها بقول لك ايه، انا عارفك من اول ما ركبت البت اللي كانت معاك في الكليب، كانت معايا في اسم انا، وفعلا سلمى كانت معايا في اسم العجوزه يعني، وكانت قاعده جنبي دايما، وكانت ساكته كده على طول، وعلى طول تعيط وبتاع مش عارف ايه، فخلي بالك ان انا ماليش في الشمال. قلت لها ولا انا ليا في الشمال يعني، انا ممكن اتجوزك دلوقتي على فكره، وما عنديش اي مانع، انا ما طلبتش حاجه غلط يعني، انا بطلب يعني، انا بقول لك انت اموره وانا معجب بيكي، مش عايز اي نوع من انواع الحاجات الشمال، وانا مش بتاع شمال يعني، انا قصدي نتجوز وكده وبتاع. وقالت لي ازاي ده انا واخده تأبيده؟ قلت لها اعتقد على ما شفنا في الافلام انه احنا ممكن نتجوز وابقى انا في سجن وانت في سجن، مفيش لقاءات ولا معاشره جنسيه ولا بتاع، لكن هتبقي مراتي تمام.
فتحبي اقول لامين الشرطه يجيب لنا المأذون؟ الوليه بتقول لي انت بتتكلم بجد؟ وبعدين زي ما تقول يعني عجلها حاله ارتباك، والله العظيم ده حصل بجد. فطبعا قالت لي على العموم انا جوزي بعد اللي عمله معايا في القضيه السوداء دي، انا اول ما هخرج هطلقه، او هطلقه وهقدم على الطلاق وانا في السجن عادي، انا مش عايز اكمل معاه واخلص العده ونتجوز. فرحت قايل لامين الشرطه يا حضره الامين لو سمحت هات لنا بقى مأذون وكوبايتين شربات عشان انا وام ايمن هنتجوز. والله العظيم ده حصل ما كانش. قال لي ايوه صح، واعمل لكم فرح بقى وامشي لكم في الدخله ومش عارف ايه. قلت له هو مش المفروض ان احنا من حقنا نتجوز؟ قال لي لا طبعا الكلام ده في الافلام، ده على حد كلام امين الشرطه والله اعلم بالحقيقه. طبعا قوانين المساجين او حقوق المساجين انا ما اعرفش عنها حاجه. المهم فهو ده اللي حصل طبعا. فكانت ست زي السكر، فبتفتح بقى ايه الامين تدور كده الداره، فبتفتح بقى قالت لي خد كلم اهلك. راح مطلعها من شنطتها موبايل، وهي بتفتح شنطه ايديها اللي هي شنطه معاها شنطه كده بقجه كده فيها حاجات وبتاع، بصيت لقيت شاور جيل، لقيت ليفه، لقيت مشط، لقيت النظيف نظيف حتى في اي حته، حتى في عربيه الترحيلات، حتى في السجن. الست معاها الهايجين كير بتاعها اللي هي عارف اللي هي البرودكتس او المنتجات بتاعه النظافه الشخصيه معاها في اي حته، معاها شاور جيل، معاها ليفه، معاها مش عارف حاجات، واخد بالك، معاها برفاناتها، معاها حاجاتها، والله ما بهزر، ورايحه السجن النظيف نظيف. فتتح احلام يا مؤيد، مش ما تفتكرش ان هي حاجه اي كلام، لا 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 لا، هانم داخله السجن، والله ما بهزر، هانم داخله السجن. بس طبعا فقالت لي خد كلم اهلك. فمين شافنا واحنا بنتكلم في التليفونات انا بكلم اهلي، وبعدين هي كلمت اهلها امين الشرطه، فسكت، فضل ساكت لغايه دي قضيه ان يتمسك معاك تليفون، دي قضيه. فراحت ايه مخبيها في صدرها ليه اللي حصل الاول، ان احنا اتشافنا، خلصنا المكالمات، حطت لها التليفون شكرتها. راح جاي الضابط بقى من مطرح مكان ما اعرفش كان فين، كل ده بقى لنا ساعه واقفين او اكتر قدام السجل المدني في الدقي. قام جاي الامين قايل بقى ان كان الباشا كان بيتكلم في التليفون وهو معاه تليفون، فراح قال لي بقى بصوا انتوا الاثنين كده الضابط، يا هنزلكوا دلوقتي يا افرم بيكوا الارض، يا التليفون ده هيطلع اللي معاكوا انتوا الاثنين. قلت له يا باشا والله فتشني انا ما معيش حاجه، وانا ما كنتش بتكلم في التليفون، والامين ده كذاب، انا كنت عايز اتجوز ام ايمن بصراحه. انت هتشتغلني يا لا، فين التليفون؟ مش عارف ايه، بقول لك يا ام ايمن طلع التليفون. قلت له يا باشا ما انت ممكن تعمل لنا بيه قضيه. قال لها لو طلعتي التليفون يا ام ايمن واديتهوني كسرته قدامك دلوقتي مش هعمل لك قضيه. قالت له كلمه شرف يا باشا؟ قال لها كلمه شرف. راحت مطلعه من عبها التاني، مش اللي حطت فيه التليفون، لا تليفون قديم مش شغال رخيص من اللي هو بتاع، وراحت عطيه للباشا. قام الباشا متنرفز وادي ام التليفون ورماه في الارض وداس عليه بجسمه وفرفته، وراحت غمزالي كده اتاريها شايله تليفون احتياطي، تليفون لما تتمسك تسلم اللي هو تليفون بايظ ما بيشتغلش بيفتح كده ده تمام، وتليفون تاني سمارت شغال معاها زي الفل بتتكلم معاه. ربنا يفك السجن كام وايمن يا رب، ورب بجد اشوفك تاني لان اتحطيت معاكي في موقف عمري ما هنساه. وطبعا وين احنا داخلين بقى مسافه بقى وبلاد تشيلنا وبلاد تحطنا القناطر القليوبيه بقى بعيد قوي، وبعدين راحت جايه وصلنا على الـ السجن مجمع السجون، فبتعدي الاول على سجن النساء، فنزلت ام ايمن سلموها جوه، الضابط غاب بقى على ما سلمها وفتشوها وبتاع، وبعدين دخل بيا على سجن الاجانب جوه. السجن بقى اللي كنا بنشوفه اللي هو الباب بتاعه قرش كده، وفي باب صغير الباب بتاعه عامل كده وحاجه كده زي القلعه من بره اللي هو الطوب بتاعها عامل زي اللي كنا بنشوفه في افلام فريد شوقي زمان وهو طالع من السجن، وتلاقيهم جايين يستقبلوه بره قدام الباب، اهو الباب الصغير بيتفتح في باب كبير. انا بقى لما جيت الباب الكبير ده نفسه اتفتح عشان البوكس يخش جوه وانا لوحدي فيه، ونزلت فجاه دكتور ظابط يستلمني وحطوني كده. اول ما بتخش كده بتلاقي زي قفص، عارف فاصل القفص، قفص اللي هو بتاع الاوضه كده كبيره فيها مراتب قديمه وبتاع مش عارف ايه، عباره عن قفص وبتاع. قال لي اقلع كل هدومك تمام وتفضل، عطولي بدله السجن الزرقاء اول مره اشوفها بقى، معلهاش ارقام ولا حاجه ولا ورا الكلام ده، ما في الافلام بس ما فيش، هي بدله زرقاء وشيك جديده، ما حدش، هي مش شيك، هي معفنه بس هي جديده ما حدش لبسها قبل كده. يعني الداخلية بتديك بدلة سجن، معرفش هل عشان كنا في سجن الأجانب ولا هو النظام كده، أعتقد هو النظام كده، عطوني بدلة سجن جديدة
محدش لبسها قبل كده ومفروض تسلمها قبل ما تمشي، بس انا ما سلمتهاش. هقول لكم عملت بيها ايه بعد كده. المهم فاستلمت، قلعت كل هدومي ولبست البدلة وجيت دكتور علشان يكشف عليا يستلمني، فلقى سكار في صدري، عندي سكار في صدري وسكار في كتفي من زمان وانا صغير كنت بلعب فاتخبطت فخيطوني، فالسكار اللي هو يعني تشويه كده بسيط من التعويرة وبتاع جسمي بيعلم. فقال لي ايه ده؟ فقلت له ده وانا صغير اتخبطت في بوز الترابيزة وخدوا خياطة، بس مع السن ثابت علامة يعني وكبرت وبتاع مش عارف ايه، لان هو لو في جسمك تاتو في جسمك سكار ما بياخدكش ما بيقبلكش. سجن الاجانب ده يا جماعة لازم واسطة عشان تروح سجن الاجانب ده. بقول لك حاجة جميلة جدا يعني، كان ناقصه بسين ونبقى في الهيلتون. اولا كانوا بيفتحوا لنا من 7 الصبح، نخرج من 7 الصبح ل 4 العصر، عندنا ملاعب، عندنا جامع، عندنا كنيسة، عندنا كافيتيريا، عندنا مطبخ، عندنا حمام، عندنا تلفزيون، عندنا بلاي ستيشن، ان كل اللي موجودين اجانب السفارات عندهم كل يوم وقاعدين يلعبوا بلاي ستيشن. انت من حق المسجون انه يرفع عن نفسه، فالسفارات بتاعت الاجانب الاوكرانيين والروس والبتاع اللي ساكنين في السجن واخدين بقى 10 سنين 5 سنين 9 سنين تأبيدة، ممسوك مخدرات، سرقه اموال، اغتصاب، ذبح، مش عارف ايه الكلام، حد بقى صايع من روسيا واوكرانيا وبتاعه جاي صايع في مصر فاتقبض عليه وبتاع، فبتجيب له السفاره بتاعته البلاي ستيشن يلعب بيه. عندنا تلفزيون ما فيهوش غير صحيح النايل تي في، بس كان في تلفزيون، الاوضه فيها 6 بس، لطيف قوي 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 رئيس المباحث هناك، وفي نفس الوقت استقبلني وقال لي انا عارفك وعايزك تعمل الجزء، اما تطلع من هنا اعمل الجزء الثاني. قلت له عليا الاثنين وعملت فعلا سي بي دي 2 لما جيت امريكا. بس طبعا اول ما دخلت بقى اوضه الجماعه الروس، انا حطوني مع اوضه زنزانه 5 اللي هي كانت كلها روس وانا الوحيد اللي امريكي، وقال لي ما تكلمش معاهم عربي، ما اعرفش ليه. فدخلت كلمتهم كلهم انجليزي، لقيتهم بيردوا عليا، وبعد شوية يعني عرفت ان هما بيكلموا عربي وانا بتكلم عربي، فما عرفش ليه رئيس المباحث كان قال لي ما تتكلمش عربي. والسجن ده انا قعدت فيه شهرين، فحصلت مواقف كتيرة في السجن دوت عايز احكي لكم عليها في الحلقة الجاية ان شاء الله. ده بقى السجن اللي انا قضيت فيه شهرين اللي باقيين، وطلعت منه على تخشيبة الجيزة، وهحكي لكم برضو على تخشيبة الجيزة. حصلت مواقف غريبة وعجيبة في السجن دوت احكي لكم عليها في الحلقة اللي جاية، الحلقة 7. انتظروني. شكرا وائل الصديق. اهلا بيكم في الحلقة 7 من 100 يوم في السجن. سجن القناطر، سجن الاجانب، سجن الاجانب. طبعا احنا شفنا سجن المصريين وسجن الاجانب. ده بقى دخلت الزنزانة لقيت 6، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 سراير 3 و3 و3، هما السراير اللي هي فوق بعض دي، تمام. والاوضه واسعه فيها حمام مبني بجدار. لقيت حاجات غريبه. سجن المصريين كان في النبطشي، السجن الاجانب كان اسمه المصير، كل المسؤول عن زنزانه ده اللي هو رئيس جمهوريه الزنزانه، بس في سجن الاجانب كان روسي، فكان لطيف جدا وكان راجل طيب جدا، فكنا بنعمل اللي احنا عايزينه، مفيش بقى ايه البلطجه بتاعت النبطشي بتاع المصريين والكلام ده وبتاع. ففي سجن الاجانب بقى منتهى الاحترام. كنت عرفت طبعا انه كان مسجون فيه انس الفقي، عرفت انه من انضف سجون مصر. السجن ده فعلا فيه دكتور موجود كل يوم، فيه ممرضه، السجن ده فيه صيدليه، السجن ده بيفتش عليه الاجانب، مفيش الا انا مصري، كلهم اجانب. كل الجنسيات. لما دخلت لقيت فيه ايطالي مسجون، ولقيت فيه انجليزي مسجون، ولقيت الماني مسجون، كميه روس كبيره، والسواد الاعظم من الاثيوبيين والافارقه اللي كانوا في، سوريين كتير كمان واردنيين كمان. الجنسيه الوحيده اللي ما لقيتهاش، لدرجه ان كان في واحد من بنجلاديش وواحد من الفلبين، الجنسيه الوحيده اللي ما كانتش موجوده ان يكون في السجن ده حد اسرائيلي. كانش فيه ولا واحد اسرائيلي، كنا 2 امريكان، وكان فيه كل الجنسيات اللي تتخيلها ولا تتخيلها مسجونة معانا في السجن ده. وجماعة الاثيوبيين اللي كانوا مسجونين معايا، جه ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا بعديها بسنة وطلب من السيسي، لما قال له في نفس الاجتماع اللي قال له والله والله
هو الاجتماع ده طلب منه انه ياخد معاه ولاد بلده اللي مسجونين كلهم في السجن ويمشي. وفعلا السيسي افرج افراج عن كل الاثيوبيين اللي موجودين محجوزين في سجن الاجانب في مصر، وخدهم معاه في طيارته، رئيس الوزراء خدهم معاه في طيارته المساجين ورجع على اثيوبيا. الراجل ده لما خد نوبل للسلام على فكره ما خدهاش من فراغ، الراجل ده عمل كتير لبلده وهو المفروض ان هو عنده شعبيه جامده. المهم بغض النظر عن ابي احمد يعني. سجن الاجانب، فكنت مسكون مع الجماعه الروس. كان عندي طباخ اردني بالفلوس بتديله مبلغ كبير في الشهر علشان يطبخ لك. كان عندي واحد بينظف لي الاوضه وبيغسل الهدوم. ده كان ليه؟ دول مين؟ دول مين دول؟ دول مساجين تانيين. هو موجود في القضية ولازم في السجن ولازم عنده القضية تقريبا عشان يطلع لازم كفالة او يدفع حاجة معينة، فبيضطروا يشتغلوا جوه السجون بالفلوس بالاجر علشان خاطر يجمعوا الفلوس دي ويدوها لادارة السجون في مصر فتفرج عنهم، يعني يخرجهم على ما فهمت واقف على فلوس، فما عندهمش حد من اهاليهم في بلادهم يبعت لهم فلوس، وفي نفس الوقت سفاراتهم ما تدهمش فلوس، وفي نفس الوقت هم لازم يشتغلوا علشان. فكان عندي علشان يخرج، فكان عندي اللي كان بيطبخ لي طباخ اردني كان بيطبخ لي كل يوم. هو بقى يروح الكافتيريا يشوف عندهم فراخ، عندهم لحمه، عندهم مش عارف ايه. كان كيلو اللحمه كانت الفرخه ب 50 جنيه في الكافتيريا بتاعت السجن، وكانت اللحمه ب 20 جنيه كيلو، وكانت لحمه حمراء وكويسه، ما كانش فيها مثلا بيضه وشغط ودهنه وبتاع، لا كانت حمراء بجد، وتدوقها تلاقيها بيف طعمها فعلا لحم بقري يعني. تمام، فما كانش طبعا، عرفت بعد كده ان اللحمه والحاجات دي فيها بتيجي من رخيصه لانها بتيجي من السفارات مجانا، والسجن بيعمل سبوبه منها بيبيعها بالرخيص للمساجين يعني. فكنا كل يوم ناكل لحمه، كل يوم كان في اوقات بيجي سمك ويعمل لنا رز وسمك وبتاع، فكان دايما يعمل لي. هو كان شاب مسجون معايا اردني، فكان هو ناس كتير مشتركه عنده، فكان يعمل حلة الوائل وحلة الفلان وحلة العدنان وحلة ومش عارف لمين، ويقوم جاي موزع الاكل ده وقت الساعه 4 تخش بيه الزنزانه، فانت بتقول له من اول اليوم انت عايز تاكل ايه، وهو يطبخه لك، يروح يجيبه من الكافتيريا، وانت بتدفع له بالشهر. كان عندي حد بيغسل لي هدومي ويرتب لي السرير، ده كان سوداني كان سوداني. وانا كنتش بعمل اي حاجه الصبح غير اني الصبح اطلع في الملعب اجري شويه واقعد بقيه اليوم بالبوكسر، والله ما بهزر، اخد شمس، لان احنا كنا تحت الارض شهر كامل مع المصريين ما كناش بنشوف الشمس. فاتضح ان انا القناطر الخيريه دي اللي كنت بسمع عنها طول ما انا عيل اسكندراني عمري ما شفتها. فلما رحت بقى شمس القناطر دي والزرع بقى وفلاحين حاجه جميله جدا جدا يعني بقى، والشويشيه طيبين قوي بقى، مفيش رشوه، مفيش مش عارف ايه. السفارات كل يوم تلاقي هناك السفاره الامريكيه، السفاره مندوب يعني، مندوب السفاره جاي يطمن على الجاليه بتاعته المسجونه هنا، وبيجيبوا لهم اكل. الكنيسه كل يوم حد بيلم كل دول طبعا يعني المسلمين فيهم مثلا اقول 30% مسلمين اللي في السجن ده اجانب، اللي هم بر السوري والاردني وانا وبتاع، وفي بقيت بقى الروس والكلام ده كلهم مسيحيين. هم كانوا ملحدين، هم متدينين ولا نيله، بس علشان كانت الكنيسه بتيجي كل يوم حد تدي لهم صندوق كبير فيه اكل وكتونه وبتاع مش عارف ايه، فكانوا يروحوا يحضروا القداس او السيرفيس ويرجعوا شايلين الكراتين دي كلها من الكنيسه. فده كان كل يوم حد. احنا الجامعه ما كانش بيدينا حاجه بصراحه يعني، كان بيعدوا علينا بصندوق، يا ريت احنا نتبرع. فمرة قلت لواحد ما ينفعش، انا شكلي اجنبي وبتاع، ممكن اعمل، انا عايز كرتونة من دول يا معلم. قال لي اللي انت عايزه خده وبتاع، اللي هو كان شاب روسي معايا يعني. فطبعا كانوا المية ساقعة، ما فيش مية سخنة، فكانوا بيسخنوا المية ازاي؟ ولاد اللذينة بقى، يجيب جردل كبير قوي بلاستيك ويملاه مية عادي من الحنفية ساقعة، ويحط فيه سلكين كهرباء، خمس دقايق تبقى المايه دي بتغلي اللي في البتاع ده كله، تمام؟ وتاخده بقى تخش بيه الحمام وتقعد بقى تظبط نفسك ميه سخنه وساقعه وتشاور سته يعني. انت بتقول لهم يا جماعه حد عايز الحمام لمده ساعه، وتخش بقى تعيش مش بايقه. لما كنا 90 واحد في خرم قد كده، كنا اللي هو ايه، ما بتلحقش تخش تلاقي واحد بيخبط عليك، تخش تلاقي واحد بيخبط،
فطبعا ايه لا واخد راحتك. في اول شاور بقى خدته في سجن الاجانب ده حرفيا كاني خدته في البيت. وبعدين طلعت اتمشى بقى وبتاع ونمت، كنت عايز انام بقى، كنت عايز انام فرد جسمي اللي احنا كنا مع المصريين مسيفين على سيفنا. عايز اقول لك سرير كامل مقفول عليك بتلفزيون، مقفول عليك بستاير غامقه، وكان معاهم افلام سكس الشباب في الاوضه، وكان معاهم بلاي ستيشن، وكان معاهم كان معاهم خمره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده انت بقى بتهجص يا وائل. لا الروس اللي طلعوا خلاص روحوا بلادهم، اللي انا كنت مسجون معاهم كانوا بيستنوا بالليل لما يجي يروحوا يجيبوا من الكافتيريا اكياس الدقيق، دقيق ابيض تمام، 3 4 اكياس دقيق او رز او بطاطس او اي نشويات موجوده في الكافيتيريا، ويعملوا تقطير في الحمام بالليل. عمليه التقطير بتاعه الخمره، كانوا بيعملوا فودكا في السجن. العيال الروس اللي انا كنت مسجون معاهم انا شفت الموضوع ده بعينيا، وكانت حاجه غريبه جدا لان انا ما كنتش اتخيل ان ده ممكن يتعمل. فكان يجيب الدقيق يحط فيه سلكين الكهرباء اللي بنسخن بيهم الميه، فالدقيق يتحرق يطلع منه بتاع ده ريحه وبخار وبتاع، هو مغطيها بكيس نايلون او بكيس بلاستيك، الميه اللي بتطلع دي البخار اللي بيطلع دي هو فاتح عليه الدش من فوق ميه ساقعه، فبيحصل له تكثيف وتقطير. اللي بينزل في الجوانب ده هو بيستلقاه في جردل تاني اكبر من الجردل اللي فيه الدقيق، ويلم كل ده ويبيع الازازه اللي هي بتاعت الميه الصغيره دي مش عارف ب 200 جنيه ولا ب 300 جنيه. فقلت له انت بتتكلم بجد دي خمره؟ قال لي اه والله خمره وهوم ميد، يعني احنا في البيت في روسيا بنعملها كده. لما امي تحب تعمل فودكا، انت عارف الروس هم اساتذه الفودكا يعني عندهم الفودكا دي انهار هناك. لما كنت في روسيا ووريت لكم المناظر طبعا بتاعت الفودكا والكافيار في روسيا، فالولا بيعمل عمليه التقطير ابن اللذينه في الحمام بالليل باي حاجه، بطاطس، دقيق، رز، اي نشويات بيلاقيها في الكافتيريا بيعمل بيها فودكا. الفودكا بتعمل من كذا حاجه فعلا تمام. فعمليه التقطير دي وتشم ريحه حريق اللي هو فعلا البتاع، وطبعا واحد زميله واقف له على الباب يبص كده لو في حد جاي اللي هو يعمل لهم كده خلاص هوب، تلاقي الدنيا في ثانيه النور نور واحنا قاعدين وبتاع، وكان الحمام ما فيهوش حد. ولو كان حد جه فتش فتح الحمام ده عايز اقول لك كان زمانه لقى مصنع خمره، ويعبوا في ازايز ويبيعوا، يعبوا في ازايز ويبيعوا، ويعبوا في ازايز ويبيعوا. كنا داخلين على رمضان تمام، وانا ما بشربش فودكا بس كان لازم ادوقها. انا مش بفتخر، انا مش بفتخر، انا كنت عايز اعرف. انا اول مره طول عمرنا بنشوف الخمره الويسكي والفودكا والتكيلا ومش عارف ايه وبتاع، فقلت له لا 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 انا هاخد منك بتاع دي كده يعني مش شوت كمان، لا انا هدوقها بس. وفعلا طعمها دقيق وطعمها فودكا، الفودكا اللي هي فعلا عارفين الزبيبه، الزبيبه المصري اللي هي الزبيبه اللي هو المشروب بتاع شركه الكروم المعفن بتاع زمان ده، نفس الطعم بالظبط، طعمها صعب قوي طبعا، بس طعمها فودكا. فانا طبعا مش شربت لدرجه ان انا اسكر، لكن كان لازم ادوقها، كان لازم ادوق الاختراع اللي هم بيعملوه ده. انا شربت مع المصريين الشاي المسرطن ابو اللي مولعين الخابور اللي هو اكياس البلاستيك وبيحرقوا على ازازه بيبسي بلاستيك وجواها الشاي وبيقلب وبيشرب الكل. فانا كان جربت ده مش هجرب الفودكا. فدي حاجه غريبه برضو ان انت تلاقي ايه اردني بيشتغل طباخ، السوداني بيشتغل عشان الفلوس عشان يجمل الـ مش عارف، الروسي بيعمل فودكا وبيبيعها، مش عارف مين معاه مجلات سكس ولا مش لا افلام سكس وبيأجرها بالفلاشه، ما هم معاهم اللي هو البورتبل بلاي ستيشن اللي هو بلاي ستيشن، فده بيبقى فيه فلاش عليها افلام سكس وعليها ونزلوا عليها سي بي دي. لما حد قال لهم انا مين، حد من العرب مش عارف سوري ولا بتاع، انا ما قلتش تمام، نزلوا عليها. ورحمة امي كان السجن ده كله مشغل سيب ايدي الصبح. الحاجات دي قانونية عليها تصريح من ادارة السجون من السفارات بتاعتهم، فكان السجن كله بلاي ستيشن وكان عليه سيب ايدي شغالة ليل نهار، والناس بتقول احنا فاكرينك مليان وبتاع مش عارف ايه من الكليب وبتاع، تقول لهم هي الكاميرا علشان عدسة مقعرة بتطخن، انما انا كنت ماشي بالبوكسر فانا حرفيا هيكل يعني. وجاي من عند المصريين ما جالتش بقالي شهر، فطبعا كنت بموت يعني.
وحلاق تبقى عندهم حلاق، الحلاق سوري برضو جوه بقى، ما التعامل مش بالفلوس، كوبونات كده تسلم في اداره السجن الفلوس، يدولك كوبونات، الكوبونات دي تتعامل بيها ما بينك وما بين المساجين. فكان الكوبون بخمسة جنيه، فكانت الحلاقه بعشرين جنيه، برضو عاملين حلاق كده كان بيحلق عنده الشوشيه والظباط ورئيس المباحث وانا، وكان والدكتور اللي كان موجود دكتور ظابط طبعا تمام، وكان في صيدليه واحده ست صيدلانيه واقفه ممرضه والله، كانت بتساعد الطبيب اللي موجود. رحت كشفت على اسناني، رحت كشفت على دواء كنت باخد، الدواء بتاع المخ عطاني ما عطانيش طبعا، يعني هم خدوه مني وبداوا يدوني جرعه علشان ما بيعهوش جوه، الجرعه اليوميه فقط. انا في سجن المصريين كان معايا العلبه بتاعتي، لما وريتها لرئيس مباحث قلت له ده دواء المخ بتاعي وما اقدرش اتنازل عنه يعني تمام، هو مهدئ دواء بانيك اتاك يعني. بس طبعا انا بتعالج من البانيك اتاك وده معروفه من زمان يعني، الناس تقول لي يا ابني انت مجنون لازم تتعالج، والله العلاج ما جايب نتيجه، طيب اعمل ايه؟ المهم فخدوا مني العلاج وبقوا كل يوم الصبح اروح اخد الجرعه بتاعتي واجري الصبح شويه وبعدين اقعد. فجينا بقى انا قضيت رمضان وعيد ميلادي والعيد اللي بعد رمضان عيد الفطر كل ده في سجن الاجانب تمام. فيوم العيد الصبح ضابط المباحث هو كان مسيحي هو، فجالنا كنت انا نايم على قاعده كده على البتاع في الشمس بتشمس الصبح يوم العيد الصبح، وسجاره بقى انت عارف عيد الفطر وبتاع، وسجاره بقى وكوبايه شاي وبتاع، واللي هو وقاعد والله الذي لا اله الا هو بالبوكسر وبتشمس بمعنى كلمه، باخد من شمس القناطر بستمتع، باخد حمام شمس، باخد تان والله ما بهزر، قاعد باخد. بص انا كنت فين مع المصريين وبعدين ربنا نقلني فين، فبغمض عيني كده وبشرب السيجاره لقيت اللي بيخبط على كتفي، بصيت لقيت رئيس المباحث وانا باللباس تاني يعني لما رحت عند المصريين فلتشوني اللي هو رئيس المباحث والبوكسر، مش عارف ايه حكايه البوكسر ورؤساء المباحث معايا دايما يجولي وانا بالبوكسر ما اعرفش ليه. قال لي ايه اللي انت عامله ده، انت فاكر نفسك في مارينا؟ رحت انا اسف جدا يا فندم، ورحت طبعا قايم من مكاني وواقف للراجل، قال انا جاي علشان اعيد عليك. قلت له يا ربنا يخلي سعادتك انا متشكر جدا، اسمح لي لحظه اروح البس حاجه واجي. وفعلا دخلت لبست بنطلون وتيشيرت وجيت سلمت عليه وشكرته جدا، حد لطيف جدا، كان رئيس مباحث سجن الاجانب في القناطر، انا فاكر اسمه بس مش هقوله، تحيه مني ليه، انا عارف ان هو متابع الفيديوهات دي وشاف سيب ايدي اتنين، مع الاسف ما فيش ما بيني وما بينه اي تواصل شخصي دلوقتي، لكن الناس من واحد من الناس اللي ما تتنسيش. مره عملت مشكله جامده مع واحد روسي في السجن وخبطت الساعه 2 بالليل وصحيت السجن كله، كنا في رمضان وانا طالبه معايا ما فيش النور واقرا قران واعمل صلاه تراويح، والروسي طالبه معايا يطفي النور لان هو القانون او الصح او الرسمي تطفي النور كله، يطفي الزنازين كلها تطفي النور الساعه 12 وانا جت الساعه 2 ولسه عايزين نعمل بقى صلاه تراويح بقى وعايزين نصلي. واحدة قالت ازاي بتصلي ازاي تشرب خمرة؟ المهم ما هو البني ادم كده يا ابني، البني ادم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. المهم فانما انتوا عندكم ناس دايما انت متعودين على الناس اللي دايما تضحك عليك، يا اما اعمل لك شيخ على طول الخط يا اما اعمل لك هو شمال على طول الخط، ومفيش حد كده، لا في حد بيفضل طول عمره وحش ولا حد بيفضل طول عمره حلو. المهم احنا بشر فينا الخير والشر يعني. فاتخنقت خناقه جامده جدا لان الروسي مصمم ده بقى اللي هو المصير وبتاع اللي هو يعني ماسك الزنزانه ومصمم بقى ايه، وانا مش عارف اقرا قران في الضلمه، اقرا قران في الضلمه ازاي، وعايز اخلص الجزء وبالليل احلى وقت لان احنا الصبح بنلعب كوره وبنصلي وبتاع ومش عارف ايه، فبالليل في الزنزانه هتعمل ايه؟ لا مش عارف انا لا بتاع تلفزيون ولا بتاع، فبتقعد تقرا قران وبتاع وبسرك بعنيك فاهم، بس محتاج النور وده عايز يطفي. فاتخانقت وبتاع، فجيت تاني يوم بقى لي وقال انت زودتها قوي قوي، اللي هو رئيس المباحث بقى قال لي انت صحيت السجن كله، وهو صح ان هو الراجل يطفي النور الساعه 12 وما تشدش مع الاجانب كده لانه برضو احنا مش عايزين مشاكل، وانت فاضل لك كام يوم ومروح وحاجات كده وبتاع، فانا هعديها لك انت تضيف عندي وانا مش عايز اعمل لك لا محضر ولا بتاع، فيعني لو سمحت يعني انا بص رئيس مباحث بيكلمني ازاي، تعالى شوف رئيس مباحث بيتكلم في اسم العجوزه، بيتكلمش ببقه بيتكلم بس ما ضربنيش، انا كنت شفته بيطحن واحد قبل كده وانا داخل عليه لحظه الافراج عليا، ربنا يكفينا الشر يعني بجد، حد ممكن يبقى طيب جدا وحد شرير شر، ولا تقول لي اصيع صايع، لا 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 لا، وما شاء الله الله اكبر طول بعرض حاجه كده حيطه، ما تعرفش رئيس مباحث اسم العجوزه، ما تعرفش عنها حاجه.
فكانت ايام جميله قضيتها طبعا. هو سجن برضو انت محبوس يعني بالمقارنه، هما بيسيبونا نطلع في الملعب وبتاع، لغايه بقى جه يوم الافراج عني. يوم الافراج عني قبل ما الافراج عني قضيت شهر كمان الاول، فانت كده انا ليا 3 شهور سجن عند الحكومه. فانا اتسجنت شهر في سجن المصريين وشهر في سجن الاجانب، فايه كده عدت 2 المده خلاص، شهرين من الثلاثه. فمن حقي اقدم التماس للمحكمه علشان يفرجوا عني بقى، كفايه خلاص قضيت 2 المده وانا محتاج امشي. وفعلا قدمت التماس للمحكمه، المحامي بتاعي يعني قدم التماس للمحكمه وتحدد لي جلسه يقولوا يخرج افراج خلاص من هنا ولا يرجع يكمل مدته في السجن عادي، والمحكمه رفضت. ليه بقول لكم الموضوع ده؟ والله قلت للقاضي انا تعبت كفايه كده، انا عييت، انا مش صغير في السن على البهدله دي كلها، انا ما اذيتش حد، انا كل الموضوع كنت بغني وبستظرف، وكان سيب ايدي دي يعني اغنيه هبله كده ومونولوج كوميدي على الانترنت ليس اكثر، وانا متهم بنشر مقطع فاضح، الموضوع كبير قوي وكفايه بهدله بقى سياده القاضي، انا بهدلت يعني. ورفض، قالك لا هتكمل مدتك في السجن، وكملت مدتي في السجن. فطلعت من القاضي علشان استنى يجيلي ترحيله لسجن القناطر، ما كانش ينفع اروح لوحدي بقى المره دي، فكان لازم استنى كذا حد طالع سجن القناطر عشان، او رايح الناحيه دي رايح ناحيه القليوبيه علشان اطلع معاه في نفس الترحيله. فتخزنت في تخشبه الجيزه. تخشبه الجيزه ده افجر مكان ممكن تشوفه او تدخله في حياتك. تخشبه الجيزه اعتقد ان فيها شبه من سجن العقرب، انا ما اعرفش سجن العقرب انما بسمع عنه لانها كلها اوض تحت الارض. تخشبه الجيزه اوسخ واكفر وافجر مكان ممكن تشوفه في حياتك، وهقول لكم في الحلقه اللي جايه شفت ايه في تخشبه الجيزه. شكرا، واشوفكم في الحلقه الثامنه من 100 يوم في السجن. اهلا بيكم في الحلقه الثامنه من 100 يوم في السجن تخشبه الجيزه. فلما طلعت من عند القاضي اللي رفض ان انا اخرج بعد 3 المده، وصمم ان هو يسجنني الشهر الثالث وكمل الحكم لغايه اخر يوم، وانا ما قعدتش 90 يوم، انا قعدت 104 يوم في السجن من اول الاربع ايام بتوع سجن المطار، دول ما اتحسبوش، و10 ايام بعد الافراج عليا من سجن القناطر علشان يتأكدوا إذا كنت على ذمة قضايا أخرى ومطلوب في جنايات ولا في أي حاجة تانية قبل ما يسيبوني، ده غير العرض على أمن الدولة واللي شفته في أمن الدولة. فبعد ما طلعت من عند القاضي اللي رفض إني أطلع بعد 3 المدة، كان لازم أستنى عربية ترحيلات تيجي تاخدني، فتخزنت في تخشيبة الجيزة. فتخشيبة الجيزة دي لو لك حد هناك حاول تبعت له ميه ساقعه كتير، حاول تبعت له تلج، اديله ميه على قد ما تقدر، اديله اكل كويس. تخشبه الجيزه عباره عن زنازين تحت الارض، المفروض ان فيها تكييف، وفيها فعلا تكييف بس مش شغال، فالزنزانه لان ما بيخشهاش هوا عامله زي المقابر، قبور تحت الارض وكنا بنتخزن فيها، لدرجة ان انا ما كنتش قادر اتنفس، العدسة من كتر العرق ومن كتر التعب شبرت، مش شايف، النضارة مش شايف. بعد شوية بدأت روحي تتسحب، رحت قايم بقى، قعدت اخبط على الباب، فجايلي امين الشرطة بيسرع، ايه في ايه وبتاع، قلت له افتح يا بني ادم، اتفضل قدام الناس كلها، ادي 200 جنيه اهو ورقة ب 200، انا عايز اروح اوضه 5 حالا. انا كنت لما ترحلت زمان وجيت لها زمان رحت اوضه 5، كان فيها بشوات، كان فيها ناس قاعدين، كانت فوق الارض مش من اللي تحت الارض بتنزلها بثلاث اربع سلالم، كانت جنب الباب بتاع الشويشيه على طول، فدايما ايه شويش ترحيله امتى تقف تتكلم، كانت مفتوحه على اوض تانيه زنازين تانيه، فمعروف انك لو لا قدر الله دخلت تخشيبه الجيزه حاول تدفع او تتخزن يا اما اوضه 1 اللي هي معروفه ان هي بتاعت الاخوان، او اوضه 5 اللي هي معروفه اللي هي بتاعت ولاد الناس او البشوات، لان اي زنزانه تانية في تخشيبه الجيزه انت حرفيا قاعد في تواليت
او قبر مقفول عليك اربع حيطان تحت مستوى الارض وانت مش هتقدر تتنفس وهتتعب جدا في القعده دي. انا كنت حرفيا هموت مخنوق لان مفيش هواء وبدات انا افطس. بقول لك النضاره شبرت من كتر الحر تحت الارض والرطوبه والقرف ومفيش لا حمام ولا في نيله. الزنزانه عباره عن قبر حرفيا, انت محجوز انت. فانا كنت الاول لوحدي, دخلتها قعدت فيها لوحدي اول ما تربيع. بعديها بنص ساعه جت ترحيله ثانيه بقينا اربعه, بعد شويه بقينا 35. رحت بقى قايم مهبد على الباب. انت قلت لي دي بقى يعني تخشيبه الجيزه بقى ما فيهاش بقى ايه مصير او اللي هو اسمه نبطشي او بتاع, لان دي ناس بتقعد ساعه وتقوم, ناس بتقعد ساعتين وتقوم, ناس بتقعد ليله وتمشي, ناس ترحيلات جايه وايه ورايحه. محطه تحويلات يعني ما بين السجون والمحكمه, تمام. فدي اسوأ مكان ممكن تسمع عنه في حياتك. فلو عندك حد في تخشيبه الجيزه اديله اكل كتير وما تنساهوش. وبعدين يا جماعه وتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, مش كده؟ مش الايه صح كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. كلنا عارفين المسكين واليتيم. الاسير بقى ده اللي هو مش اسير الحرب بس, حضرتك في ناس جنب منك في الاسم اللي جنب منك وفي التخشيبه اللي جنب منك وفي السجن اللي جنب منك ما بيجي لهمش زيارات. ده اسير يا اما معهوش فلوس, ده لا حول له ولا قوه. فارجوكم ما تنسوهمش من الصدقات الاكل, الناس دي مش محتاجه اكتر من اكل. اكل يا جماعه ان شاء الله, حتى وخصوصا الاكل البيتي. ما تروحش تكلف نفسك وتجيب فراخ. يعني لو جبت مثلا من بره مثلا 20 30 سندوتش كبده واديتهم لامين الشرطه, اقول له ده للناس اللي ما بتزورش عند وقت الزياره. يعني خش الاول مثلا اسم العجوزه, السلام عليكم, الزياره الساعه كام؟ الزياره الساعه 8, شكرا. وتيجي الساعه 8, مساء الخير يا امين, اتفضل يا ريس, ادي حلاوتك والسندوتشات دي للناس اللي ما بتزورش. تطلع صدقه للاسير اللي جنبك في اسم العجوزه, اسم اول وثاني الهرم, اسم مثلا فيصل, اسم مش عارف ايه, باب شرقي في اسكندريه, اسم بحري, اسم المنتزه. اسم المنتزه من اسوأ الاسامي اللي ممكن تخشها في الجمهوريه, اسم فاجر ابن فجره, حاجة يعني منتهى الموت. فالحاجات اللي انا بقولها لكم دي يا جماعة ما تنسوهاش ان في ولاد بلدكو, اخواتكو وجرانكو وشباب وعيال وبنات وستات محجوزين جوه من محافظات مختلفة, وكمان اجانب, اللي فلسطيني واللي اردني واللي امريكي واللي مش عارف ايه واللي اصلا من اسكندرية زي ملهوش حد. انا لولا الرجالة اللي جوه كنت موت من الجوع, لان الحكومه ما بتوكلناش, الحكومه ما بتوكلش المساجين. فتخشيبه الجيزه دي كمان ان هي غير تحت الارض, لا في اكل ولا في شرب ولا في اي نيله. فلولا الرجاله اللي جوه ستاتهم ربنا يبارك لهم بيجيبوا لهم بالزياده, كان اللي زي ما لقاش ياكل في السجن. هتقولي واهلك كانوا فين؟ ربنا يسامحهم, محدش سال عليا ولا من اهلي ولا من صحابي غير واحد بس, وربنا يسامحهم ويهديهم ويغفر لهم, انا بحبهم. ولو حد منهم بيشوف الحلقات دي كتر خيرك. انا عيله امي كبيره قوي وعيله ابويا اكبر, ومحدش جالي خالص ولا بعت لي قرش ولا بعت لي سندوتش ولا حتى وصى عليا اذا اتعامل كويس. ستر ربنا احترامي في التعامل مع الناس سواء كان مساجين او ستاف داخليه, مع الباسبور الامريكي, مع ان انا اصلا جاي في اغنيه, هو ده اللي ساعدني ادخل واطلع من التجربه دي على خير. انا كان ممكن اموت لانه في ناس ماتت. مره صحينا في سجن القناطر لقينا واحد سوداني شانق نفسه, كان واخد تأبيده. ومره واحد مات مننا في سجن اوسيم, مش مات يعني, درجه حرارته ارتفعت جدا جدا جدا, وعلى ما استنى الدكتور بتاع الداخليه واداره السجون وعلى ما استنى الاسعاف, الراجل ده فعلا كان بيطلع في الروح. اعتقد انه مات اول ما وصل من كتر السخونيه, كان عنده حمى, كان عنده سخونيه, كان تعبان قوي قوي. معرفش بعد كده اللي حصل له, هل فعلا خف ولا توفى. قله الرعايه الطبيه الموجوده في كل الاماكن دي, في السجون اللي طبعا سجن الاجانب وسجن تورا دول سجون خاصه بتاعه البشوات, انما السجون المصريه وتخشيبه الجيزه واسم العجوزه واول تاني هرم والمنتزه, ما تنسوش ان في شباب جوه وعيال واطفال وستات محدش بيزورها من محافظات تانية ومن بلاد تانية,
واللي ليبي واللي غير ليبي واللي سوداني، أرجوكم ما تنساهمش من الصدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويا رب أكون بقول الآية صح، ما تنسوش الأسير اللي جنبكم، ما تنسوش. وفعلا دخلت أوضة خمسة بعد ما خليت الأمين، خدت له اديت له 200 جنيه عشان يطلعني من الأوضة اللي تحت الأرض يحطني في أوضة خمسة. أول ما دخلت خمسة، أوضة خمسة اللي فيها عارفيني، كنت عندهم قبل كده من شهرين أو من شهر، كل شوية كنت بنزل جلسات واستئناف فكانت كنت دايما بعدي على التخشيبة الفجرة، تخشيبة الجيزة الفجرة بنت الفجرة. نفسي المكان ده ربنا يطلع منه كل الناس وبعدين يتمسح من على وش الدنيا. المكان ده مكان فاجر وقاسي، قاسي دي كلمة حنينة قوي على تخشيبة الجيزة، مكان كافر، القبور احسن منها تخشيبة الجيزة دي، وضلمة ووحشة وريحتها وحشة وكئيبة. لا حول ولا قوة الا بالله. دي كانت اقصى الاماكن، اصعب الاماكن اللي سجنت فيها. امال اللي في العقرب بقى واللي في السجون الانفرادية بيحصل لهم ايه؟ الله يرحمهم اللي مات منهم، وربنا يديلهم طول العمر ويقويهم ويخرجهم بالسلامة اللي لسه عايشين منهم. لانه مش معنى ان انت مسجون ان انت تتعامل فيه كده، انت الحكم بانك تتاخد منك حريتك، مش تتاخد منك ادميتك، مش يتاخد منك اكلك، مش تتحرم من الزيارة، مش يتاخد منك شرفك وكرامتك وادميتك واحترامك لنفسك. احنا فاهمين السجون غلط في مصر. احنا السجن الحكم بتاع القاضي انه بالسجن اي انك تفقد حريتك مدة 3 شهور سنة سنتين تأبيدة، انما على الاقل من حقك على الدولة ان يوفروا لك مكان تنام فيه، يوفروا لك حمام تتشطف وتغتسل فيه، يوفروا لك تواليت تقعد عليه، يوفروا لك دواء، لان هتقعد عندهم تأبيدة من غير دواء، من غير علاج. البني ادم طبيعي في بيتهم بيعلى، امال في السجن اللي متضفرين ومتلحمين في بعض يحصل له ايه؟ فتخشيبه الجيزه دي كانت من اسوأ الاماكن اللي دخلتها في حياتي في الدنيا كلها. مقبره بمعنى الكلمه. وفعلا جت الترحيله ورجعت تاني على اسم القناطر بعد ما سبت تخشيبه الجيزه. وكملت الشهر بتاعي وحصل بقى ايه؟ اللي هو انا بقى كنت خلاص مش طايق. خلاص انا مش طايق. انا عايز اروح، مدتي وخلصت 90 يوم وعدوا 3 شهور. فكان المفروض يجي عربية ترحيلات تاخدني على اسم العجوزة عشان يتم الافراج عني. يوم الافراج عليا، طبعا انت قاعد مستني عارف التاريخ اللي هينقضي فيه 90 يوم، وهو ده فعلا بالقانون ملهمش عندك ساعة تقعد في السجن تاني، بالقانون ملهمش عندك ساعة زيادة لغاية معاد يوم افراج عنك. فجي يوم الافراج عني، معرفش اللي حصل ايه لعربيه الترحيلات، اما جاتش رحت طايح في سجن القناطر. رحت للمصير اللي هو الواد اللي ماسك، قلت له لو سمحت عايز ورقه وقلم، ورحت كاتب كده انه في يوم كذا كذا انا المسجون فلان الفلاني على ذمه قضيه رقم كذا 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 كذا، عايز اعمل محضر او عايز او او, أو المفروض ان هو كان يفرج عني في اليوم الفلاني الفلاني، ولم يتم الافراج عني، وانا بعمل الكلام ده اثبات حالة، وعايز اعمل محضر لمأمور السجن. ورحت واخد الورقة دي ولابس بدلة السجن وطالع لمساعد المأمور. اقسم برب الكعبة ده حصل في سجن القناطر. راح الراجل كده ماسك الورقة كده، مش عارف عقيد ولا عميد ولا ايه، قال لي 31 سنة في الداخلية أول مرة أشوف مسجون بيعمل محضر لمأمور السجن اللي هو فيه. أنت عارف إن أنا بالورقة دي ممكن ألبسك 6 سنين سجن وتقعد أنت زعلان على يوم؟ هتروح يا وائل. ما جاتش من يوم، عربية الترحيلات اللي كانت جاية تاخدك عجلة فرقعت وباظت أو معرفش عطلت أو إيه، وهتيجي بكرة واحدة تانية. وفعلا جت بكرة واحدة تانية، بيقول لي أنا أول مرة أشوف مسجون بيعمل محضر يعني لمدير السجن او مأمور السجن اللي هو فيه. قلت له واعمل محضر للسيسي، اقسم برب الكعبه الراجل عمل كده.
قلت له حقي ولا مش حقي، مدتي انقضت ولا مش انقضت، انا عايز اروح معالي الباشا، انا كفرت هنا، انا تعبت، انا عايز اغور من وشكم. قال لي انا هقطع المحضر ده وكانه ما اتعملش ولا تسجل ولا بتاع، وهو فعلا لا تسجل ولا بتاع، وقطع المحضر وقال لي اصبر يوم كمان، انا هدي لك كلمه رجاله ان انت هتمشي بكره. وفعلا جت تاني يوم، انا عشان يوم عملت محضر في مأمور السجن اللي انا فيه، عايز اطلع. انا كنت وصلت وبعدين زي ما قلت لكم انت عندك حريه التعبير عن الراي ورب الكعبه، قلت له كده واعمل محضر للسيسي، حقي ولا مش حقي، عايز اروح، انت ماسكني بايه؟ انا خلاص مدتي انتهت، الحكم اللي حكمه القضاء المصري انقضى، عايز امشي، سيبني امشي. قال لي مفيش كده، يا ريتها كانت الاجراءات كده، انت اجنبي لازم تعدي على امن الدوله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كده ايام غبره. وفعلا جات لي ترحيله خدتني على اسم العجوزه ابات ليلى علشان اتعرض تاني يوم على امن الدوله. واشوفكم في الحلقه اللي جايه اقول لكم ايه اللي حصل في اول واخر زياره ليا سوفار او حتى الان لجهاز امن الدوله في مصر. شكرا، واشوفكم في الحلقه اللي جايه من 100 يوم في السجن. اهلا بكم في الحلقه 9 من 100 يوم في السجن. فطار امن الدوله بعد ما خلصت مدتي، كان لازم الداخلية المصرية مش عارفين ان مثلا وائل هيطلع مثلا يوم 3 او يوم 4 مثلا في الشهر، فيدوروا قبليه يشوفوا كان في حاجة. لا 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 لا، دول بيستنوا الاول تخلص، هما فاضيين لك، انت تخلص الاول المدة اللي عليك وبعدين تترمي بقى في الاسم. اجراءات افراج، بس انا عشان كان اجنبي او عشان انا وائل الصديقي زي ما تقول، او معرفش كان متوصي عليا، انا كل ما اكلم حد يقول انت اصل انت متوصي عليك من فوق، ده انا السفير الامريكي بيقول لي متوصي عليك، قلت له من فوق فين؟ ده انت فوقيك ترامب متوصي من عليا. المهم فطبعا افرج عليا تاني يوم بعد ما اتخانقت مع مساعد المأمور علشان عايز امشي من سجن القناطر، وترحلت فعلا على اسم العجوزه، وطلعت لي ترحيله تاني يوم مخصوص انا لوحدي مع امين شرطه على عرض على امن الدوله، لان القانون المصري بيقول كل اجنبي بيطلع بيتعرض على امن الدوله بيشوفوا هل عايزينه على ذمه قضايا تانية ولا لا، وامن الدوله بعد كده بيدي لك جواب تطلع بيه للمامور، يا اما ايوه مطلوب فبيفضل في الاسم علشان يتنفذ عليك الاحكام التانية، او غير مطلوب فبيتم الافراج عليك ومحدش يقدر يفتح الجواب ده غير المامور نفسه يعني. وفعلا رحت بيت ليلى في اسم العجوزة في الزنزانة، وطلعت في الحجز يعني، وطلعت تاني يوم مقر امن الدولة اللي في 6 اكتوبر. فطبعا انا ماشي مع امين الشرطة في الشارع بالكلبشات، في ناس بتشبه عليك، في ناس شايفاك، في ناس عارفاك، انا مش فارقة معايا حاجة، انا كان نفسي حد يصورني في المنظر ده ويديني صورة للذكرى يعني. المهم ما معكش طبعا تليفونات بتاع، كله متاخد منك. فاللي بيحصل ان انت بتتعرض على امن الدولة وتتحول بعد كده على اسم الخليفة وبتترحل من مصر، انت اجنبي، انت اجنبي عملت مشكلة في مصر، اتسجنت، خلصت المدة، بتتعرض على امن الدولة مش عايزينك، بتترحل على اسم الخليفة لغاية ما يجي معاد طيارتك، طيارة رايحة بلدك ويكون عليها كرسي فاضي وانت تدفع ثمنه او دولتك تدفع ثمنه، وتطلع بالكلبشات ويسلموك تسليم اهالي من دولة لدولة، وممنوع من دخول مصر 5 سنين، وهو ده اللي انا كنت هعدي عليه، على اسم الخليفة وبعدين على امريكا، وممنوع من دخول مصر 5 سنين. فكان لازم ان انا اثبت في امن الدولة اني مصري عشان ده ما يحصلش معايا. فجه دور البطاقة، فاكرين لما قلت لكم وقفنا في الدقي طلعوا لي بطاقة مخصوص؟ طلعت البطاقة من جيبي لضابط أمن الدولة، بس قبل ما طلع البطاقة من جيبي لضابط أمن الدولة، تعالى أوريك استقبلوني إزاي في أمن الدولة اللي إحنا بنسمع عنه. إحنا بنسمع عن أمن الدولة ده في اللي كنت شفت، كان ماجد المصري وتامر حسني مش عارف فيلم الكرنك بتاع العظيم علي بدرخان، إن أمن الدولة دول شبيحة او بيقطعوا الناس ايام الثوره، بيقول لك لقينا مقبره
في مقر امن الدوله كانوا بيدفنوا فيها الجثث، كان فيها جثث. فاحنا طول عمر فكرتنا عن امن الدوله دول ان انا راح اتفرم النهارده اليوم اللي هموت فيه او هخش الجهاز ده مش هطلع منه تاني ابدا. فانا حرفيا رايح امن الدوله مرعوب، ده امن الدوله، تداخل مقر امن الدوله. اولا كل الضباط اسمهم محمد بيه، وما فيش ولا واحد مكتوب اسمه على مكتبه، وما فيش ولا واحد فيهم لابس رتب، كلهم لابسين قميص وبنطلون واولاد شباب صغيرين كده، يعني من مثلا من 30 ل 48 سنه سنهم كلهم، وكلهم اسمهم محمد بيه. حتى واحد منهم عنده صليب كده اسمه محمد بيه، هو كده، هو كده اسمهم محمد بيه كلهم. انا جه في ضابط عنده الملف بتاعي هتعرض عليه، فسمعت واحد بيتكلم جوه مش عارف ايه، بصيت لقيت الضابط قام قايم فارمه، فارمه الضابط قام فرم الواد. الواد ده بقى سعودي مش عارف، قال له انا عايز السفاره بتاعتي انت مش عارف ايه، كلمه ازاي، ورحمه امي الضابط قام. قلت يا مصيبتي السودة، لما انا مصري السعودي بيتضرب انا هيعملوا فيا ايه؟ هيعلقوني من رجلي وهيكهربوني في التوتة ولا انا هيتعمل فيا ايه لما السعودي بيتضرب في امن الدوله؟ مش عارف، سمعت مش عارف الولا الامين اللي كان معايا بيقول لي ممسوك برضه في قضيه دعاره وخلص المده بتاعته او هيفرجه، فبيتنطط على الضابط بيقول له السفاره، ما السفاره من الضابط قايم مش الفاطه، مش الفاطه، مش الفاط السعودي. انا بقول الكلام ده والكلام ده حصل قدام عيني. فانا حرفيا انت اصلا داخل خايف، شفت المنظر ده، فانا داخل باخد نفسي بالعافيه، جالي بانيك خلاص، اللي هو انا ما حدش بص، انا عديت على مجرمين وتخشيبه جيزه وسجن قناطر وسجن اوسيم وبلاوي وشفت، وسجن المطار وترحيلات، لا مجرم ولا ظابط ولا حد تعدى عليا، ونفسي اطلع من الموضوع ده بكرامتي علشان ما حدش يمد ايده عليا. فالظابط اللي جوه بيضرب جامد السعودي، انا هيحصل معايا ايه؟ الله الذي لا اله الا هو، ده حصل بالحرف. فداخل طلع بقى السعودي ده والبت اللي معاه ولا الله اعلم ايه اللي كانوا ممسوك فيه. فداخل بقى قال لي الامين، قال لي تعالى خش على نفس الظابط ده. فانا داخل ساكت، اسمك ايه؟ وائل. قال لي ازيك يا وائل؟ قلت له الحمد لله. قال لي اقعد. قلت له انا تمام، ربنا يخلي حضرتك. قال لي في ايه يا ابني، مالك خايف كده ليه؟ الضابط من نفسه والله العظيم ثلاثه ده حصل. انت فطرت؟ قلت له يا فندم انا مش عايز افطر، انا الساعه 8 الصبح جاي من السجن على هنا على طول، على من اسم العجوزه على هنا، وانا تحت امر حضرتك في التحقيق او في اي حاجه، انا ما اعرفش انا موجود هنا ليه، بس انا تحت امر معاليك في اي حاجه ومستعد يعني. قال لي لا 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 والله ما نبدا التحقيق غير لما تفطر. قلت يا مصيبتي اكيد ده سيم، وراح دايس على زرار جنبه وقال لي هات له فطار يا ابني، هات له كم علبه بسكوت على كوبايه شاي. انت عارف انا فاهم ان كل ده سيم ما بينهم، اللي هو شكل له بقى حبه اقلام على حبه شلاليت على ايه، هتفطر في امن الدوله، هتفطر في امن الدوله، ورب الكعبه ده حصل والله العظيم ثلاثه ده حصل. فبصيت لقيت الشاب كده صغير كده عنده حاجة وعشرين سنة جاي قميص وبنطلون برضو وماسك صينية فيها فعلا بسكوت وشاي، فقال لي اقعد افطر. قلت له حبيبي تكلم بجد؟ قال لي اقعد افطر على ما اخلص الورق اللي في ايدي، واقعد افطر ونتكلم مع بعض شوية وخلاص، انت مالك فيه ايه؟ قلت له افطر بجد؟ هو انا فين؟ انا في امن الدوله فعلا ولا في الشيراتون؟ يعني هو قلت له كده. قال لي على فكره انتوا كمخرجين وانتوا اللي بتفهموا الناس ان احنا بنضرب، وكنت عايز اقول له انا لسه شايفك بتقتل واحد دلوقتي وسعودي. قلت له انا لسه شايفك وانت بتقتله دلوقتي ضرب. فقال لي انتوا المخرجين اللي بيشوهوا سمعتنا، احنا ما يعني احنا مش وحشين ولا حاجه وبتاع، اقعد افطر وارتاح كده وبتاع وهنبدا التحقيق. وفعلا حلف ان ما هيبدا معايا التحقيق غير لما اكل واخلص كمان البسكوت والشاي اللي جابه. قمت قاعد فعلا والله العظيم ما بهزر قدام الضابط،
اكلت وبتاع وشربت الشاي ومش عارف ايه. قلت له متشكر يا فندم، ربنا يخلي حضرتك، متشكر جدا، تسلم ايدك، انا تحت امرك جاهز وبتاع. قال لي خلاص وانا كمان فاضي. وفعلا فبيقول لي ايه بقى حكايه الاغنيه دي؟ قلت له ولا حاجه، حبيت اتشهر، حبيت جبت موديل وجبت ما كل الاغاني فيها رقصات. اشمعنى انا فندم؟ انا ما اعرفش، انا ما عرضتش حاجه في مصر، انا عرضت على يوتيوب فقط، وما فيش اي قناه لا بعت لها ولا عرضت. كل القنوات اللي عرضت دي انا هنا مجني عليا، الناس دي خدت حاجات ليها حقوق ملكيه، حفظ حقوق ملكيه في الكونجرس الامريكي، عرضتها عندك في مصر بدون علمي وبدون اذني. انا هنا من حقي اقاضيهم، انا هنا مجني عليا مش جاني. هو ده اللي حصل في سيب ايدي، انا عرضتها على اليوتيوب بس، واليوتيوب ده شركه مفتوحه في سيليكون فالي في كاليفورنيا، والسلام عليكم ورحمه الله، وانا امريكي، والاغنيه تسجيل حقوق حفظ ملكيه امريكيه، والعرض مكتوب كده، اتفضل يا فندم، كان معايا الورقه ووريتها كمان للقاضي، ان مكتوب في حفظ حقوق الملكيه دولة العبد الولايات المتحدة الأمريكية، وليس لي أي علاقة بمصر غير أني اتولدت فيها، ما أعرفش ليه مصر عملت فيها كده. فجأة راح الضابط ده واقف على حيله وقال صباح الخير يا محمد بيه برضو. بس أنا قلت اللي ورايا ده بقى رئيس الجهاز، بقى رئيسه في الشغل، ما تفهمش بقى. لقيت حد كده طول بعرض ما شاء الله نازل لي بقى مخصوص، الظهر ده كان جاي عشان عايز يشوفني أو ما أعرفش فيه. فراح حاطط إيده على كتفي، قال لي كانت مستاهله وائل الاغنيه دي. قلت له والله يا فندم لو ترجع بيا الايام انا مش هعمل الاغنيه دي بصراحه، يعني لان انا لو اعرف اللي هيحصل لي كل ده بسبب اغنيه ملعون ابو الشهره على الاغنيه، انا يعني حتى الشهره لا جابت لي شغل ولا جابت لي نيله، فانا مش عايز يعني، انا ندمت بصراحه. انت بص لازم تمشي حالك، لازم تقول كل اللي عايزين يسمعوه الضباط دي بكلمه تخرج وبكلمه ما تشوفش النور، دول ضباط امن الدوله، مش عارف اسمهم الامن الوطني دلوقتي ولا ايه. فطبعا فطار امن الدوله ده ناس هتشير الفيديو ده يقول لك اهو محترمين وبتاع. ايوه كانوا محترمين معايا. هل فعلا عشان انا غلبان وجاي في اغنيه، ولا عشان اتعاملت باحترام، ولا عشان امريكي، ولا عشان ايه؟ انما انا فطرت شاي وبسكوت وقاعد، لا انا واقف ولا متقدر ولا بتاع، ومستني الضابط يخلص شغله وقاعد قدامه في المكتب. فراح جاي الراجل اللي هو محمد بيه الكبير بقى اللي هو البوس ده، جه قال له اكتب له الورقه، اقول له مش عايزينه على حاجه وسيبه يمشي. والله العظيم ثلاثه الظاهر ان الضابط بقى اللي كان ناوي يحقق معاك، كان ناوي بقى يحقق وبتاع. فجه بقى الضابط اللي هو الكبير ده اللي هو رئيسه، قال له ايه؟ ما تعملش حاجه خالص. فشفت ان الضابط الصغير ده اللي جاب لي البسكوت اتضايق، كان محضر لي حاجه، والله العظيم يعني حسيت على وشه، قال له تمام يا فندم تمام، الموضوع منتهي، قضي الامر. رحت طالع، قال لي خلاص وائل استنى بره شويه. دخل امين الشرطه اخذ الجواب، رجعنا على اسم العجوزه، وترميت في اسم العجوزه 10 ايام. على ما المامور فتح الجواب لقى مكتوب فيه غير مطلوب لدينا ولا مانع من الافراج عنه من جواب امن الدوله، قعد يوم ورا التاني. اخر 10 ايام دول انا فقدت فيهم الامل اني اشوف الشارع او اني اخرج تاني بالمرة، لان بكل بساطة انت مدتك خلصت، اتعرضت على امن الدولة، كل الاجراءات اللي كانت المفروض تتعمل اتعملت، ومحدش بيسأل، وممنوع خروجك. فعرفت في اللحظة دي واتأكدت تماما ان البلد دي لا بتاعت قانون ولا بتاعت ما تقعدش على ذمتهم ساعه بعد الافراج عليك، او ما مدتك ما تخلص، او الكلام ده كله، او ان اجراءات الافراج بتاخد يومين. انا قعدت اسبوع زياده او 8 ايام زياده فوق 90 يوم مستني الافراج عليا من اسم العجوزه، والتكدير، وفلوسي خلصت، وتعبت ومحدش بيجي لي، واتبهدلت، فانز بالعبيط عايزين اتصور معاك. ولما كنت في العجوزه محدش جالي، اهل كبيره، اهل ابوك واهل امك واصحابك وناس بالعبيط وبنات كنت اعرفها وستات وصبيان ورجاله ومشاهير والنجم الفلاني والنجم العلاني، صحراء انت لوحدك ومعارفك فلان باشا وعلان باشا وصاحبك مش عارف مين وصاحبك، وتعرف ضابط مباحث وقريبك مش عارف مين، بخ، هوى، ولا حاجة، ليس لك إلا الله. كل ده بسبب أغنية، لغاية ما مرة قال لي تعالى، خبط فين وائل؟
تعالى خلاص هيتم الافراج عنك. وقعد يكتب لي امين الشرطه او الراجل اللي هو راجل عجوز كده في اسم العجوزه، بيقول لي ايه البت اللي كانت معاك في الكليب طلعت لها جديك امها وهي ماشيه. وانا عمال من جوايا اقول اه يا سادي يا ابن الكلب، يعني مش كفايه البهدله اللي هي بهدلتها في الاسام وفي السجون وفي الترحيلات، كمان لما جت تفرج عليها طلعت. مين قال لك تطلع ديك امها؟ ليه اصلا تطلع عين امها؟ ليه؟ حرام عليك يا كافر يا ابني. طبعا كل ده قلت له لو منك يا كنت بهدلتها. وانا من جوايا بقول له تفوع اللي جابتك، لان انت ايه السديه دي؟ انت واحد مفروض وظيفتك تكتب اجراءات الافراج، تطلع ديك امها ليه ولا مش ديك امها؟ وطلعت لك وبيتفشخر انه بهدل سلمى الفولي. ايه الساديه اللي انتوا فيها دي؟ ايه الار ايه المناظر الوسخه اللي انتوا حاطينها في اسم العجوزه وفي التخليه وفي امناء الشرطه وفي السجون وفي ايه القرف ده؟ ايه العير ايه الفضيحه دي؟ بتعملوا كده ليه فينا وفي ولاد بلدكم؟ هو حكم القاضي انك تتحرم من حريتك، مش انك حتى اللي ملوش فيه هيهينك، واللي له فيه اللي له فيه واللي ملهوش فيه. اصلا ملكش اهانه لا ضرب ولا شتيمه من حد. شفت ناس ضربت وشفت ناس تعذبت وشفت ناس ظهرها اتقطع وشفت ناس ماتت وشفت ناس عيانه وشفت ناس محدش بيجي لها والجوع بينهش في لحمها، وشفت امناء شرطه عندهم بي ام دبليوز، عندهم مرسيدس امين شرطه من كتر الرشاوي عنده بي ام دبليو في اسم العجوزه. اقول اسمه ولا لا؟ مالك خفت ليه؟ المهم الفساد اللي في الداخلية وفي السجون وفي التخشيبات وفي الترحيلات والرشاوي والتعامل والقرف اللي شفته خلى فيه بيني طار وما بين النظام المصري الحالي اللي بيحكم. وهيجي اليوم اللي هرد فيه كرامتي من النظام المصري الحالي ده، بس في وقت معين وبطريقة معينة. أشوفكم في الحلقة الجاية، الحلقة الأخيرة من 100 يوم في السجن. أهلا بيكم في الحلقة 10 والأخيرة من 100 يوم في السجن. بعد ما اترميت في اسم العجوز 10 أيام وتم الافراج عني بعد عناء، وانا كنت قاعد مش عارف انا محبوس ليه، ومدتي خلصت وما عادش حد بيسأل، جات لي لحظة من الاحباط، حسيت ان انا اتنسيت وانها كانت غلطة كبيرة ان انا اجي من امريكا واحترم القضاء المصري واجي احاول اثبت براءتي، لان انا ما نشرتش حاجة في مصر، لان مصر بهدلتني جامد قوي. طالع من اسم العجوزة بعد الافراج عني زعلان من اهلي قوي، زعلان من مصر قوي، زعلان من الفانز قوي، زعلان من نفسي قوي علشان عملت في نفسي كده. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وانا احترمت القانون واحترمت القضاء، وقلت اول ما هيشوف ان انا ما عرضتش حاجه في مصر وهو ما عندهوش اي دليل ان انا عرضت حاجه في مصر، والتهمه بتاعتي كانت نشر مقطع فاضح، حتى لو كان مقطع فاضح ما هوش اغنيه ولا مونولوج ولا حاجه، حتى لو كان فيلم بورنو ونشرته في امريكا وانا مواطن امريكي وحقوق حفظ الملكيه امريكيه، تتهمني بنشر مقطع فاضح في الولايات المتحده؟ طب الولايات المتحده هي اللي حاسبني لو ده ضد القانون. انما مصر كل علاقتي بيها اني اتولدت فيها، انما انا ما نشرتش حاجه لا في تلفزيون مصري ولا في قنوات بير السلم اللي هي التت ومن نت والست والفت والمولد والكلام ده، ولا القنوات الرسميه اللي هي مثلا يعني القناة الأولى والنايل تي في ولا الكلام ده. أنا حطيتها على اليوتيوب بتاعي فقط، وأنا أمريكي والأغنية أمريكية والعرض أمريكي واليوتيوب أمريكي. كونكم بتستقبلوا أغاني على اليوتيوب سواء كانت وائل الصديقي ولا مايكل جاكسون ولا مادونا ولا أي حد بيغني في أمريكا، ما 50 سنت كل أغانيه على كده. لو مادونا نزلت هيقبضوا عليها ويحطوها في السجن؟ طبعا هيسجد لها ويقول لك جاية تدعم السياحة في مصر. وانا بجد اللي عملت افلام عن السياحة في مصر جابت لمصر سياح كتير محدش اتكلم عنها وبتتعرض في النايل تي في واسمي مشطوب من عليها. فانا طلعان زعلان قوي من بلدي وزعلان قوي من النظام وزعلان قوي من اهلي اللي نسيوني
وبتبدا بقى تفكر ان يا ما عملت مع فلان ومع علان ويا ما جبت من امريكا ويا ما اعطيت هدايا ويا ما ومحدش سال عليك بسندوتش وانت تحت ايديهم وانت جارهم وانت عندهم في العجوزه في القاهره ده انت موجود. لا حول ولا قوه الا بالله. فطلع زعلان قوي عشان اتصدم صدمه تانية اكبر من صدمه السجن لما بعد ما طلعت جيت اسافر لقيت نفسي محطوط على قوائم منع السفر. ما تقدرش تسيب الدوله غير لما الجهه السياديه اللي حطاك على المنع توافق انك تترفع فتوافق ان انت تسافر. فبقيت عامل زي القطه. عارفين في الدين عندنا في قصه واحده ست حبست قطه، لا هي وكلتها ولا سابتها تاكل من حشائش الارض، فالقطه ماتت فالست دخلت النار. حد عارف القصه دي؟ مصر عملت معايا كده. ممنوع من دخول الانتاج الاعلامي، ممنوع من العمل في مصر رغم ان مصري ده حقي، وممنوع كمان من الظهور في التلفزيون، وممنوع من السفر. فانت لا عارف تشتغل في بلدك ولا عارف ترجع امريكا تشتغل او اي دوله تخرج تروح تشتغل، ده غير تخرب بيتك في امريكا والله اعلم الضرايب عامله ايه وبتاع. وقعدت على الحال ده 8 شهور، 3 في السجن و8 في البيت، ممنوع من السفر وممنوع من العمل في او دخول الانتاج الاعلامي او الشغل في التلفزيون. 11 شهر بدون دخل لغايه ما اضطريت ادخل على اوليكس وابيع عفش بيتي كله عشان اكل. زعلان كنت من الفانز انه ما حدش سال عليا، وزعلان كنت كل ده عشان كنت بغني وجبت سلمى الفولي. ما كنتش اعرف ان تاريخها كله دعاره وهي واخده فيها اداب وعندها ملفات او اداب او وريفر. انا ما لا اتهم الست. النهارده بالمناسبه سلمى الفولي اصبحت محصنه، ام وزوجه ومحجبه، وانا بتشرف قوي بالست دي. الست دي محترمه قوي اكتر من ناس كتير قوي ماسكين مناصب في الدوله دي ما يعرفوش قيمه الاحترام، ومناصب كبيره كمان. سلمى الفولي اشرف من رجاله كتير واجدع من رجاله كتير ماسكين مناصب كبيره في الدوله دي، ما يعرفوش ريحه الشرف ولا امناء الشرطه ولا القرف اللي شفته. ما علينا. 8 شهور لغايه ما دخلت على اوليكس، كان عندي بيت كبير 6 اوض، فبعت عفش البيت كله اللي كنت جايبه باكتر من 250,000 جنيه، بعته ب 30,000 جنيه على اوليكس علشان اكل. وفضلت اروح على مجمع التحرير في الجوازات، ايام ما كانت الجوازات في مجمع التحرير، فين وفين على ما خرجت في اكتوبر 2018 جبت بقى واسطه كبيره قوي 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 قوي، فوقيها السيسي، فوق الواسطه دي في المركز الوظيفي فوقيها على طول السيسي، الراجل اللي تحت منه على طول. قلت له بقى الحقني، انا فعلا انا مش عارف انتوا ماسكني ليه. فراح ماسك سماعه التليفون، ايه انتوا مش عارف بيكلم مين، انتوا مانعينه ليه من السفر؟ فاللي بيكلمه في التليفون قال له، مش ده الواد بتاع سيب ايدي اللي معاه جنسيه امريكيه؟ قال له اه. قال له ما تخليه يتنزل عن الجنسيه ويغور، اتاري الحركه اللي معموله معايا دي؟ بيقول لي ده انت متوسع عليك من فوق قوي. قلت له فوق فين يا فندم؟ ده انت فوقيك عبد الفتاح السيسي. قال لي طب بس بقى عشان التليفونات مش خالصه، ورب الكعبه ده حصل. فقلت له ايه الوضع؟ اعمل ايه؟ عايز امشي، عايز اسافر. فقال لي طيب استنى كده شويه كده وهنشيلك. وفضل فعلا لغايه ما يوم اتصل بيا قال لي انت اتشلت من على قوائم السفر وتقدر تمشي من الدوله. كان عدى 8 شهور، كنت اتدينت من كل اصحابي، وصلت لمرحله اني علشان خاطر اكل كنت بروح عند اختي كبيره او يوم اختي كبيره ويوم اختي الصغيره علشان اكل، لاني ما معيش حق الاكل. هو ده اللي مصر عملته فيا بسبب اغنيه سيب ايدي. هو ده الكلام اللي اول مره يطلع، وهي دي الحقيقه اللي حصلت لي بسبب الاغنيه دي. كان تمن الشهره غالي قوي في مصر، كل ده عشان انا مش تبع شله السوكي ولا ليا ضهر ولا ابن عادل امام ولا سمير غانم، كل ده
عشان قلت ان في فساد في الوسط السينمائي وانه غسيل اموال ويا سيسي الحقنا والحق السينما واجهت الدولة المصرية والقوة الناعمة. كان ده جزاتي. فاكرين في الفيديو بتاع عليا والاعداء لما طلعت قلت له يا ريس خلي بالك اللي ماسكين السينمات والسكية والناس دي حبة تجار زبالة بيغسلوا فلوسهم في السينما المصرية وجايبين الزبالة عاملينهم نجوم علينا اللي صافي ناز ولا رمضان ولا هرف واللي كان ايامها كان سعد ودينا ومش عارف ايه وبتاع. مع احترامي للناس دي كلها شخصيا فنكو خرب بالنسبة لي وانا سيب ايدي كان اخرى منكو وحبيت اعلي عليكو وعليت عليكو وصلت لغاية نيويورك تايمز وانتو بكل اللي عملتوه محدش فيكو اسمه نزل فيه. ليه؟ لان كنت اول واحد في الدنيا يتكتب اسمه انه دخل السجن في اغنية هوم ميد ميوزك فيديو اغنية معمولة في البيت بمتين جنيه وصل بيها ان جرايد العالم كلها اتكلمت عليه علشان اول بني ادم في العالم لدرجة ان موسوعة جينيس للارقام القياسية فتحت لي حالة باسمي وفي الاخر حالة اترفض لان الموسوعة اللي يوصل لرقم قياسي معين مش اول واحد في الدنيا يحصل له هذا النوع من الاحداث. كل ده العالم الدنيا كلها اتقلبت. حتى اسرائيل كتبت اللي اسمها تايم اوف اسرائيل وجيرسلم بوست كتبت وحطوا سلمى الفولي في الويب سايت بتاعهم وقالوا واكتب كده سلمى الفولي واكتب وائل الصديقي وخش شوف العالم نيوز دوس على النيوز وشوف مترو وشوف اندبندنت وشوف لوموند وشوف لابرانسا في المكسيك وشوف نيويورك تايمز وشوف تايم ماجازين وشوف تايم مش تايم ماجازين عفوا اسرائيل تايم او تايم اوف اسرائيل حاجه كده وفي جيرسلم بوست حاجه كده جرايد اسرائيليه وجرايد عبريه وصيني وياباني وهندي ومكسيكي. مصر بتحكم على رقاصة عشان كانت بترقص فضيحة. وانا كنت متهم بايه؟ نشر مقطع فاضح وما عندهمش حتى الان دليل واحد اني عرضته في قناة عربية او مصرية او اي حتة غير اليوتيوب والفيسبوك بتوعي بس. فقانونا انا اتسجنت ظلم واتبهدلت بهدلة جامدة. ولما في الاخر استلفت من كل اصحابي علشان خاطر واخواتي وكل اللي شفتهم استلفت منهم لميت بالعافية. انا عندي فلوس في امريكا بس مش عارف اوصلها لان الكارت بتاعي الامريكاني اللي بسحب بيه الاي تي ام جيت اسحب بيه من مصر البنك هنا في امريكا افتكر ان حد سرق البنك وعمل سحب من مصر فاتصلوا بيا على التليفون الامريكاني وانا في مصر فالتليفون ما اشتغلش مقفول قاموا قافلين الكارت فمعرفتش اوصل لفلوسي اللي في امريكا. فكلمت البنك قلت لهم ابعتوا لي كارت جديد قالوا لي اسفين ما بتبعتش كارت اوفرسيز او عبر البحور او دولي لازم يكون عندك حد هنا يستلم الكارت. وكانهم كانوا عايزين يكوشوا على القرشين اللي عندي في امريكا وانا مكنتش قادر فكنت بداير استلف علشان خاطر اكل واشرب واتحرك في مصر. وفعلا يعلم ربنا اني سايب بيتي ما فيهوش غير سرير ودولاب بعد ما كان عندي بيت فخم جدا وشركه انتاج من على احدث طراز شافوها شباب كتير واشتغلوا معايا شباب كتير سواء كنزي الازاز ف بحبك يا بلادي الطفل ياسر اللي عملت له سلام الله عليك يا امي الاغنيه بتاعت سيب ايدي الاغنيه بتاعت محمود الاشموني الاغنيه بتاعت عملت اغاني ناس كتير واكتشفت شباب كتير قدمت كاميرا خفيه اشتغلت في قناه الخمسه اشتغلت في تلفزيون المصري قدمت افلام للسياحه كل ده كان انتاجي انا الشخصي وان مان شو انا اللي عملت ده لوحدي انا اللي كنت بصور وانا اللي كنت ممنتج. كنت مره بكلم خليل الكوميدي بيقول لي خليل صديق هو يعني بيقول لي انت كنت بتعمل ملايين المشاهدات من زمان من قبل احنا ما نطلع عن فيديوهات السياحه بتاعتك كنت مستغرب انت ازاي بتوصل للفيديوهات دي. يكفي ان في ناس متابعاني من زمان وعارفه ان انا كنت بادئ محترم والسوق هو اللي ذوقه وسخ. انا كنت بادئ محترم والسوق هو اللي ذوقه وسخ فكان لازم اجيب لكم رقاصه علشان لانه احنا في شغلتنا وفي مهنتنا اللي بيفضل مغمور بيفضل مغمور طول العمر وانا ما كانش ينفع افضل مغمور طول العمر. اوعى تنجح في مصر من غير ما يكون لك ظهر وعملت انا فيديو عن الموضوع ده. ولاني حوشت او استلفت 7000 من كل اللي قدرت استلفه من صحابي 7000 جنيه ما كانوش يجيبوا تمن تذكره لامريكا مع الاسف. لما السفير جالي في زياره في
في السجن قال لي احنا ممكن نديلك قرض بس هناخد الباسبور الامريكي بتاعك نقطعه عشان لازم تدفع لنا القرض قبل ما تمشي السفاره وفايده مش عارف قد ايه وبعدين نطلع لك باسبور جديد. قلت له اسف مش عايز منك قروض ومش عايز منك حاجه. امريكا والسفاره الامريكيه ما عملوليش اي حاجه، بل على العكس لما طلعت بعد كده علشان رحت السفاره قلت له انا عايز ورقه مكتوب عليها لمن يهم الامر ان انا بقالي 11 شهر محبوس في مصر عشان انا عارف اول ما هوصل مطار ميامي هيفتحوا لي محضر هناك كنت فين 11 شهر في مصر بتعمل، لانه ما فيش حد بيطلع سياحه 11 شهر، ما فيش كده يعني، ناس تطلع اسبوع اتنين شهر، انما 11 شهر بيبقوا عايزين يعرفوا انت عايش ازاي، بتشتغل ايه، بتعمل ايه، بتعمل ايه في مصر، اسئله امنيه بحجه طبعا عشان انا عربي ومسلم، بحجه ان ده يعني ايه حظك جه ان احنا نسالك، وهو مش حظي، هو عشان انا مكتوب ان انا مولود في مصر لازم يدخلني المكتب. حصلت معايا قبل كده في ميامي وحصلت لما انا ورفض السفير رفض انه يديني حتى ورقه. بصوا السفاره الامريكيه ما عملتليش حاجه خالص، ولا مليم ولا اي مساعده ولا محامي ولا اي حاجه. ليه؟ لان انا مش مواطن. ورحت قلت له كده، لان انا قلت له كده انتوا عندكم تفرقه ما بين المواطنين، عندك مواطن درجه اولى، لو مليانا ترامب ولا ملينا ترامب ميلانيا ترامب مرات ترامب هي اللي اتمسكت كان زمان الدنيا اتقلبت وما قعدتش والسي ان ان وبتاع، عشان هي هي اجنبيه وانا اجنبي، بس عشان هي مرات الرئيس. لو كانت مادونا هي اللي سجنت عشان هي مشهوره وليها اتصالات باسرائيل واتصالات باللوبي اليهودي وبتاع كان زمان الدنيا اتقلبت، وعشان انا مجرد يوتيوبر انت ما وقفتش جنبي. والنهارده بقول لك اديني ورقه بس لمن يهمه الامر عشان الضرايب، انا بقالي سنه ما دفعتش ضرايب في امريكا، الاي ار اس هيخربوا بيتي، فتثبت بس ان انتوا كنتوا على علم لمن يهمه الامر فلان الفلاني كان محبوس في مصر 11 شهر من الفتره الفلانيه والسفاره الامريكيه على علم بهذا بس، وانت جيت زورتني مش عايز اكتر من كده، رفض يديني حتى دي. المهم ال 7000 جنيه اللي حوشتهم او استلفتهم او كانوا اتبقوا من بيع العفش بتاع بيتي اضطريت اروح بيهم على روسيا، ما اشتروليش غير تذكره روسيا، والحسن الحظ كان على باسبور امريكي بتاعي لسه في سنه فاضله في تاشيره روسيا، لان كنت في روسيا السنه اللي قبليها وعامل تعالى فسحك في روسيا 20 حلقه. فروحت روسيا نمت في دورم فيه 10 انفار لمده 6 اسابيع، واشتغلت مدرس انجليزي في حضانه اعلم الاطفال الحضانه انجليزي لاني مواطن امريكي، وهم كانوا بيدوروا على مدرسين في المدارس الامريكيه في موسكو، بيدوروا والحضانات بيدوروا على مدرسين امريكان شكلهم امريكي وباسبورهم امريكي وخلاص، حتى لو عنده اكسنت مش مهم، المهم يكون امريكي علشان يدرس الاطفال، لان ما ينفعش واحد روسي يدرس لهم انجليزي، لازم حد من امريكا ويكون عنده باسبور امريكي. فدخلت عليهم ان انا امريكي بجد، وانا امريكي بجد بس عندي اكسنت، عندي لكنه في اللغه، والمفروض ان انت لما تعلم الاطفال تعلمهم النيتف لانجويج او الاكسنت الامريكي يعني. المهم لمجرد ان انا معايا الباسبور ربنا اكرمني واشتغلت في حضانه في روسيا 6 اسابيع شهر ونص عشان احوش تذكره من مصر من روسيا من موسكو لميامي، ويكون معايا كمان مبلغ ابدا بيه تاني في ميامي. فكل اللي قدرت اوصل بيه امريكا بعد ما اشتريت تذكره امريكا من موسكو $300. انت جاي امريكا على فيض الكريم، كل اللي عندك $300 لغايه ما توصل لبيتك. فوصلت البيت لقيت الهانم طليقتي الامريكيه اللي كنت يعني مطلقها بس سايب لها كل حاجه، سرقت كل حاجه من البيت حتى عربيتي واختفت راحت. على انا كنت سايب حاجاتي امانه مع عربيتي وبيتي وعفشي وحاجاتي مع طليقتي الامريكيه امانه، واحده حتى متجوزها 11 سنه مامنها على نفسي مش هامنها على حبه عفش وعربيه قديمه. سبت لها الحاجات رجعت امريكا ما فيش اتصال خالص، رحت على البيت طلعت من المطار، اول ما وصلت المطار فتحوا لي تحقيق انت كنت بتعمل ايه 11، فكنت نفسي بقى يبقى معايا الورقه بتاعت السفير اللي السفير رضا رفض يديها لي عشان اقول لهم في ميامي اقول لهم اهو كنت مسجون. فبصيت لقيته بيفتح لي تحقيق برضو علشان كنت بتعمل ايه في مصر وروسيا والبرتغال، لان انا بقى لما حجزت تذكره روسيا فكانت حتى عملت لكم حلقه في البرتغال اسمها النساء البرتغال اجمل نساء او حاجه زي كده، قعدت يوم واحد في حياتي كان ترانزيت، كانت الرحله ما بين موسكو وميامي 9 ساعات،
فكانت الرحله دي 33 ساعه عشان فيها 24 ساعه ترانزيت في البرتغال. فنزلت فعلا لشبونه وقعدت فيها، عملت فيديو في لشبونه وكنت في طريقي لامريكا، وفعلا وصلت امريكا اتفتح لي محضر، فقلت له انا مش قادر اتكلم، انا تعبان قوي وانتوا سايبيني بقى لي مده قاعد، اكتب اسمي على جوجل، انت عندك الكمبيوتر ده فيه؟ والله وبتحقق معايا في مطار ميامي ورب الكعبه. قلت له عندك النت في الكمبيوتر اللي قدامك ده الضابط بتاع المكتب الفيدرالي؟ قال لي اه عندي. قلت له اكتب اسمي وائل الصديقي زي ما هو كده. فبص كده الراجل اللي كاني مجنون يعني، فقال لك خلينا مع الكذاب لحد باب الدار. قام كاتب على جوجل وائل الصديقي، قام طالع له الاخبار هنا. قال لي انت كنت محبوس في مصر 11 شهر؟ قلت له ايوه. قال لي بسبب اغنيه؟ قال لي. قلت له ايوه. قال لي انا اسف جدا جدا جدا. وراح قايم سلم عليا، قال تسمح لي والله العظيم اخد مع حضرتك صوره؟ قلت له اتفضل. وراح متصور معايا، قال لي اهلا بيك في وطنك، انا اسف ان احنا عطلناك، شنطك اهيت، حاجاتك اهيت، وتفضل مع السلامه. والله العظيم ثلاثة ده حصل. لو كان معايا الورقة بقى كنت اديت له ورقة من وانا على الباب وخلصت. 11 شهر في مصر ده يثير الشكوك في عهد الارهاب وداعش والمصايب اللي انت وانت اصلا وشاب وعربي وبتاع، بتعمل ايه في 11 شهر في مصر؟ بيدربوك على حاجة بقى الارهابيين، ومصر غرقانة في الارهاب، وهتيجي بقى بتعمل لنا مصيبة، فعايزين نعرف انت كنت بتعمل ايه في مصر. فلما لقاني بقى مخرج ومعروف ومكتوب بقى والعالم كله جرايد وبتاع مش عارف ايه ومترو كله بقى، قال لي احنا اسفين وتفضل باسبورك والحمد لله الحمد لله على السلامه في وطنك. ورحت داخل امريكا، خدت تاكسي وطلعت بالبيت، بصيت لقيت الهانم سرقت كل حاجه، بيتي وعربيتي وعفشي والبيت فاضي، وانا اصبحت هومليس في الشارع وما عنديش حاجه اعملها. اتخرب بيتي في مصر وفي امريكا في نفس السنه. فاتصلت بيها قلت لها ليه عملتي كده؟ قالت لي والله ده حقي، انا يعني اديتك كتير وقررت اخد الحاجات دي وامشي واخبط دماغك في الحيط ورحت عامله لي بلوك. هي دي اللي جوزت 11 سنه الامريكيه، الامريكان مالهمش امان مهما عملت معاهم. بقولها على العلن، الامريكان مالهمش امان مهما عملت معاهم. سامع يا سيسي؟ المهم فجاه لقيت نفسي هومليس، رحت رايح اوتيل. تاني يوم الصبح اتصلت، زمان وانا بدرس السينما كنت بقى اشتغل على تاكسي لانه دي الشغلانه الوحيده قبل اوبر، بقى دي الشغلانه الوحيده اللي تقدر تشتغلها بالليل بعد الجامعه، يعني كنت تروح الصبح الدراسه، فما ينفعش بقى ايه يعني النهارده عندك محاضره بكره عندك ثلاث محاضرات بعد كده عندك اليوم كله، فما فيش شغل، ما فيش صاحب شغل هيوافق لك على البهدله دي، لازم تكون شغلانه حره. فكنت شغال على تاكسي الثلاث سنين ولا سنتين بتوع الدبلومه بتاعت السينما، فاشتغلت على تاكسي بالليل. فكلمت صاحبه الشركه قلت لها فاكراني؟ قالت لي طبعا فاكراك، ازيك عامل؟ انا عايز السواقين، ما تيجي تشتغل؟ قلت لها جاي، قلت لها جاي ورب الكعبة. نزلت ليلة في اوتيل، وتاني يوم رحت خدت منها تاكسي. التاكسي ده انا عشت فيه 3 شهور هومليس معيشة، عشان احوش تمن شقة. احنا تمن شقة لازم تدفع مقدم اول شهر واخر شهر في العقد وشهر تأمين، يعني 3 شهور، وكان الايجار 2000، يعني انا محتاج اعمل احوش 6000 دولار علشان اقدر اخد شقة ويبقى لي بيت تاني على البلاط. لسه عايز فرش ولسه عايز توصل كهربا ولسه عايز توصل كل ده بسبب اللي عملته فيها مصر، وعملته فيها بسبب اغنيه، بسبب سيب ايدي. وانا عمري وربنا اللي يعلم ما اذيت مخلوق ولا كسرت قانون. انا دارس ميديا ودارس قوانين ميديا وعارف بعض، انا حدودي كانت اليوتيوب وعارف اني هعرض على اليوتيوب ومشيت على القانون بجد. انا مش بتاع كفته زي السبكي، انا فعلا دارس قانون ميديا وعارف حدودي فين، وانا بعمل الاغنيه دي وغيرها عارف اني هعرض في امريكا، عارف اني هعرض في اليوتيوب، وماليش علاقه خالص بمصر، وده اللي حصل. ومصر قررت انها تحشر نفسها في الموضوع، وقررت انها تاخدني كبش في ده المحاكمه مرسي وتحكم علينا بسنتين سجن. واتبهدلت عشان احترمت القانون المصري، وحاولت انزل براءتي، انزل اثبت براءتي انا لم انشر شيئا في مصر، ولا ليا ولا مسجل كمخرج في مصر، ولا لا دراستي كانت في مصر، ولا ليا اي علاقه بمصر، انا اتولدت فيها بس ومحتفظ بالجنسيه المصريه ليس اكتر، انما انا مهاجر من سنين طويله. وعشت في التاكسي، بقيت اصحى الصبح انام تحت شجره، والله العظيم كنت اكتر اعلامي مطلوب في الوطن العربي بيدوروا عليا وائل ابراشي، بيدور عليا اي تي بالعربي بيدور، وانا هومليس عايش في تاكسي 3 شهور أو 4 شهور لغاية ما قدرت أحوش 6000 دولار تمن أول شقة أجيبها عشان أبدأ أقف على رجلي من أول تاني.
كنت بتستحمى فين يا وائل؟ كنت بستحمى في الواي ام سي اي. الواي ام سي اي ده يا جماعه جمعيه ليها كل فروع في العالم كلها زي الجيم كده، تمام، تابعه للكنيسه، هنا تابعه للكنيسه وفي مصر اسمها جمعيه شبان المسيحيه. فاحنا في اسكندريه في الازاريط عندنا نادي الواي كنا بنتدرب فيه كشباب خدمه اجتماعيه، وانا كنت بلعب تايكوندو مع كابتن بشرف في نادي الواي. فالواي دي فتح مؤسسه الواي دي للشباب فتحه في العالم كله، فموجوده عندنا في بوكا راتون في فلوريدا. وكنت انام في التاكسي طبعا اصحى عرقان ومتبهدل تحت اي شجره بعد شغل 12 ساعه، وكان شويه يجي زبون يصحيني. مره بوليس جه صحاني قال لي انا خبط خبطه مرعبه وانت نايم في الشارع قافل عليك العربيه ونايم، بيقول لي كنت بتاكد ان انت عايش بس لانه في هنا ناس بتيجي تشرب هيروين وكوكايين وتموت وبتاع. فقلت له لا انا كنت سوقت كتير وساكن بعيد، ظابط بيطمن بيشوف ليه نايم في التاكسي. قلت له كنت سايق كتير وساكن بعيد فما حبيتش اسوق اكتر من كده، قلت اريح فغفلت. كانت ايام سودة، كنت اكتر اعلامي مطلوب وكنت في الوقت ده هوملس نايم في تاكسي. وبعدين فضلت على كده، فكنت بصحى الصبح اروح الواي ام سي اي اللي هو جمعية شبان المسيحية ده اشتراك بستين دولار في الشهر. عندهم بقى جيم وحمامات سباحة ونادي بقى جيم وحمامات سباحة وشاورات وعندهم جاكوزي وساونا، وعارف انت بقى بعبلي بقرفي كده اقوم داخل الساونا بقى تطلع كل العرق بتاعك وكل القرف، بعدين تطلع تخش في الستيم روم او حمام البخار، تاخد حمام بخار اللي هو بتاع حاسس واعتذر ده وبعدين تطلع تاخد شاور البس هدوم جديدة. حاجاتي بقى كنت شايلها فين وهدومي وشايلها في مخزن. فكل يوم الصبح اروح اخد الشاور بتاعي واطلع على المخزن احط الهدوم القديمه واخد هدوم جديده لبكره والبس هدوم جديده واشتغل على التاكسي سواق تاكسي 12 ساعه، وبعدين ابدا اتعب اخش تحت اي شجره او ورا اي محل او مول او بتاع، اقفل التاكسي عليا وانام في الحر بتاع فلوريدا. طبعا تصحى من الـ من الـ من النور ومن الحر ومن البتاع مش قادر تاخد نفسك، اشغل التاكسي اطلع على الواي اخد الشاور بتاعي اغير هدومي احط هدومي القديمه في الشنطه ارميها في المخزن، واخر الاسبوع الم كل ده اطلع على المغسله اغسل كل هدومي واطبقها وابدا اسبوع جديد. وفضلت على كده 4 شهور لحد ساعدني ولا حد قدم لي اي دعم ولا حد عمل لي اي حاجه ولا امريكا بتدي اي حاجه في اي حاجه ولا عمري خدت مساعدات من حد. وفعلا اشتريت اول شقه، مش اشتريت عفوا اجرت اول شقه بعد ما حوشت 6000 دولار وسبت التاكسي وعملت جبت بقى عربيه كبيره اشتغلت بيها اوبر تويوتا سيينا فيها 7 راكب. بعد شهر عملت بيها حادثه وبعدين جبت عربيه نيسان واشتغلت اوبر. وبعدين بدات بقى ايه طلعت بقى جبت حاجاتي من المخزن وفرشت البيت وبعدين جبت بيت اكبر واكبر ودلوقتي جبت بيت اكبر وبشتغل ليل نهار ودلوقتي بعمل كذا حاجه. ناس كتير قوي بتقول انت بتشتغل ايه في امريكا؟ يا جماعه انا بشتغل في 4-5 مشاريع. يعني انا دلوقتي بقى عندي عربيات باجرها للناس تسوق عليها اوبر، وفي نفس الوقت عندي شغل شويه في العقارات، يعني بحاول اشتري وابيع او اشتري وسقع وبعدين ابيع، وبعدين كل ده في سنتين كل ده في سنتين لان اللي بيشتغل بيلاقي، وانا الحمد لله اللي هي في المخدرات ولا بقعد مثلا نسوان بقى وكلام ده كله زي ما الناس فاكره عني، فالحمد لله رب العالمين. فربنا اكرمني واما بنعمه ربك فحدث وقفت على رجلي تاني واشتغلت وبدات انزل بقى الفيديوهات بتاعه الثقافه الامريكيه وزاد عدد معجبيني وزاد عدد متابعيني. والنهارده خلصت كمان السلسله بتاعه 100 يوم في السجن، قد ايه اتبهدلت بسبب الاغنيه دي، ناوي لسه اخلص طاري من النظام المصري الحالي الا اذا ربنا سبحانه وتعالى وراني فيه يوم قبل ما انا ماخد طاري منه وبطريقه انا عارفها سلميه طبعا. انا متشكر جدا لكل الناس اللي تابعتني، عشرات الالوف اللي تابعوني في السلسله ديت، بحبكم جدا خالص، تمنياتي ليكم كلكم بالنجاح ويا رب تكون اتعلمت اي حاجه من السلسله دي. واشوفكم ان شاء الله نرجع في الفيديوهات العاديه اللي هي بالتيشيرت الابيض. شكرا جزيلا ليكم كلكم وشكرا للمتابعه، بحبكم كتير جدا 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 جدا. وائل الصديقي، ودي كانت نهايه 100 يوم في السجن وليا طار مع النظام المصري، وان شاء الله باذن الله هاخده منه. واذا ضربت فاوجع فان العاقبه واحده.
بس كده يا مؤمن. سلام عليكم.